بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم النهارده الخميس 6 سبتمبر 2018، حلقه جديده من اولى لقاءاتنا مع حضراتكم الاسبوعيه من مساء دريم. النهارده وبكره ان شاء الله الخميس والجمعه بنكون مع حضراتكم. النهارده عندنا مجموعه كبيره جدا من الاخبار الحقيقه واغلبها متعلقه بقضايا محليه مهمه جدا، واتكلمنا عليها كتير في الشأن الداخلي على مدار الايام الماضيه. هتكون معانا ان شاء الله في مجموعه اخبارنا، لكن الحقيقه لو حضراتكم بتتابعونا دايما هتلاحظوا ان احنا من الملفات المهتمين بيها جدا، حتى لو بندي عنها نبذه سريعه او معلومه سريعه، هي ملف السياحه. مش بس لانه فكره السياحه هي احد اهم مقومات وركائز الدخل القومي في مصر، لكن كمان لانه الحقيقه السياحه عندنا ضربت في مقتل على مدار سنوات طويله جدا، حوادث ووقائع كتيره جدا، البعض منها كان ربما بالصدفه، البعض منها ربما قيد التحقيق. في النهايه فكره السياحه المصريه وعوده الاتراكشن او الجاذبيه الى المنطقه او الى الديستنيشن، المكان اللي بنتكلم عليه انه مكان سياحي، بنتكلم على القاهره، بنتكلم على الاقصر واسوان والنيل، بنتكلم على البحر الاحمر، الغردقه وشرم الشيخ. الحقيقه انه الفكره دي مهمه جدا، عدد من يعمل في السياحه عدد كبير، بنتكلم على يمكن ما فيش احصائيات اخيره قوي اتكلمت في الموضوع، لكن بنتكلم على حوالي يمكن ما يقرب من 2 مليون من يعملون في السياحه، ربما حتى يزيد قليلا هذا الرقم، سواء بشكل مباشر او غير مباشر هم وعائلاتهم. السياحه مش بس فكره انك تشتغل تور جايد او مرشد سياحي، انت كمان بيبقى معاك يعني ممكن تبقى عندك نشاطات اخرى زي تفتح بازار، محلات، مطاعم، الناس طبعا اللي بتوضب او بتجهز، شركات السياحه والناس اللي بتشتغل فيها، قطاعات كتيره جدا بتندرج تحت منظومه السياحه. وبالتالي مهم جدا ان احنا نعرف موقف السياحه. انا عارفه انه لما نطلع هنا محليا ونقول انه السياحه في مصر الحمد لله بتعود تدريجيا وفي بقى عندنا نسب كبيره من السياح، ده يمكن ما بيكونش ليه رد فعل قوي قوي عليا كمواطنه حتى وعلى حضراتكم، زي ما بيكون تقرير رسمي صادر من منظمه عالميه بتتكلم على عوده السياحه في مصر. بتكلم مع حضراتكم على منظمة السياحة العالمية، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة، أصدرت تقرير مؤخرا، ده التقرير السنوي عن السياحة في مصر أو عن السياحة عموما. الديستنيشن أو المنطقة بتاعت مصر لما اتكلمت عليها صنفتها وقالت أن مصر هي الوجهة السياحية الأسرع نموا في العالم، الأسرع نموا في العالم. هنا معدلات النمو ليها علاقة طبعا بحاجات كتير، فكرة الحجز عن طريق شركات سياحة، طيران الشارتر، بيدخل طبعا في الاعتبارات البلاد اللي كانت فرض علينا حظر وما كانتش راضية السياح من عندها يطلعوا ويجونا، في عوامل كتيرة جدا داخلة في موضوع معدل النمو في السياحة. تعالوا نشوف برضو مؤشر تاني مهم، لأنه من يعمل في السياحة يجب أن تنظر عيني بنظرة واسعة وشاملة على قطاعات أخرى أو على البلاد الأخرى الجاذبة للسياحة. فرنسا الحقيقة بحسب هذا التقرير اللي صدر مؤخرا هي الدولة التي يزورها أكبر عدد من السائحين. نفس التقرير كمان كان بيتكلم إنه السياح الوافدين إلى مصر قفزت نسبتهم إلى 55.1%، وبالتالي نتحدث عن 8.6 مليون ده عن 2017، لأنه زي ما قلت لحضراتكم ده تقرير سنوي، وإنه بحسب ما جاء في التقرير هذا يعتبر تحول كبير. الأرقام كمان اتكلمت على المنظمة الدولية، يعني أرقام المنظمة الدولية اتكلمت على أنه أعداد السائحين الأجانب في مصر ربما تراجعت من 14.7 مليون في 2010 إلى 5.6 طبعا مليون في 2016، على الرغم من الأحداث اللي تلت ثورة يناير، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم كان في توقف للرحلات بعد حادثة الطائرة الروسية وما إلى ذلك. نرجع تاني لفرنسا لأنه مهم أن عينينا تكون على البلدان الأخرى المنافسة لنا سياحيا. فرنسا الحقيقة زي ما قلت هي كانت أكبر عدد من الزائرين، وهي كمان احتلت خلال 2016 المركز الأول كأكثر دولة زيارة، وصل عدد زوارها إلى 86 مليون سائح، ده رقم الحقيقة كبير جدا. رقم اتنين لو مهتمين بالشأن يعني السياحي العالمي، أسبانيا جت في المركز الثاني 81.8 مليون، بعدها الولايات المتحدة الأمريكية كانت في المركز الثالث بحوالي 75.9 مليون. عموما في كل الأحوال احنا سعداء انه مصر تم ذكرها بشكل إيجابي جدا في هذا التقرير، تقرير منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تقريرها السنوي الذي صدر مؤخرا، واللي بيتكلم فيه انه مصر استطاعت ان تجذب السائحين لأماكن
بيحبوها وبيفضلوها زي الجيزة الأهرامات وزي الأقصر، هي محددة الاتنين دول تحديدا، ومتكلمة كمان على منطقة أو السياحة في البحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ. عودة مصر وعودة اسم مصر مرة أخرى في هذه المنظمات، في هذه التقارير التي تصدر من منظمات، هو أمر مهم جدا، جيد جدا، بل ممتاز الحقيقة، ويدينا بقى دفع للأمام، نفتح بقى أفاق أخرى. وعلى فكرة المنافسة الحلوة الجميلة ما بين البلاد في موضوع السياحة، إنك تشوف البلاد اللي سبقتك في معدلات السياح تاخد منها التجارب برضو، يعني تعرف هي عملت إيه، بتركز على إيه. في بلاد كتيرة الحقيقة، طبعا فرنسا بلد جميلة سياحيا، يعني تروح ما تبقاش عايز الصراحة، يعني عايز تقعد مدة طويلة هناك. أسبانيا كذلك طبعا، لكن الفكرة إنه إحنا كمان عندنا في مصر هنا مناطق جذب سياحي الحقيقة إن هي أكثر من رائعة. سعداء بهذا التقرير، وسعداء إنه مصر بتعود مرة أخرى باسمها في منظمات عالمية تدعو بشكل غير مباشر طبعا، يعني عن طريق رصد الإيجابي ده، يبقى هنا دعوة بشكل غير مباشر إلى عودة السياحة في مصر مرة أخرى، إن شاء الله يزدهر وينمو. أنا متفائلة جدا، والحقيقة إن كل أصدقائي ممن يعملون في قطاع السياحة والفندقة الحقيقة إنه كلهم متفائلون إلى أقصى درجة، وشايفين إنه إن شاء الله في خطوات كويسة جدا. يا رب إلى الأمام وإلى المزيد، وكل واحد كان قافل له محله أو كان قافل البازار بتاعه أو شركة سياحة كانت بتقفل أو عمالة تعمل داون سايزنج أو يعني تقلل العمالة بتاعتها، إن شاء الله يا رب كل ده ينتهي ونرجع مرة تانية ننمو ونزدهر بإذن الله. تعالوا نطلع مع بعض فاصل سريع، هنشوف فيه أهم أحداث هذا الأسبوع، لأنها الحقيقة مرتبطة كمان بمجموعة من الأحداث السياسية المهمة جدا، وحين أحداث الأسبوع كمان هنشوف فيها نقطة مهمة هنناقشها في تقرير النهاردة في أخبار النهاردة عن المؤشر أو ما صدر مؤخرا من فوربس إنه القاهرة هي المدينة الأكثر تلوثا في العالم. ما صحت هذا الكلام؟ أنا الحقيقة سعيدة جدا إنه على الفور ولم ننتظر كثيرا صدر تقرير رسمي من وزارة البيئة المصرية يكذب هذا الادعاء. هنشوف مع بعض أحداث الأسبوع ونرجع مباشرة بسم الله نبدأ حلقتنا الليلة من مساء الريم. شهدت أحداث الأسبوع أحداثا كثيرة ومتنوعة على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، وكان من أبرزها الرئيس السيسي يشارك في منتدى الحوار رفيع المستوى بين القادة الصينيين والإفريقيين. احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 44.419 مليار دولار نهاية أغسطس. البيئة تكذب إدعاءات فوربس بتصدر القاهرة قائمة أكثر مدن العالم تلوثاً. السودان تحذر من ارتفاع منسوب النيل الأزرق. أول سفينة إثيوبية ترسو في إريتريا منذ عقدين. الرئيس الفلسطيني ترامب عرض علينا اتفاق سلام قائم على كونفدرالية مع الأردن. سلسلة اجتماعات فلسطينية وعربية ودولية في سبتمبر لبحث أزمة تمويل أونروا. وزير خارجية الباراغواي يعلن عن إعادة نقل سفارة بلاده من القدس إلى تل أبيب. الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي على وادي العيون بريف حما. السعودية، النيابة العامة السعودية تطلب الإعدام للداعية سلمان العودة. الكويت، إيقاف الدراسة ليومين بسبب الحر وتعطيل التكييفات. البرلمان العراقي يعقد أولى جلساته منذ انتخابات مايو ويفشل في انتخاب رئيس واستمرار المظاهرات في البصرة. الحكومة التونسية ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة هذا العام. ظريف، ترامب يعتزم استغلال رئاسته لمجلس الأمن لانتقاد إيران. الأرجنتين تلغي نصف الوزارات بهدف التقشف لمواجهة انهيار العملة المحلية. حكومة كاتالونيا تطلق حملة جديدة للانفصال عن أسبانيا. الصحة العالمية، ربع شباب العالم معرضون للأمراض بسبب الكسل. متحف اللوفر أبوظبي يؤجل عرض لوحة سلفاتور موندي الأغلى في العالم والمعتقد أنها بريشة ليوناردو دافنشي. المتحف الوطني بالبرازيل يحترق بالكامل ومن بين مقتنياته 700 قطعة مصرية.
العثور على بقايا إحدى أقدم القرى في دلتا مصر يعود تاريخها للعصر الحجري الحديث. صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب في العالم. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في جولة خارجية ووصل مطار القاهرة الدولي مساء أمس الأربع، وطبعا جولته كان فيها مجموعة من الدول، ثلاث دول عربية وأسيوية، كان فيها البحرين الشقيقة والصين وأوزبكستان. والحقيقة أنه اختتم جولته الخارجية بأوزبكستان، وشارك في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي اللي عقد يومي الثالث والرابع من سبتمبر الجاري. لفت نظرنا كمان الحقيقة في متابعة الإعلام على مدار الأيام الماضية لهذه الزيارات، كانت فكرة أنه في فريق عمل مشترك مصري أوزبكي للتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف الأمني والإقليمي. يا ترى إيه هي أهمية هذا الفريق، وإيه هي المحاور اللي ممكن يشتغلوا عليها؟ فكرة تدعيم يعني الأفق يعني النقاط الأمنية ودعمها ومكافحة الإرهاب والتطرف، دي كلها نقاط أعتقد إن هي مهمة جدا. ناخد على الهاتف معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. يا سعادة السفير تحياتي لحضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. الزياره دي يعني هي جوله مهمه، ويعني كل دوله اعتقد انه في مجموعه من الاهداف وراء زيارتها، بس انا عايزه اتوقف مع حضرتك الحقيقه على فكره انشاء او يعني تكوين هذا الفريق، فريق عمل مشترك مصري اوزباكي للتعاون في مكافحه الارهاب والتطرف الامني والاقليمي. في رايك ما هي اهميه تشكيل مثل هذا الفريق؟ هو كما حضرتك يمكن من أهم نتائج زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان، وهي الزيارة الأولى لرئيس جمهورية مصري لأوزبكستان، هو الاتفاق على تشكيل طاقم عمل للتعامل مع الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة. الأهمية القصوى لهذه المبادرة تكمن في أن في حضرتك أنباء شبه مؤكدة أنه في شمال أفغانستان تم تجميع حوالي 20,000 عنصر إرهابي من جنسيات مختلفة. في شمال أفغانستان يا فندم؟ شمال أفغانستان. ده رقم كبير يا فندم، 20,000 عنصر إرهابي. ما بين 20 و24,000 عنصر إرهابي متواجدين في شمال أفغانستان. الخطة دفعهم أو دفع جماعات منهم إلى أوزباكستان وإلى وسط آسيا لنشر عدم الاستقرار في جمهوريات وسط آسيا وفي روسيا وفي الصين. كما تعلمين حضرتك أنه أوزباكستان من الدول الجنسية عناصر عديدة من بالعشرات المئات من الأوزباك انضموا إلى طالبان في أفغانستان وباكستان، وانضموا بأعداد لا بأس بها لداعش في العراق وفي سوريا، وهم بيعدوا من أشرس عناصر الجماعات الإرهابية. من ناحية أخرى، تشكيل مجموعة العمل هيتيح الفرصة الكبرى والفرصة الثمينة لنا في مصر أن احنا ننسق في كل ما يتعلق بجمع المعلومات وتحليل المعلومات وتقدير موقف بالنسبة للجماعات الإرهابية وخططها المستقبلية ومدى انتشارها وأماكن انتشارها الجغرافي الجديدة بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها في العراق وسوريا، وده بالنسبة لداعش. أما بالنسبة لجبهة النصرة القاعدة أو هيئة تحرير الشام كما
أطلقت على نفسها هذه التسمية. إذا تم إذا بدأ الهجوم السوري على محافظة إدلب، فطبعا العناصر التابعة المنضمة لجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام القاعدة سابقا ستتجه إلى مناطق جغرافية أخرى. فمما لا شك فيه أنه زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوزبكستان إلى جانب أن هي الزيارة الأولى لرئيس جمهورية مصر إلى هذه الجمهورية، إنما تكمن أهميتها في أنها جعلت من أوزبكستان خطوط دفاع أولى عن الأمن القومي المصري. وأعتقد أن احنا نستطيع أن نبني على هذه النتائج الباهرة لهذه الزيارة الرئاسية. وأعتقد تقديري الشخصي أن ما تمخضت عنه من الاتفاق على تشكيل طاقم العمل اللي حيكون راس حربة الدولتين في تنسيق كافة المعلومات لديهما حوالين الجماعات الإرهابية سواء في وسط آسيا أو جنوب آسيا أو في العراق أو في سوريا أو شمال أفريقيا، كل دوت حضرتك بيصب في مصلحة الأمن القومي المصري وبيساعد مصر كثيرا في الحرب على الإرهاب ليس فقط داخل مصر وإنما في جميع دول الجوار لمصر. بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكر حضرتك على التوضيح بصفة عامة أهمية هذه الزيارات وفكرة برضو أهمية زيارة أوزباكستان تحديدا، مش بس زي ما حضرتك ذكرت يعني حتى لا أكرر الكلام، مش بس فكرة أنه ده أول زيارة لرئيس مصري إلى أوزباكستان، ولكن أيضا فكرة البعد الأمني والأمن القومي كما ذكرت حضرتك بتفاصيل واضحة جدا. بشكر حضرتك. إحنا عارفين أنه من فترة الرئيس إدى تعليمات وقال فكرة قوائم الانتظار للمرضى وحددنا ايه هي العمليات وايه هي انواع العمليات اللي محتاجينها لازم نشتغل عليها، وانه لازم ننهي قوائم انتظار مرضى العمليات. نستنى بقى لما التأمين الصحي ياخد وقته، لكن فكرة العمليات الجراحية اللي بيبقى محتاج انه يعمل عملية جراحية، عايز يعمل عملية في القلب، عملية مستعجلة، ما ينفعش يوضع على قائمة ويفضل قاعد مستني. عايز اقول لحضراتكم على الارقام اللي طالعة مؤخرا. الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي قال انه تم الانتهاء من اجراء التدخلات المطلوبة. الارقام بقى اللي بقولها لحضراتكم 6553 حالة من حالات قوائم الانتظار. الكلام ده من الفترة من 5 يوليو طبعا 2018 لغايه 2 سبتمبر الجاري. ده بواقع 532 جراحه قلب، 3298 قسطره قلب، 174 جراحه مفاصل، 94 جراحه اورام، 28 زرع كبد، 19 عمليه زرع كلى، 88 زراعه قوقعه، 1740 جراحه رمد، 523 حاله جراحه للمخ والاعصاب. تعالوا ناخد هاتفيا معالي السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. سيادة السفير تحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك والأستاذ المشاهدين. يعني في طبعا جدية واضحة ويعني بنسير قدما في هذا الملف، فكرة القضاء على قوائم انتظار المرضى والعمليات الحرجة. ياريت حضرتك تدينا مزيد من التفاصيل وتقول لنا وقفنا لغاية فين النهاردة، هل في لسه ناس على قوائم الانتظار، الخطة الزمنية عندنا ايه، التفاصيل لو سمحت معالي السفير. هو الحقيقة انه موضوع قوائم الانتظار طبعا يعني في جهد متواصل من وزارة الصحة ومن وزارة التعليم العالي للقضاء على قوائم الانتظار. طبعا المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة بتقوم بجهد في هذا الإطار، وأيضا المستشفيات الجامعية. ويمكن التقرير اللي احنا نشرناه النهاردة أو المتابعة اللي نشرناها النهاردة كانت في إطار متابعة السيد رئيس الوزراء للجهد اللي اتقام به فيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية في الفترة الأخيرة. حضرتك أشرت إلى الأرقام، إحنا بنتكلم طبعاً على قوائم انتظار، ودي الحقيقة عدد مش ثابت لأنه في طبعاً عمليات بتجرى كل يوم، ولكن أيضاً في إضافات بتتم أيضاً كل يوم طبعاً. وبالتالي إن العدد يعني بيبقى متحرك يوم بيوم، ولكن هو الفكرة إنه
احنا بنشهد كل الجهود بحيث ان احنا نقدر من خلال المستشفيات الجامعيه ومستشفيات وزاره الصحه ان احنا ننتهي من قوائم الانتظار في اقرب وقت ممكن. طبعا ده بيبقى متوقف على طبيعه الجراحات وطبيعه التدخلات الجراحيه المطلوبه، بعضها جراحات معقده زي ما حضرتك اشرتي، بعضها جراحات قلب، جراحات قوقعه، زرع كلوي، حقيقه بتبقى بتتطلب يعني جهد كبير ويتطلب يعني ان يكون في دائما فريق طبي متكامل يقوم بالعمليه. لكن احنا بنتكلم على انه وزاره التعليم العالي لديها يعني لجنه تبعت هذه القوائم، بحيث انه دائما يكون في دفع باقصى عدد ممكن نقدر نعمله للانتهاء من القوائم دي في اقرب. طيب هل عندنا سقف معين يا سياده السفير لقبول عدد المرضى؟ يعني زي ما حضرتك ذكرت طبعا هذه الارقام يعني متحركه، فهل لو لقينا بكرة الأسبوع الجاي الشهر الجاي أرقام أكتر، ناس أكتر متقدمة وتحتاج للعمليات الجراحية العاجلة، هل عندنا سقف معين لقبول أعداد أم أنه العملية مفتوحة لكل من يحتاج فعليا لإجراء الجراحة الآن؟ لا، هو طبعا احنا كان في الفترة اللي فاتت كان في ناس كثيرة جدا كانت محطوطة على قوائم العلاج عن نفقة الدولة، ويمكن كان في يعني قبل هذا التكليف يمكن كان في يعني اسلوب معين في معالجة الموضوع، اسلوب ورقي، ولكن احنا قلنا انه من خلال اول فترة التكليف الحقيقة كان في اسلوب مختلف بحيث ان يتم تسجيل المرضى الكتروني، ممكن حتى يعني يدي اسمه بياناته عن طريق التليفون. طبعا الموافقه على نفقه الدوله بتبقى موافقه يعني بتقطع على عده اجراءات، ولكن اللي بيتم الموافقه عليه وبيحصل على هذه الموافقه انه يجرى له العمليه على نفقه الدوله، هو ده اللي بيدخل في نهايه الامر الى القائمه اللي احنا ابتدينا نصرع فيها بحيث ننتهي. هو الرئيس يا معالي السفير مد القرار 3 سنين، مظبوط الكلام ده؟ هو محطوط الفترة ديت للانتهاء من القوائم. احنا طبعا بنأمل ان احنا يعني نستطيع ان ننتهي من قوائم الانتظار في اقرب وقت. احنا الفترة ديت يعني ممكن ده الحد الاقصى، ولكن احنا بنقول ان في جهد متصل، وهذا الجهد بيهدف الى انه ننتهي من هذه القوائم قبل كده ان شاء الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر معالي السفير اشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. خلينا برضو في موضوع الصحة لان عندنا خبر كمان مهم جدا، واحنا الحقيقه طول الوقت بنشيد جدا بما فعلته الدوله المصريه مع ملف فيروس سي، واحنا عارفين انه في اوقات في زمن في وقت معين في سنوات معينه احنا كنا في تصاعد مستمر ومرعب الحقيقه للاصابات بفيروس سي. ومش بس كده، كان اللي بيجي له فيروس سي بيعمل التحليل وبيلاقيه عنده فيروس سي كان بيحس انه خلاص نهايه الدنيا، لانه حتى الادويه ما كانتش متوفره قوي، الانترفيرون كان عامل مشاكل ويعني اعراض جانبيه عند ناس كتير جدا، في ناس ما قدرتش تستحمله، فالدنيا كان فيها لخبطه. الحمد لله رب العالمين انه النهارده مصر، وده كلام حقيقي على فكره ويعني موجود حتى في ابحاث طبيه على الانترنت ممكن ندور ونلاقيها، انه مصر النهارده بقت متاخده كنموذج عشان يتبصله في التعامل في السنه ونص سنتين اللي فاتوا دول مع فيروس سي، وازاي انه الحمد لله اعداد الاصابات بتقل وبقينا بنحجم وبنشتغل على ما يعرف بالمسح للمسح القومي لفيروس سي. الدكتور وحيد دوس كان ليه تصريحات صحفيه مهمه جدا الحقيقه كان لازم نتوقف عندها، قال ان في تعاون وثيق ما بين صندوق تحيا مصر ووزاره الصحه عشان نوفر جزء كبير من الادويه اللي المسح القومي للكشف عن الفيروسات الكبديه بيتطلبها، وانه تم مراجعه التعاقدات الخاصه بتوريد ادويه فيروس سي مع الشركات. والنقطة اللي لفتت نظري جدا انه في ما يقرب من 18 شركة وطنية تقوم بتوريد أدوية فيروس سي. خلونا ناخد هاتفيا الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات بوزارة الصحة والسكان. اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور وحيد. الو، اهلا بيك يا دكتور. دكتور وحيد حضرتك معايا على الهواء يا فندم. دكتور وحيد، طيب ممكن يا شباب نحاول نتصل بيه مره تانية، انا هخلي الخبر كده على جنب لغايه ما نحاول. نعم،
لغايه لما يجي لنا الاتصال لو سمحتوا. كان في ازمه كده كانت حاصله ودي مهمه، واتمنى يا شباب يكون معانا اتصال لتوضيح ازمه شركه جاز الاسبانيه. الحقيقه انه وزاره البترول اصدق، طيب خلينا ارجع بس للدكتور وحيد دوس رئيس اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات. يا اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، مساء الخير. تجربه يعني التعامل مع فيروس سي في مصر هي تجربه فعلا محترمه جدا، ويعني اصبحنا بنضرب مثل دلوقتي يحتذى به بعد ما كان عندنا ما يعرف به ظاهره مرعبه لتفشي هذا المرض. طبعا عايز اتكلم مع حضرتك عن الوضع الحالي دلوقتي وعن المسح القومي لفيروس سي، وقد ايه مأمنين معانا الادويه اللي احنا محتاجينها، والمسح القومي ده خطواته والياته ايه بالظبط يا فندم؟ واحنا عارفين طبعا ان في حوالي 5 مليون مصري عنده فيروس سي تقريبا من احصائيات قديمه اتعملت من كام سنه، واحنا في اخر 4 سنوات عالجنا تقريبا 2 مليون مريض مصري. لا انا بعتذر دكتور وحيد، معلش الصوت فيه مشكله عند حضرتك، معلش هنحاول اتصل بحضرتك مره تانية لان الصوت فيه مشكله. خليني بس اخد الاول بيان وزاره البترول لان ده موضوع مهم جدا كمان. كان في مشكله انه كان في حكم كان صادر من هيئه التحكيم التابعه للمركز الدولي لتسويه منازعات الاستثمار في دعوه تحكيميه كانت مقامه من شركه يونيون جاز الاسبانيه ضد جمهوريه مصر العربيه. حين الوزارة قالت في هذا البيان، البيان الرسمي أمس لسه طالع امبارح الأربع، أنه صدر مؤخرا حكم من هيئة تحكيم تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بأغلبية الآراء بإلزام الدولة المصرية بتعويض شركة يونيون جاز الأسبانية بمبلغ وقدره 2 مليار و13 مليون و71 ألف دولار أمريكي. الوزارة قالت كمان في توضيحها انه ايه خلفيه النزاع ده، الحقيقه هي متكلمه عنه، انه خلفيه النزاع بترجع الى قيام الشركه دي شركه يونيون جاز الاسبانيه من 4 سنين بالظبط رفعت دعوه تحكيميه ضد الدوله المصريه، وطلبت في الدعوه دي ان يتم الزامها بتعويض يقارب 4 مليار دولار، بزعم او هكذا تقدمت الشركه انذاك انه في اخفاق من شركه ايجاز المصريه المملوكه للدوله المصريه في انها تورد لها كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئه المصريه العامه للبترول وبين شركه ايجاز وشركه يونيون في الكلام ده كان سنه 2000، وبيلزم ايجاز ببيع كميه من الغاز لشركه يونيون جاز وده اعتبارا من تشغيل المصنع في يناير 2005 عقب ثورة يناير 2011، وده برضو جاي في توضيح الوزارة وما أعقبها من أزمات، الأمر الذي أدى لانخفاض كميات الغاز الموردة إلى أن توقف التوريد في ديسمبر 2012 حتى تاريخه، وده كان نظرا لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تماما عن إرادة شركة إيجاز. وقالت كمان أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظا على حقوق الدولة المصرية وتحقيقا للصالح العام. الحقيقة ما عندناش تعليق نقوله لأنه هكذا كان الرد الرسمي من وزارة البترول. أنا بعتقد أنه يعني مع طبعا التعامل مع فكرة هذا الحكم الذي صدر من هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، أنا بعتقد أنه حيكون في كمان يعني مزيد من التوضيح أو التحقيقات داخليا هنا، انه احنا عارفين ان بعد ثوره يناير سنتين ثلاثه بعد ثوره يناير احنا تقريبا كل حاجه وقفت عندنا، يعني الخدمات العامه، الغاز، الكهرباء اللي كانت بتقطع كل 5 دقائق، كل حاجه عندنا للاسف اتعطلت، وبالتالي ده كان في جزء من الضرر على هذه الاتفاقيه، وما قدرتش مصر في هذا الوقت ان تؤمن هذه الكميات من الغاز المنصوص عليها في العقد. خلونا نرجع للدكتور وحيد دوس رئيس اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات. يا دكتور وحيد اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك، الصوت كده احسن شويه. الصوت كده احسن شويه يا فندم، اشكرك. كنت بسال اهلا بيك، كنت بسال حضرتك على المسح القومي اجراءاته ايه يا فندم، ماشيين فيه قد ايه، والى اي مدى احنا مأمنين الادويه اللي احنا محتاجينها لاجراء المسح القومي. احنا طبعا تنفيذ المبادره السيد الرئيس من اجل القضاء على فيروس سي في مصر خلال سنوات معدوده. المبادره دي تشمل فحص، نامل في فحص كل مواطن مصري فوق سن 18. ونتوقع او نامل ان احنا نفحص حوالي 50 مليون مواطن مصري، ولذلك تم اختيار الاتي: اولا هنحلل، هنعمل مراكز في القرى
الوحدات الصحيه للكوره ان احنا نحلل للمواطنين بتحليل اسمه رابيد تيست. الرابيد تيست عباره عن شكه في الصباع زي عين السكر العشوائيه ولا تشمل عين الدم، وتدي نتيجه ايجابيه او سلبيه في الحال خمس دقائق. ده احدث طريقه للفحص في العالم كله، دي معتمده من هيئه الصحه العالميه. ده هتبدا ان شاء الله في 9 محافظات من اول اكتوبر القادم ان شاء الله، واتباعا هيبقى في محافظات اخرى مرحله ثانيه من اول شهر 12 ومرحله ثالثه من شهر 3. المرحله الثالثه من شهر 3 السنه الجايه 2019 2019 ان شاء الله. الهدف من هذا المسح ان احنا نكتشف المرضى اللي عندهم فيروس سي اللي هم لا يعلموا انهم مصابين بهذا المرض. ونتوقع ان في حوالي 5 مليون مصري عنده فيروس سي، تم علاج حوالي 2 مليون منهم في اخر 4 سنوات، فنامل او نتوقع ان نكتشف حوالي 3 مليون مريض مصري خاصه الحمله دي المسح ده عشان نعالجهم فيروس سي. طبعا علاج فيروس سي حاليا بقى سهل جدا، غير مكلف تماما بالنسبه للحكومه المصريه. المريض الواحد بيكلفنا حوالي 800 جنيه كعلاج شامل، بنسبه الشفاء حوالي 96%. تكلفه العلاج في امريكا كام يا فندم؟ انا بسمع انها اضعاف الرقم هنا. حوالي 70 80 الف دولار. يعني السعر في مصر 70 80 الف دولار للمريض الواحد في امريكا عشان يتعالج من فيروس سي؟ الواحد فندم بالظبط. احنا السعر عندنا حوالي 800 الى 1000 جنيه. يعني احنا سعر العلاج في مصر تقريبا 1 على 1000 من سعر في امريكا. ده اتحقق بفضل طبعا دعم الحكومه لشركات الادويه المحليه. صحيح. يعني زي ما حضرتك اشرتي عندنا حوالي 20 شركه محليه بتنتج ادويه فيروس سي على اعلى مستوى بنفس كفاءه الادويه المستورده. وطبعا الشركات دي بتتنافس مع بعض في السعر. وبالفعل احنا بنعمل هي شركات محليه يا فندم ولا مالتي ناشونال؟ لا محليه، كلها محليه، 20 شركه محليه. مش مالتي ناشونال يعني؟ طبعا. وانا اشهد يا فندم ان نفس كفاءه الدواء المحلي نفس كفاءه الدواء الاجنبي. نسبه الشفاء تصل الى 96%. احنا بقى نعمل بقى ان الاعلام يساعدنا ان احنا نحفز المواطنين ان هم يتوجهوا لمراكز الفحص. وهيبقى في ويب سايت وهيبقى في اعلانات، حمله اعلاميه كبيره جدا هتبدا يوم 21/9 ان احنا نحفز المواطنين عن طريق الاعلام المرئي والجرايد واعلانات الشوارع وغيرها، وعن طريق نبعت للمواطنين اس ام اس عشان ان احنا نحفز المواطنين انهم يحللوا. التحليل سهل جدا، لا يكلف المواطن اي شيء، واللي يطلع ان هو مصاب بفيروس سي هنحوله لمراكز متخصصه للعلاج. في ناس يا دكتور يقول لك انا شاكك ان انا ممكن يبقى عندي فيروس سي بس انا مش هروح احلل، انا خايف مش عايز اعرف، خليني عايش كده. مش عايزين القصه دي معلش، عايزين الناس كلها تتشجع، عايزين نطمنه زي ما حضرتك قلت كده. يعني روح وحلل وما تقلقش، الموضوع اختلف جدا عن زمان. والموضوع ده محدش بشارتي كان زمان علاج الانتفلون وعلاج صعب جدا وعلاج مش بيجي نتيجه كويسه، حاليا مفيش اي مشكله. ده المريض اللي حاليا بياخد علاج فيروس سي ما بيحسش انه بياخد اي علاج، بيجي حتى يعدي علينا يقول لا هو انا باخد اي دواء، نقول له انت بتاخد دواء بدون اثار جانبيه. فاذا الدواء فعال جدا ملوش اثار جانبيه، نسبه الشفاء عاليه جدا، بيتاخد على نفس الدوله. فانا بجد بدعو المواطنين ان هم ما يخافوش من فيروس سي زي زمان، واللي يحلل واللي يطلع عنده فيروس سي نعالجه ونخففه من هذا المرض ان شاء الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور وحيد دوس رئيس اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات بوزاره الصحه والسكان، حقيقي عملوا شغل هايل، والدوله حقيقي في ملف فيروس سي ده بجد شابوه. عايزين بقى شابوه تاني في تطبيق القرارات وتطبيق القوانين، يعني عايزين نطلع نقول مليون شابوه ان احنا طلعنا قرار او طلعنا قانون وبنطبقه. من كام يوم كده احنا كلنا فرحنا انه بقى في قرار دلوقتي انه حظر سير النقل الثقيل على الدائري من 6 الصبح ل 12 الظهر، وان ده هيبدا من 15 سبتمبر. عربيات النقل الثقيل اللي تزيد حمولتها عن 5 طن او اكتر في الطريق الدائري حول القاهره الكبرى مش هيكون مسموح لها تمشي زي ما قلنا من 6 الصبح لغايه 12 الظهر اعتبار من يوم 15 سبتمبر، وانه القرار تم نشره في الجريده الرسميه امس الاربعاء وهيطبق على كل من قاد مركبه بمخالفه لهذا القرار وما الى ذلك. انا ليه بقى قلت الكلمه الاول بتاعه انه عايزين نقول شابوه على تطبيق القرار او تطبيق القانون؟ لانه موضوع منع سير النقل ده مش جديد على فكره، احنا اوريدي يعني هو بالفعل في قرار منع سير النقل بقاله سنتين، ولو تفتكروا حضراتكم من حوالي سنتين كان في حادثه كبيره جدا وراح فيها ناس كتيره جدا على الدائري وطلعنا كلنا في الاعلام واتكلمنا عليها، وكانت حادثه بسبب عربيه النقل. وبالتالي بس التطبيق ده اللي عايزين نطمئن، يعني
عارف حضرتك لما تطلع تبقى ماشي مثلا من 6 الصبح ل 12 الظهر وتلاقي عربيه نقل تقيل، انت بتزعل، بتقول طب يعني بنطلع قرارات ليه عشان ما تتطبقش. خلونا ناخد هاتفيا معالي سياده النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنه النقل والمواصلات بالبرلمان. اهلا بحضرتك يا سياده النائب. اهلا بسيادتك واهلا بالاستاذ المشاهدين. انا يا فندم ما اعرفش ده كان قانون ولا قرار، بس انا فاكره كويس من سنتين كان في حوادث كذا حادثه ورا بعض على الدائري تحديدا، وبعدها يعني انفعلنا قوي كلنا، وفاكره ان الحكومه طلعت قرارات في ذلك الوقت وقالت ممنوع سير النقل الثقيل في اوقات معينه، ومع ذلك يا فندم كل يوم كنا بنمشي ولغايه دلوقتي بنلاقي النقل ماشي في المواعيد دي، فنعمل ازاي؟ دي حقيقه، لان ما كانش فيه، بس نتفق الاول ان احنا ما كانش عندنا الطرق البديله، انما الحمد لله دلوقتي بقى عندنا 7000 كيلو طرق جديده مربوطه ببعضها، يعني ضعف كميه الطرق اللي موجوده في مصر، يعني حاليا نستطيع ان احنا ننظم العمل المروري زي القرار اللي طلع في عدم مرور مركبات النقل الثقيل ده، لان طبعا انت عارفه حاجتين بيحصلوا يوميا هي الحوادث المتكرره زائد التفتت المروري الغير عادي اللي احنا هذا القرار لما يتم تنفيذه والرقابة عليه بتنفيذه هنستفيد منه ان احنا حققنا نسبة امان للمواطن في تقليل نسبة الحوادث، نمرة اثنين حققنا السيولة المرورية اللي ممكن تقلل معانا الوقت والجهد والجاز والبنزين اللي احنا بنستخدمه او بنستهلكه يوميا. فالقصة كلها محتاجة ان وزارة النقل بالتعاون مع الداخلية هي تفعيل القرار وتنفيذه بالفعل على الارض. طيب حضرتك اشرح لي كده يا فندم بقى لو سمحت دور وزارة النقل، احنا دلوقتي عايزين نتكلم جد، عايزين نعرف دور وزارة النقل ايه عشان القرار ده يتطبق، ودور وزارة الداخلية ايه؟ هي وزارة الداخلية طبعا المنع والرقابة اللي على الطرق ده دور وزارة الداخلية، دور وزارة الداخلية. دور وزارة النقل هي الارشادات والتعليمات، ماشي، لان هذه الطرق لا تستخدم الا كذا وكذا وكذا وكذا. طيب سؤال يا سيادة النائب، سؤال تاني معلش، لأن الموضوع ده طبعا مهم جدا وكلنا بنتكلم عليه. سؤال تاني دلوقتي، هو ده قرار مش قانون، فممكن حد هنا يقول لك طالما قرار مش هيبقى يعني فعال قوي زي لو كان قانون. لا لا، قصة مش قصة قانون، القانون ده بينظم عمل يعني أكتر من الـ 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 يعني إيه عملية المرور كلها زي قانون المرور الجديد وخلافه. إن أنا عملية التنظيم على الطرق دي خاصة بضمان سلامة الطرق والحوادث بتخص وزارة النقل ووزارة الداخلية، وهذا القرار صدر من يعني تفعيله مروريا وفقا لآليات القانون اللي موجود بقى، العقوبات اللي موجودة اللي بقانون المرور واللي لدى وزارة الداخلية يتم تطبيقها على المخالف لهذا القرار. طيب قانون المرور، بس السؤال معلش هنا يا فندم الاول، هو القرار بحظر سير النقل الثقيل على الدائري من 6 الصبح ل 12 الظهر؟ سيره من 6 الصبح ل 12 الظهر. 12 الظهر يا فندم، 12 الظهر يا شباب. وبعدين احنا عايزين بقى ايه؟ احنا بنطالب ان هو يستبدل الطريق بطريق دائري بالطريق الاقليمي، لان احنا بقى عندنا بدايل، احنا نستفيد بالطرق السريعه الجديده استخدامها للنقل اكثر. طيب. على اساس ان احنا نيسر السيوله المروريه داخل القاهره. يعني القرار ده جاي في توقيت دلوقتي لانه النقل عامل شغل، موسع طرق، عامل كباري جديده، خلاص حته ان احنا كلنا نبقى مزنوقين في منطقه محدده فالنقل مضطر يعدي منها دي مش موجوده دلوقتي. طيب ودي ده بيترتب عليها ان انت وقت زائد استهلاك الجاز والبنزين. طيب سؤال اخير معلش يا سياده النائب، قانون المرور الجديد اللي لسه عندكم في البرلمان اخباره ايه؟ لسه لم يصدر بعض، يعني سيتم مناقشته في دور الانعقاد الرابع ان شاء الله. طيب ما فيش اي بوادر ليه لسه؟ ما فيش اي كده؟ لا، هو كان في مناقشات بتتم في لجنه الدفاع والامن القومي، وما زال يعني اعتقد ان في جلسات كانت خاصه دي في الفتره الاخيره. طيب ان شاء الله قريبا لما تبداوا كده وترجعوا تناقشوه نبقى نقدمه برضه ونناقشه ان شاء الله في مساء قادرين معانا. شكرا حضرتك سيادة النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. خبر من الأخبار اللي للأسف إنها تكررت كثيرا، ولكن دايما أقول إنه
حتى مع تكرارها مش المفروض ان احنا نعتاد ان نسمع هذه الاخبار، وعلينا ان نشعر بالغضب والغيره والحزن الحقيقه لما وصلنا اليه. في مجموعات من المستوطنين الاسرائيليين جددت مره ثانيه اقتحاماتها اللي هي طبعا طول الوقت استفزازيه، النهارده الصبح الخميس للمسجد الاقصى، دخلوا من جهه باب المغاربه بحراسات مشدده جدا، وطبعا كلها يعني تعزيز من قوات الاحتلال الخاصه، وقعدت تعمل زي جولات استعراضيه حوالين المنطقه دي كلها، ودي طبعا خطوه استفزازيه جدا ومنتهى الانتهاك لحرمه وقدسيه المكان. وواحد من المستوطنين راح مقطع القميص اللي هو لابسه وطلع عاري وهو بيؤدي صلوات وشعائر تلموديه في المسجد الاقصى المبارك. يعني هذه المشاهد طبعا اصل هي الفكره ان انت عمال بتزود استفزازك للفلسطينيين بالطريقه دي، فهم بيجوا يعني شعب الحجاره واطفال الحجاره، فبيجوا يردوا على الاستفزازات دي، فبتروح انت داخل عليهم بالنار والقصف ومزيد من الحظر. فيعني طبعا منظمات الهيكل المزعوم كانت طبعا موجهه دعوات قبل كده ونداءات، السوشيال ميديا بقى عماله بتحشد جامد جدا انها المستوطنين كلهم يشاركوا في اقتحامات المسجد الاقصى المبارك تزامنا مع عيد مناسبات يهوديه، كذا مناسبه يهوديه الشهر ده عندهم هناك. عايزه اروح ل كامبريدج اناليتيكا. كامبريدج اناليتيكا دي يعني فضيحه او ازمه كبيره جدا لفيسبوك. العنوان اللي احنا يعني بيقولوا انه في 25% من الامريكيين حذفوا الفيسبوك ابلكيشن من على الموبايل بتاعهم. ليه؟ بعد فضيحه تسريب بيانات. الخبر بيقول انه في انه فضيحه كامبريدج اناليتيكا اثارت ازمه كبيره لفيسبوك واثرت على علاقه المستخدمين بالموقع. وفي دراسه جديده في مركز من مراكز الابحاث يعني كان عامل زي سيرفي للمستخدمين او يعني استقصاء للمستخدمين عشان يشوفوا هم قد ايه اكتف على فيسبوك. ده الاستقصاء اللي عملوه، بيشوفوا بيقيسوا قد ايه الناس كانوا اكتف على مدار المدة الزمنية بتاعت الاستقصاء ده، كانت 12 شهر اللي فاتت دي على طول. لقوا ان جزء كبير جدا من المستخدمين عملوا بريك، يا اما عملوا دي اكتيفيشن طلعوا خالص من فيسبوك وقفلوا لغوا الاكاونت. وبحسب المقال انه في 26% حذفوا التطبيق بالكامل، شالوا الابليكيشن اصلا من على الموبايلز عندهم. وفي دراسة برضو كان فيها استطلاع للباحثين انه 4559 من البالغين الامريكيين في الفترة لما بين 29 مايو و 11 يونيو عملوا أيضا يعني طلعوا من الفيسبوك. تسريب البيانات دي طبعا كانت عاملة يعني أثارت تدقيق مكثف عن كيفية إدارة فيسبوك، وطبعا عمالقة السيليكون فالي اللي هم فكرة تأمين بيانات المستخدمين الشخصية. وإحنا فاكرين طبعا أنه مؤسس فيسبوك كان قاعد قدام الرئيس اللي هو ده الرئيس التنفيذي لفيسبوك، كان قاعد قصاد الكونجرس بيناقش القضيه دي، وكانوا بيناقشوه او كان في اتهامات موجهه ليه انه ازاي الناس ما تبقاش الاكونتس او الحسابات بتاعتها سيف على فيسبوك، ازاي البرايفسي او الخصوصيه تكون منتهكه على البيانات. ف 25% من الامريكيين شالوا اصلا فيسبوك ابلكيشن من عندهم. تعالوا بقى نتكلم على حاجة لطيفة كده وجميلة الحقيقة. كلارا ميلاد. كلارا ميلاد بنوتة مصرية اسكندرانية أسست كده مبادرة اسمها شرطية مصرية. وكلارا الحقيقة وهنشوف صورتها دلوقتي حالا، كلارا بتتكلم دايما وتقول أنا حلمي أن أنا أدخل كلية الشرطة من وأنا عندي 15 سنة، وأنه في بنات كتير حلمها برضو تنضم لكلية الشرطة. وكان في قصة أنه والدها كان اتسرق، يعني في اتنين حراميه كانوا طلعوا مره عليه وهو طالع من البنك واخدوا منه الفلوس اللي كانت معاه. فهي اليوم ده الحقيقه اتحفزت جدا وقالت انه لا انا عايزه اساعد، انا عايزه ادعم والدي، انا عايزه ابقى بساعد في المجتمع كمان بصفه عامه. خلونا ناخد هاتفيا كلارا ميلاد. ازيك يا كلارا؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور، عامله ايه؟ الحمد لله بخير. قولي لي يا كلارا، انت عايزه تدخلي، انت عندك كام سنه الاول؟ انا حاليا ماشيه في 18 سنه. ماشيه في 18 سنه، انت بتدرسي ايه دلوقتي؟ انا في ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي، نفسك تدخلي كليه ايه؟
نفسي ادخل كليه شرطه، لان طبعا انا في حياتي عامه ما بحبش المهن التقليديه، زائد ان انا شايفه ان ضابط الشرطه ليه دور كبير قوي في المجتمع. انا حابه ان انا اخدم وطني في اطار الحمايه المدنيه، فعشان كده اسست حمله شرطيه مصريه وهي هدفها فتح باب الالتحاق للفتيات بكليه الشرطه من بعد اتمام شهاده الثانوي العام. لان احنا طبعا عارفين ان البنت عشان تدخل كليه الشرطه لازم تخلص ثانوي، بعد الثانوي بتدخل كليه، وبعد الكليه لو نزل التخصص بتاع اكاديميه الشرطه طالب التخصص بتاعها بتقدم، لو مش طالب التخصص بتاعها بتستنى. لو فضلت تستنى نظرا لان كل سنه التخصصات بتنزل قليله جدا وبتبقى مقتصره فقط في الشؤون الاداريه، فلو فضلت تستنى والتخصص بتاعها ما اتطلبش وسنها عدى 28 سنه للاسف ما ينفعش ان هي تقدم في كليه الشرطه. فمن هنا جت فكرة المبادرة، وهو المساواة بين الفرص المتاحة للإناث والفرص المتاحة للذكور بكلية الشرطة من بعد إتمام شهادة الثانوي العام. طبعا أنا الدستور المصري فيه مواد بتنص على أن الدولة بتكفل حق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وكمان عندنا في الدستور مادة رقم 9 هي بتنص على أن المواطنين كلهم سواسية، وكمان الفيصل بين المواطنين وبعضهم مش الجنس إن كنت أنا ولد أو كنت أنا بنت، لا هو الفيصل بيني وبين المواطنين هو نسبة الكفاءة. المفروض الدولة عندها نقطة أن الفيصل بينها وبين أي الرجل والمرأة عامة في المجال الشرطي هو نسبة الكفاءة، ولكن مقتصرين إحنا فقط في قسم الضباط المتخصصين وكمان شؤون إدارية، ما لناش أي مهام تاني. سارة كلارا، أنت بجد 18 سنة؟ أنا 18 سنة. لا ما شاء الله عليك، أنت قارية الدستور كمان. دستور، وطبعا الموضوع انا كمان درساه من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الدينيه طبقا لان الدوله بتطبق الشريعه الاسلاميه. صحيح. لان طبعا عندنا نماذج من النساء اللي كانوا على مدار السنين وايام الغزوات والرسول الكريم والخلفاء الراشدين كانوا ليهم دور قوي وحاد موجود في الغزوات. طبعا عندنا طبعا سيده زي السيده عكرشه بنت الاطروش وخوله بنت الازهر، وعندنا السيده ام عماره الانصاريه، دي الرسول الكريم قال عنها في البخاري ان ما التفت يمينا او شمالا حتى اراها تقاتل دوني. فنساء على مدار العصور ليهم دور قوي في القتال، في حين ان كمان حملتي انا بتتكلم عن الحمايه المدنيه ان البنت طيب. تكون موجوده. يعني انت نفسك او اللي بتطلبيه انه يعني الدوله تنظر بعين الاعتبار انه في فتيات متحمسات جدا للالتحاق بكليه الشرطه، وفكرة القيود دي إن هي لازم تخلص كلية تانية الأول وبعدين لو أكاديمية الشرطة طلبت تخصصها ممكن تاخدها. فرصتها ضئيلة طبعا جدا. وإن الفرصة هنا بتبقى ضئيلة. على عيني. بس أنت عارفة، أنت عارفة كلارا الشرطة برضو غير العلوم العسكرية طبعا المهمة جدا اللي بيدرسوها، كمان في نواحي نفسية طبعاً. وفي رياضة وفي رياضي ونفسي، وعندي طبي وعندي استماد طبعا. كل الموضوع صعب يا كلارا، الموضوع صعب جدا. أنا هقول لحضرتك على حاجة، إحنا كده كده عندنا شرطة نسائية في مصر، بس فكرة الحملة إن إحنا هنكثفوه عددهم هيكون موجودين بكثافة أكتر وهنوسعوا مهامتهم في إطار الحماية المدنية. أنا ما بقولش البنت تمسك سلاح وتطلع تحارب، أنا بتكلم إن البنت تكون بتخدم الوطن طيب. داخل الدولة في المرور في التحرير. بس أنا عايزة أتناقش معاكي معلش يا كلارا في حاجة سريعا، إحنا أصلنا لفتت يعني أنت فكرتك بقصتك لفتتي نظرنا، لأنه أنا لاحظت إن في مؤخرا مطالبات كتير، كان في لسه منتدى الشباب قريب وفي بنوتة برضو أعتقد من إحدى محافظات الصعيد وطلعت قصاد الرئيس وقالت له بالظبط كده، وقالت له يا ريس أنا عايزة أدخل الجيش وعايزين نقدم والبنات عايزة تدخل الجيش. فأنا لفت نظري إنه في مؤخرا مطالبات كتير من بنات عايزين بجد يشتغلوا في يعني يدخلوا جيش أو شرطة. فعندي بس سؤال ليكي هنا، أنا لما قريت كويس اللي أنت كتبتيه، أنا بسأل أنا من حتة إنه كحماية مدنية وفكرة إنك تنزلي الشارع، أنت عارفة فكرة إنه القانون يجب أن يطبق بحذافيره، بمعنى أنه لو أنت مشتبهة في حد أنت ما ينفعش تاخديه تضربيه وتعذبيه، أنت دورك هنا أنك هتاخديه تسلميه للإسم أو تسلميه للضابط أو لأمين الشرطة والقانون ياخد مجراه بعد كده. فكرة المداهمات كمان مش سهلة وصعبة ومحتاجة تركيز، ربما فيها مجهود جسدي لا تستطيع الفتيات عليه، لا تستطيع يعني احتمال. طيب هقول لحضرتك دلوقتي احنا عندنا دور التأهيل ده دور الأكاديمية. احنا عندنا تجارب نسائية وشرطة نسائية في الدول الشقيقة العربية لينا زي الأردن والبحرين والإمارات، هناك نساء أثبتوا فعلا جدارتهم في المجالات العسكرية، وبسبب أنهم أثبتوا كفاءتهم دخلوهم كمان العمليات الخاصة ودخلوهم الجيش بسبب أنهم أثبتوا كفاءتهم في المجالات دي. أنا ما بقولش أن مثلا ياخدوا 1500 ضابط كل سنة زي ما بياخدوا مثلا للذكور، لكن بتكلم أن مثلا يبدأوا بحاجة تدريجية، يفتحوا من بعد الثانوي العام يبدأوا مثلا ياخدوا 50 بنت يدربوهم يأهلوهم يشوفوا الدنيا ماشية ازاي.
تمام ونفعنا وزي الفل خلاص كان بيع، لكن ما يتحكمش مثلا على البنات في حاجه هم ما دخلوش ما سبقش التجربه ليهم في حاجه، لما يتحكم علينا لما نجرب ونفشل، لكن احنا ما خدناش فرصتنا من اساسه. انا بشكرك يا كلارا، وانا كنت يعني كنا حريصين انك انت تقدمي صوتك لما قرينا المبادره اللي انت عاملاها، والولي يعني انا حسيت ان انا الحقيقه هتكلم مع بنوته مصريه متحمسه جدا، هي امنياتها بسيطه قوي، لكن طبعا في النهايه في قواعد وفي قوانين وبتبقى هناك يعني حاجه امور معينه بتحكم هذه المنظومه. بس زي ما بقول لحضراتكم والله بجد احنا اخر كام سنه بقى في مطالبات كبيره جدا من البنات، فكره الالتحاق بالجيش او الشرطه، وزي ما قلنا تاني دلوقتي فكره انه ما تحكمش على البنت ان هي لازم تخلص 4 سنين جامعه بعدين تستنى لو الاكاديميه الشرطه طلبت تخصصها او لا. يعني اتمنى لو ينفع ان يبقى في اعتبار لده، لان بنات مصر جدعان ورجاله جدا على فكره، رجاله يعني بالمعنى الحلو، يعني بنات مصر متحملين مسؤوليه جدا، وده بنشوفه في حاجات كتيره بقى في الجانب العملي في الشغل في الاهتمام بالاسره. فاعتقد انه لو حست كمان ان هي دورها بقى حمايه وطن، يعني دي اعتقد ان هي يعني نجار، ما اعرفش ينفع ولا لا، والله اتمنى يا ريت. موضوع البيئه اللي قلت لحضراتكم عليه في اول الحلقه، قعدنا 3-4 ايام قد كده بقى، يعني بوستس على فيسبوك وتويتس بنتكلم على تريقه انه يا ما شاء الله يا ما شاء الله احنا رقم واحد، احنا مصر الاعلى، القاهره الاعلى مدينه تلوثا في العالم. ده كان المفروض بيان اصدرته فوربس ووصفت فيه القاهره بالمدينه الاكثر تلوثا في العالم. والحقيقه انه ما فيش فتره طويله عدت بعد القرار ده، بس بعد ما احنا اخذناه او بعد البيان ده اخذنا البيان ده ويعني قعدنا عملنا له شير بقى، لما قلنا يا بس لقينا بعدها وزاره البيئه بترد على هذه الادعاءات وبتقول انه فيما يتعلق بما تم نشره بمجله فوربس من تقرير احتوى على بيانات عن مستوى تلوث العالم والضوضاء في القاهره، والاشاره الى ان القاهره تعتبر الاولى على مستوى العالم من حيث التلوث الهوائي والضوضائي، نود الاشاره الى انه مصدر البيانات الوارده بالمقاله غير محدد بشكل واضح. بمعنى هقول لحضراتكم بس هنا، لما تيجي حضرتك تكتب مقاله او ارتكل وتطلعها في بيان او تنشرها على الانترنت، في حاجه اسمها السورس او الريفرنس، مصدرك ايه؟ فوربس راحت مطلعه المقاله دي وكاتبه انه حكمت انه القاهره هي المدينه الاكثر تلوثا حول العالم، وما فيش مصدر موجود للخبر ده. يعني مصدرك مثلا منظمه الصحه العالميه، مصدرك مثلا منظمات البيئه العالميه، ايه مصدرك؟ ما فيش مصدر. فدي اول نقطه كتبتها وزاره البيئه الحقيقه، وكانت هايله في الرد ده. مع العلم ان اصدار مؤشرات جوده الهواء يتطلب اعمال رصد تتم على مدار العام بشكل وبمنهجيه علميه ذات مرجعيه، وهو ما لم يتم في جمهوريه مصر العربيه الا من خلال الشبكه القوميه لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعه لوزاره البيئه. وانه شرحت بقى بعد كده انه في محددات لجوده الهواء المحيط بتشمل منظمه الصحه العالميه الـ WHO 6 ملوثات، يعني حاجات تفاصيل بقى فنيه قوي، وبيتم من خلالها التقييم العام لجودة الهواء. وأنه التقرير أو المقال ده اللي نشرته فوربس ركز على أحد هذه المحددات الستة فقط دون الإشارة إلى الوضع البيئي للمحددات الخمسة الأخرى في القاهرة. وأنه طبعا بمراجعة البيانات تتبين أنه في تناقض مع ما هو متاح، خاصة بالنسبة للجسيمات الصلبة. يعني في تفاصيل بقى فنية، هي رد الحقيقة بشكل تكنيكال أو فني جدا الوزارة، فمتكلمة البيان طويل طبعا جدا. ولكن في النهاية إذا اللي همنا أنه إذا وزارة البيئة تكذب وترد على ادعاءات فوربس عن تصدر القاهرة قائمة أكثر مدن العالم تلوثا بالوقائع العلمية، وفكرة كمان زي ما قلنا أنه مفيش مصدر للبيانات أو المعلومات اللي جابتها أو اللي استندت عليها فوربس لإصدار هذا التقرير. تعالوا نشوف مع بعض بقى بمناسبة الكلام على التقارير، بس ده تقرير مساء دريم، كل سنة وحضراتكم طيبين. المدارس السيزن بتاع باك تو سكول، العودة للمدارس، الحقيقة أنا مستمتعة جدا جدا بتعليقات أولياء الأمور اللي بيكلموا على السبلايز. فدلوقتي كله بيقول لك هي احنا أولادنا رايحين مدرسة كي جي 1 وكي جي 2 ابتدائي واعدادي، ولا رايحين يعملوا دكتوراه؟ يعني هي دي الفكره، انه كميه الحاجات اللي مطلوبه منهم مش طبيعيه. في حاجات اساسيه، الشنطه، المقلمه، الكشاكيل، الحاجات دي اساسيه طبعا، اليونيفورم، الحاجات دي اساسيه، لكن
في مدارس بعت لستة الحقيقة عبارة عن حوالي 980 طلب مثلا من أولياء الأمور. فيعني زميلنا عبد الله منتصر الحقيقة حب يرصد لنا استعدادات بعض أولياء الأمور، عمل جولة في الفجالة، في أعداد كبيرة جدا من الناس بتنزل هناك بتستعد للعام الدراسي الجديد، بتشتري الكتب الخارجية، بتشتري الأدوات المدرسية. في الحقيقة منهم ناس جميلة قوي اتكلمت على فكرة الصبر وفكرة انه يعني معلش ما احنا مضطرين، وانه انت اي حاجة ممكن تعملها عشان ابنك يتعلم وتشوفه بإذن الله بيتعلم احسن. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلنا عبد الله منتصر عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد. ازاي بتستعد للعام الدراسي؟ ان شاء الله بنستعد للعام الدراسي، طبعا بنحاول نوفر المصروف في البيت عشان خاطر نظبط امور المدرسه وكده. يعني شايف معاك كده مجموعه كشاكيل وكراريس. والله بعض الحاجات هنا بتنزلش عندنا الصعيد، في بعض تشكيلات كراسات الرسم وكراسات، وفي بعض ملخصات برضه نصب من عندنا، فبنيجي نكملها من هنا. يعني اولا انا ولي امر ومدرس ثانوي، فنزل اشتري لاولادي واللي هي كمان مستلزمات المدارس. ايه اهم المستلزمات اللي حضرتك بتبدا بيها؟ الاقلام والكشاكيل والادوات اللي هو كل طالب هيستخدمها في كل مرحله، زي الاله الحاسبه وزي الادوات الهندسيه وخلافه. يعني انا بحب استعد نفسيا قبل العام الدراسي، بحب اهيئ نفسي للمذاكره والجو الدراسه عشان اقدر استمر لحد اخر السنه بنفس الريتم. لو حابب توجه رساله لزملائك من الطلبه والطالبات تقول لهم ايه؟ احب اوجه لهم انهم يركزوا لاقصى درجه في المواد الدراسيه اللي هم بياخدوها، ويركزوا في قراراتهم بس عامه في الجامعه او في الحاجات اللي هم هيدرسوها بعد كده، عشان دي هتبقى اللي هتحدد لهم حياتهم عامه. ركز الاول، نشوف نسال على الكشاكيل، الكراريس، الاقلام، الحاجات المهمه الاساسيات الاول. وبالنسبه للكتب؟ والكتب برضو نشوف ان السعر المناسب لينا ناخده. انت كده خلاص جبت كل حاجه؟ لا لسه في حاجات كتير ناقصه. بعد كل اللي انت شايله ده؟ طبعا طبعا لسه في حاجات كتير ناقصه. لو في رساله حابب توجهها لاولياء الامور بمناسبه بدء العام الدراسي الجديد تقول لهم ايه؟ والله ربنا يكون عونهم اولياء الامور. طبعا ثالثه ثانوي تعتبر من اهم السنين في حياه الطلاب المصريين، لذلك يجب على الطالب قبل ما هو يخش المرحله دي ان هو يكون مستعد، زي ما يكون ما هو مستعد علميا يكون مستعد نفسيا. ازاي؟ يعني مثلا تلاقي الطلبه قبل ما يبتدوا مشوار الثانويه العامه، لان هو فعلا مشوار يمكن يكون يعني حرب الثانويه العامه، تمام، تلاقيهم لازم فعلا يكونوا مستعدين نفسيا، يعني يتفسحوا كده ويطلعوا الطاقات اللي جواهم. لو في رساله حابب توجهها لاولياء الامور تقول لهم ايه؟ هقول لهم ربنا يكون في عونكم. واللي بالنسبه للتلاميذ والطلبه؟ التلميذ عليه يعمل كل ما في جهده وفي قدرته على ان يؤدي دوره في يعني يؤدي دوره لدى ولي امره. اتمنى كل طالب ياخد السنه بجديه، ما ياخدش تهريج، لان الهم تجري، واتمنى التوفيق لكل اولادنا. رسالتي للطلبه والطالبات والاولاد ان هم يقدروا ان والده ووالدته واهله خاصه يهمهم ان هو ينجح ويبقى كويس عشان يبقى مستقبله كويس ويقدر يكون انسان ناجح في المجتمع ونافع في المجتمع. يستعدوا دراستهم وربنا يوفقهم يا رب، ويكونوا في احسن حاله ويجتهدوا كده، عشان احنا بنتعب برضو معاهم في المصاريف وشقيانين معاهم برضو. المجتمع المدني لما طول الوقت بنقول ان عليه دور مهم جدا في كل مناحي ومجالات الحياه، بنبقى عايزين نشوف ده على ارض الواقع، ما يبقاش كلامه بس. الحقيقه انه في مبادره هايله اتعملت في مركز الاورام في المنصوره، الاطفال المصابين بالسرطان لعلاجهم مجانا. في فريق هناك اتبنى المشروع ده وراح في رمضان، الكلام ده كان بدأ من رمضان 2017، وقرروا انه لان هو مبنى مركز المنصوره للاورام ده كذا دور، ادوار كتيره جدا، قرروا انه الدور السابع ده يتبني ويتجهز تماما بناء على يعني الموافقات اللي خلصت والتصاريح والحاجات كلها، حتى يتم علاج الاطفال المصابين بالسرطان مجانا.
لما تشوف الصورة الحلوة ولما تشوف ازاي مراعيين انه حتى الديكور والرسم على الحيطان والتعامل مع الأطفال ده من بره، بص الرسومات، في فنانين وفي ناس وهتشوفوهم في التقرير زي الفنانة الجميلة دي جم ورسموا، رسموا على الجدار علشان الطفل حتى وهو جاي يدخل المستشفى يتعالج نفسيا يحس انه في اهتمام بيه، في راحة، في صورة حلوة حواليه، من اول السور الخارجي للمستشفى مرورا الى الدخول والتعامل مع الناس وصولا الى الطابق السابع بمركز الاورام التابع لجامعه المنصوره. حقيقه شغل محترم جدا، سعداء ان احنا يعني نقدم صوره عن هذا المشروع. سنه كامله بيشتغلوا على تزويد الدور السابع باجهزه العالميه وافتتحوا المركز، والحقيقه انه الجميله دائما انغام كانت موجوده في حفل الافتتاح واتبرعت باجرها يعني بالكامل لمركز الاورام، ودي الحقيقه حاجات بننتظرها دائما من الفنانين المصريين اللي بقيمه كبيره الحقيقه زي انغام الجميله. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلنا احمد صالح اللي قام بجوله داخل مركز الاورام التابع لجامعه المنصوره. تعرف الفكره بدات ازاي؟ بدات من رمضان اللي فات، اثنين مؤسسي جروب اسمه فات يونايتد، المكان الوحيد فيرتيكال اللي يسمح بوجود ما يسمى بلاي اريا، منطقه الاطفال تلعب فيها، كان السابع، ومن هنا نشا حلم الدور السابع. وقدروا فعلا يغيروا وجه الدور ده تماما من الدور في مستشفى بشيء صماء الى مدينه ملاهي لذيذه الطفل بيحاول حابب يلعب بيها. الناس دي نجحت انها تجيب من الناس حوالي 8 مليون جنيه وحطوه في بروجكت متكامل. بدأوا بالفعل في 17 يوم عملنا غرفة عناية مركزة على طراز عالمي في 17 يوم. أنا عندي وحدة جراحة أورام، وحدة أمراض الدم، وحدة أورام بطنة، ووحدة أورام الأطفال. هي مؤسسة متكاملة، مركز أورام الأطفال. أنا بشتغل عمليات يومية علشان ما أعملش قائمة انتظار. كل الوحدات جاية من أوروبا، بدأنا نورط في الأشياء فعلا. الجزء المدني انتهى، إن شاء الله بإذن الله تعالى في الربيع القادم ربيع 2019 بإذن الله سيكون أول حالة زرع نخاع يتم إجراءها في مركز أورام جامعة المنصورة إن شاء الله. أنا ما عنديش انتقاء من أي مكان طالما معاه ما يثبت أنه مريض أورام الأطفال، أهلا وسهلا بي. المركز هو حاليا تاني أكبر مركز على مستوى الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية العلاجية جميعا. إحنا بنخدم حوالي 7 أو 9 محافظات مجاورة. إحنا بنقول هم بياخدوا حوالي 160 ل 200 حالة جديدة سنويا. في الدور السابع احنا حاليا دلوقتي 34 سرير، 10 أسرة من العناية المركزة والعناية المتوسطة. عندنا من أنواع الأورام، الأورام السرطان الليمفاوي، أورام السرطان الحاد اللي بيصيب العظام، وسرطان الغدة الفوق قذرية. في سرطان الغدة الليمفاوية طبعا بيمثل تلت تقريبا الحالات. إنما بنقول بقى إن احنا عايزين تطوير الخدمات، يعني دور مكافحة العدوى، دور الصيدلية، دور الصيدلة الكلينيكية، دور تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب للطفل. فات يونايتد هو عبارة عن نقدر نقول فريق كرة، اللي كانت ناس كانت فكرة هزار وضحك وكده، بس لما الموضوع قلب بجد قرروا ان هم يعملوا حاجة مفيدة، وكان النتاج بتاعها المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي. احنا دايما بنتطلع للافضل، احنا في مستوى الحمد لله افضل من قبل كده، واحنا ان شاء الله متطلعين للافضل. في نقص ادويه، في نقص في بعض التحاليل والمعامل، محتاجين برضو في مشاكل فنيه على مستوى اجهزه الاشعه، احيانا بنتعرض لعطل وده ساعات بيوقفنا. نفسنا كل الحاجات دي يعني تتم بشكل اسهل واسرع ان شاء الله. بعمل حاجه اسمها علاج بالفن الفئات زي أطفال الشوارع ودور رعاية الأحداث. ولما ابتدت فكرة بناء طريق جديد أو تشييد طريق جديد لمركز الأورام، ومن هنا ابتدت الفكرة أن أنا أحط أفكار فيها بهجة وتفاؤل شوية للمرضى وزوار المركز، خصوصا المرضى وزويهم، الناس اللي بيعانوا قوي. من حقهم بصراحة أن هم لما يدخلوا مكان كفاية أن هم بيعانوا جوه، لأن هم كمان يشوفوا حاجة جميلة، حاجة مبهجة تديهم أمل وبهجة وتفاؤل. المكان هنا حلو، بيسلي الواحد، نفسي أخف وباخد الدواء في مواعيد، نفسي أبقى زي محمد صلاح.
احيانا لما بتقعد تتكلم وتقول فكره انه حرام انك تعذب الحيوانات ولازم يكون في رفق بالحيوان وانه ربنا سبحانه وتعالى امرنا بكده، ودايما القصه الشهيره اللي تربينا عليها انه في سيده بشرت بالنار لانها بس حبست قطه، لا ضربتها ولا سمتها ولا اي حاجه، مجرد حبستها من غير اكل او شرب فالقطه ماتت فبشرت بالنار، والعكس بيقال انه كان في سيده يعني غير حسنت السلوك ومجرد انها كانت ماشيه في الصحراء لقت كلب عطشان سقته ميه من حذائها فانها بشرت بالجنه. يعني هذه القصص اللي احنا اتربينا عليها طول عمرنا للاسف الشديد النهارده بتصاب بالياس احيانا لما تلاقي بقى اصوات تقول لك ايه يا عم حيوان ايه اللي بتتكلم عليه، يا عم الكلاب كتيره في الشوارع ننزل نحط لها سم ونخلص بقى، ما انا مش همشي في الشارع الاقي كلاب وانزل الصبح الاقي كلاب قاعده على العربيه واصلا بالليل ما بعرفش انام ده في كلاب بتهوهو. يعني بتسمع الحقيقه مبررات غريبه جدا، الناس بقت بتستسهل القتل والسم. والاصعب الحقيقه وانا بقول ده وبقوله بمنتهى الثقه، يعني الاصعب انك تلاقي انه ده بيصدر احيانا من بعض منتمين لهيئه الطب البيطري التابعه للهيئه العامه للخدمات البيطريه. يعني كارثه او مصيبه سم الاستراكنين المحرم دوليا اللي فيه تقارير ومنظمات حقوقيه كتير جدا بتؤكد انه بيتم استيراده من الخارج واستخدامه من قبل الطب البيطري لسم كلاب الشوارع، دي كارثه. وطول الوقت بالنادي وبنقول اي وزير زراعه يجي المفروض اي بي سي يلغي القرار ده ويحرم ويجرم تماما انه الطب البيطري اللي هو المفروض اصلا معني بالحفاظ على حياه الحيوان ينزل هو اللي يسم الحيوانات. فلما بتسمع الاصوات دي بقى اللي بيقول لك يا عم حيوانات ايه اللي بتتكلم عليها انزل حط لها سم واخلص، بتشعر بالياس حقيقه يعني، او يعني بالحزن والله. يعني بتقول الناس دي بعيده قوي عن الفكر بتاع انه الرحمه لا تتجزا، لكن بيطلع لك كده من النص حاجات وناس وشباب جميل جدا ومثقف جدا وبيدوا لك امل انه لو انت مقتنع بحاجه افضل قولها وما تلتفتش لاي تريقه او كلام، وما يهمكش ان الناس تقول حيوانات ايه اللي بتتكلموا عليها، وحاول تنشر حاجه كويسه يمكن يوم القيامه قدام ربنا سبحانه وتعالى الحاجه الصغيره دي او كلمه حق انت قلتها تبقى سبب انك تتنقل من مكان لمكان. في مجموعه من سكان هرم سيتي نظموا مبادره عشان يعملوا توعيه للسكان باهميه التوازن البيئي. يعني ايه التوازن البيئي؟ ببساطه شديده ده المفروض الكلام اللي الزراعه تقوله والهيئه العامه للخدمات البيطريه هي اللي تقوله، ان حضرتك في اي منطقه خصوصا منطقه صحراويه، خصوصا لو منطقه ليها ظهير صحراوي، لو حضرتك فيها كلاب موجوده هتطمئن انك مش هتلاقي الكائنات الاخرى، ديابه، تعالب، سلعوه، الحاجات دي كلها وجود الكلاب بيمنع ده. تنزل حضرتك عشان تخلص من هوهوه الكلاب بالليل تروح قاتل الكلاب وسممهم على طول اوتوماتيكلي كده يعني وانت مغمض عينك هتلاقي ديب وتعلب وسلعوه وحاجات تانية كتير، وده حصل كتير في محافظات مصر كتير جدا والناس كلها عارفه الكلام ده، وحتى هنا في القاهره في الكومباوندز اللي ليها ظهير صحراوي. الشباب دول او سكان هرم سيتي خطبوا الاطباء البيطريين وهيئه الطب البيطري بانه لازم نمتنع عن وضع سم للكلاب وان احنا نعمل توعيه بعمليات التعقيم. التعقيم يعني الاخصاء. طيب هعمل ايه بعد كده؟ ببساطه شديده لما اعمل عمليات اخصاء للكلاب بعد مده زمنيه معينه هلاقي انه مفيش تكاثر للكلاب، فالاعداد الكتيره اللي مضايقانا في الشوارع دي من غير بقى ما ابقى سميت ولا موت ولا اخدت ذنب هي اصلا كده كده هتختفي، هتقل جدا جدا جدا. ده الفكر اللي العالم كله ماشي بيه. احنا في مصر عندنا للاسف استسهال، الطب البيطري بينزل يحط سم ويموت، هل ده حل؟ عمره ما كان حل. هل ده حلال؟ مليون في الميه وانت مغمض عينك لا مش حلال. تعالوا نشوف في تقرير زميلتنا مارينا أمير اللي نزلت صورت مبادرة هرم سيتي لعمل توعية لأهالي سكان المنطقة بعمليات التعقيم وعدم استخدام السم للتخلص من كلاب الشوارع. احنا
مجموعة من السكان قررنا ان احنا نعمل حملة توعية وتعقيم في المدينة بمجهوداتنا الذاتية لفكرة انه كان في حملات سم نازلة الفترة اللي فاتت واحنا وقفنا لها انه ما ينفعش نسم الكلاب بالذات ان احنا مدينة مفتوحة على الجبل انت ما عندكش ما يمنع ان الكلاب تدخل فاحنا قررنا نعمل توعية بعدنا خطابات لهيئة الطب البيطري اللي في الحي 11 طلبنا منهم وقف السم وان احنا هنتحرك احنا كسكان بطريقة جدية ان احنا نمنع ده وفعلا احنا اتكلمنا مع شلادر من اللي هم في شبرمان بتوع مؤسسات حماية الحيوان وتواصلنا معاهم وهنعمل اول حملة توعية او اول رحلة توعية ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنطلع بيها للشلدر بعدد معين من السكان لفكرة ان احنا نقول لهم ازاي نتعامل مع الحيوان اثنين هنبدأ من يوم السبت عملية تعقيم للإناث من الكلاب في كل شارع هنبدأ بأول 5 كلاب هيتعقموا يوم السبت معنا دكاترة مشتركين ومتبرعين بأجورهم تماما معنا ناس متبرعة بوقتها ومجهودها هي كل الحكاية ان احنا بندور على فكرة ان احنا نبقى ناس حضرية مفيش حد في اي دولة من دول العالم بيقتل كلب عشان هو متضايق منه الكلاب بتعيش ولكن احنا بنحد من تكاثرها بمعنى ان احنا ما نخليهاش تتكاثر اكتر من كده عشان هي دي المشكلة حرام المفروض زي القطة زي الكلب المفروض دولة تساعد الدين الاسلامي ما قالش ان الحيوان يموت ده بالعكس وصى على الحيوان الرفق بالحيوان اللي الواحد يسقيه يأكله لو ما عملش كده ما يأذيهوش يسيبه بقى في حاله فارم سيتي عندنا مشكلة أكبر إحنا في صحراء مفتوحة عندنا جبل الجبل دوت فيه تعالب فيه سلعوة فيه ديابة فيه حيوانات تانية الحيوانات دي لو الكلاب دي مش موجودة هتنزل علينا وتعمل لنا مشكلة أكبر من مشكلة الكلاب المشكلة الناس ما عندهاش وعي بأهمية التوازن البيئي دوت يعني إزاي إن الكلب ده ليه مهمة مش سهلة انه يكون موجود ان انا اقضي عليه واقضي عليه بطريقة غير انسانية طبعا اللي بيحصل مع الحيوانات في الشوارع وفي الجامعات وفي الكومباوندز وحتى في الاحياء الشعبية اللي هي كانت بتتصف اهاليها بالجدعانة والشهامة بقى بيحصل فيها ابشع انواع القتل للكلاب والضرب وطبعا الجمعيات كل يوم ما بتخلاش كل يوم بتتلقى حالات واحد قطع ديل الكلب واحد قطع رجل كلب واحد ضرب كلب بسكينة واحد مش عارف معاه طبنجة ومرخص سلاح او مش مرخص كلب بيهوهو فعملوا منه ازعاج راح ضربه بالنار حاجات من دي يعني فلو كانت المشكلة هتتحل بالقتل كان زماننا دلوقتي ما عندناش كلاب او كلاب قليلة قوي وكان خلاص مشكلة اتحلت وفلوس السم اللي هم بيجيبوه علشان يموتوا الكلاب مادة الاستريكنين ديت مادة خطر جدا على الحيوان والنبات والإنسان وبتسبب أورام وبتسبب مشاكل في التنفس ويعني أنا هديكي مثلا مثال قطع اللحمة مثلا اللي بيرموها في الجناين والنجيلة والحاجات عشان يموتوا الكلاب بعد ما الكلب مثلا بياكلها أثرها بيفضل على الأرض وبعد ما الكلب بيتسمم هو طبعا بيموت موتة بشعة أحب بس أوضح للناس هو بيموت إزاي غير طبعا الألم الفظيع والعذاب اللي بيتعذبه مصارينه بتتقطع ورقته بتنفجر الأسبوع الماضي عرضنا تقرير عن معاناة أهالينا في قرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتة في محافظة الغربية إيه اللي حصل مع أهالينا هناك اتقطع عنه خطوط التليفونات الأرضي بشكل دائم ويجي الخط شوية ويروح ولا عليهم فواتير ولا أي حاجة كل يوم والتاني يروح السنترال يتقال لهم مش عارفة روح المركز طب روحوا المركز يتقال لهم اللفة اللي حضراتكم عارفينها دي اللي هي يعني كلنا مرت علينا كتير مهم أنه الأهالي تواصلوا معنا في مساء دريم وإحنا عرضنا المشكلة والحقيقة أنه سعداء أنه مع عرض هذه المشكلة في مساء دريم تم تشكيل لجنة من المسؤولين في وزارة الاتصالات والقائمين على التليفونات هناك في مصلحة التليفونات في الغربية واتعمل فريق عمل بقاله النهاردة 7 أيام بالضبط بيشتغل بيدوروا لسه على العطل وهم بيقولوا ان في فعلا مشاكل كتيره في الاعطال وحسب كلام الاهالي انه لسه العمل لغايه النهارده مستمر تعالوا ناخد هاتفيا الحاج عبد المنعم البطاوي من اهالينا في شبرا ملس يا اهلا بيك يا فندم اهلا وسهلا يا فندم مبروك ان شاء الله باذن الله يا رب كده نبارك لكم وانت بتكلمنا دلوقتي من على الارض ولا من على الموبايل من الارض من التليفون الارض اللي كان عطلان ده طب والله احنا سعداء والله الحمد لله الله يكرمك
قول لنا. والله احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذه منى ومراسل جريم الاستاذ عبد الله. الله يخليك زميلنا عبد الله منتصر طبعا اللي تابع معاك. عبد الله منتصر راجل محترم وعمل حوار معانا في البلد هنا وبعدين قريه ام عيب لما اكون قريه ام في محافظه الغربيه وقريه صناعيه وتقطع عنها الحراره يعني تعبنا كله في قبل الارض والمسؤولين اللي هم بتوع طنطا وزفته بنشكرهم برضك بس المسؤولين اللي اشتغلوا في الهوائي ما لهمش ذنب عشان يجازوهم يعني ما لهمش ذنب هما جازوا حد في العطل اللي حصل لما زعل التقرير الناس اللي هم في الهوائي اللي هم بيشتغلوا على الهوائي انما العطل كان في الارضي في الكابل الارضي اللي هو شارع المقابر وشارع الجمعيه الزراعيه يعني احنا لما زعنا التقرير في ناس اتأذت بعدها في ناس اصل احنا اتقال لنا ان احنا لما زعنا التقرير في ناس يعني اتحاسبوا ان هم انتوا ليه بتتكلموا على الاعطال وكده هم اللي طيب المهم دلوقتي الفريق هناك شغال وبيبصوا على الكابلات والكلام ده كله يا حاج عبد المنعم نعم سامعك الفريق سمعك. شغال دلوقتي هناك لا في تليفونات اشتغلت وفي تليفونات لسه عطلانه وبعدين هم بيشتغلوا يعني هم دلوقتي موجودين من طنطا طيب قبل الارض وجايبين الجهاز وبيشتغلوا به طيب ده اللي ما ينفعش ان يعني يضروا الناس اللي هم بيشتغلوا في الهوائي طيب اللي بيشتغلوا في الهوائي ما لهمش ذنب انا بس انا مش فاهمه يعني ايه الناس اللي بتشتغل في الهوائي اتحاسبوا انا مش فاهماها دي انا بنشكر الاول الشركه المصريه للاتصالات في الغربيه وفي وسط الدلتا طيب. على المجهود اللي هم بيعملوه يعني من يوم ما كلمنا سيادتك وسيادتك ادتنا التليفون وهم بيشتغلوا يعني هم مشكورين بيشتغلوا والراجل اللي في الصوره قدامي ده اهو بيشتغل على الهوائي دوت ده ما ذنبوش حاجه يعني طيب يعني دي قرارات داخليه عندهم بقى هم يشوفوا يحاسبوا مين ويشكروا مين ويرقوا مين او يجازوا مين مهم في النهايه انه ما ينفعش الحقيقه بكل حال من الاحوال باي حال من الاحوال انه مواطنين يقعدوا فتره طويله جدا التليفونات الارضي مقطوعه عنهم مع انه دافعين كل اللي عليهم والحقيقه انه اللفه اللي لفوها غير طبيعيه في موضوع الشكوى فيعني الدايره دي الحقيقه مش المفروض ان اي مواطن مصري يقع فيها بعد كده في اي خدمه من الخدمات اللي حصل في النهايه انه الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ذعنا هذا التقرير و على طول في فرق نزلت وفي جزء كبير من اهالي القريه التليفونات رجعت لهم تاني وفي لسه شغل في الاعطال ان شاء الله يا رب يشتغلوا عليه احسن. اخر تقرير هنلحق دلوقتي نقدمه عن طيب تعالوا خلاص نشوف الجزء ولا نقلق خلاص عشان الوقت. عايزه اكلمكم عن صلاح هشام. صلاح هشام هو طفل عنده 12 سنه اخترع جهاز بيوفر الكهرباء في أعمدة الإنارة على الطريق والأهم أو كان الأغرب بالنسبة لنا بوتاجاز يشتغل بالمية بيعمل إيه صلاح؟ بيفصل الهيدروجين هو إحنا يعني حسب ما أنا فاكرة منهج تانية إعدادي إنه الهيدروجين تقريبا بيشتعل والأكسجين هو اللي بيساعد على الاشتعال كان فيهم حد كده هو بيشتعل والتاني فهو صلاح قاعد ركز في العناصر دي كلها واشتغل على فكرة انه البوتاجاز يشتغل بالمية. انا عارفة انه موضوع الاطفال اللي عندهم مواهب او مخترعين ده فيه ريسك شوية لسبب مش اي طفل ممكن يبقى فعلا مخترع يعني في طفل ممكن يبقى بيتكلم خيالي شوية او او يحاول يفهمك انه هو بيخترع وبيعمل بس هو في النهاية لا يعدو انه طفل صغير عنده خيال واسع ربما وبيحاول يقول كده فاحنا الاطفال اللي بنقدمهم دول بقالنا فترة الحقيقة بنقدم مجموعة من الأطفال اللي عندهم مواهب في منهم الحمد لله بيتم تكريمهم حتى على مستوى الدولة أو الاهتمام أو تبني من مواهبهم الأطفال دول إحنا بنحاول قدر المستطاع إنه لما نسمعهم حتى نقتنع بالكلام اللي بيقولوه نحس إنه الطفل ده فعلا دماغه فيها حاجة تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلتنا مارينا أمير اللي التقت بصلاح هشام اللي عنده 12 سنة واللي بيقول لنا إنه البوتاجاز ممكن يشتغل بالمية انا اخترعت بوتاجاز بيشتغل بالميه وماكيت لتوفير الكهرباء انا فكره الماكيت اللي بيوفر الكهرباء ان كانت عواميد النور في الشوارع كانت بتبقى شغاله فكانت بتخلي الكهرباء تقطع فانا جبت حساس وحطيته على عواميد النور وعملت دايره كهربائيه ان هي تخلي الحساس ده بيشتغل لما الدنيا بتبقى ليل
والصبح وهو بيطفي الوقت في القائل. وفكرة البوتاجاز اللي بيشتغل بالمية ان انا كانت المية طبعا متوفرة في كل مكان، والمية بتتكون من هيدروجين واكسجين. فالفكرة ان انا بحلل المية بالكهرباء، بعزل الاكسجين عن الهيدروجين، والهيدروجين مادة قابلة للاشتعال، والاكسجين بيساعد للاشتعال، فانا بعزل منهم والهيدروجين بيقوم يشتغل. والهيدروجين كمان مش ملوث للبيئة ومش مضر. انا كان عندي طموح ان انا ادخل المدرسة العسكرية، ونفسي ان انتوا تساعدوني فيها. انا جيت سحبت الملف بتاع المدرسة العسكرية، وجي كان في شروط استثنائية، فانا ما كانش فانا المفروض من الشروط ان انا اكون بتدرب مصارعة ومتأهل. انا كنت بتمرن مصارعة وكنت لسه متأهلتش، فرقت معايا عن ايام. فالايام دي انا جد اتأهلت بعديها، ودلوقتي انا بقيت كويس في المصارعة. فانا نفسي ان انا ادخل المدرسة العسكرية واتعلم واتربي من وانا صغير على النظام ده. انا كنت بشجع صلاح في البدايه، كنت لما كل ما اشتري له لعبه ما بكملش معاه 10 دقايق، يفضل يركب فيها ويحاول يجمع لعبه مع لعبه تانية ويحاول يبتكر حاجات. فطبعا انا ما كنتش بتضايق، طبعا مبسوط جدا ان هو كل شويه اللعبه ما بكملش معاه 10 دقايق، بمعدل ان انا بجيب له لعب كتير جدا، فعادي. فكنت بساعده بالفكره دي، فجت فكره موضوع البوتاجاز دوت اللي بيشتغل بالميه. بدانا نفكر وبدانا ان احنا ندخل على النت ونسال اهل الخبره في الموضوع ده، سواء بقى مدرسين سواء ناس بتشتغل في المجال ده او مهندسين. نفسي ان هو يلاقي امكانيات اكتر يساعدوه اكتر، اجهزه وسائل اكتر، واكاديميه البحث العلمي. لما رحناها ما للاسف ما استفدناش باي حاجه. جامعه الطفل ما عرفناش نقدم فيها لان اشترطوا بورسعيد، واماكن في القاهره كان كومبليت. طبعا دي كانت مشكله، انمي خبرات ابني ازاي هو مش لاقي اي مكان يروح له. يا ريت حتى يبقى مكان قريب كمان بالنسبه ليه، لان هو لسه برضو مرحله الطفوله ما يقدرش يروح ويجي لوحده، محتاج رعايه اكتر من كده من وزاره التربيه والتعليم، واهتمام منهم ازيد من وزاره الدفاع. ده اللي كنت اتمنى ان هو كان يدخل المدرسه دي ويحقق اللي هو نفسه فيه. من ضمن الملفات المهمة جدا اللي بنأمل أو ربما هذا ما يحدث بالفعل على الأرض، إنه الدولة تضعها نصب أعينها في ملف الصحة، فكرة حضانات الأطفال. دايما بنتخيل كده الأم اللي تقعد 9 شهور حامل بكل بقى غير التعب كمان، بكل الأمل إنه يعني ابنها أو بنتها يجوا يطلعوا للحياة والفرحة والبهجة في الأسرة كلها، وإنه تولد ولسبب ما ما يبقاش في حضانة للطفل ده، وممكن نقص الحضانات ده يؤدي إما إلى مشاكل صحية يعاني منها ربما بقية عمره الطفل ده، أو حتى قد تؤدي لا سمح الله إلى الوفاة. وفي حالات كتيرة جدا حصلت كده. خلونا نتكلم مع بعض عن تحديدا أزمة الحضانات في مصر، هل هي بالفعل أزمة ولا لأ؟ عادتها إيه؟ القطاع الخاص عندنا بيشارك إزاي؟ المجتمع المدني عندنا بيشارك ازاي؟ هنتكلم في هذا الموضوع مع ضيفينا الكريمين، النائب الدكتور مجدي مرشد عضو لجنه الصحه بالبرلمان، والدكتور خالد سمير امين صندوق نقابه الاطباء السابق واستاذ جراحه القلب بطب جامعه عين شمس. هذا الموضوع الهام جدا، وهنستقبل فيه اتصالات حضراتكم عن حضانات الاطفال بعد هذا الفاصل. حضانات
حضنت الأطفال أزمة مزمنة في المستشفيات على مدار سنوات طويلة، حيث وصلت نسبة العجز إلى أقل من ثلث المطلوب والاحتياج الفعلي للأطفال. والكثير من الحضانات بالمستشفيات الحكومية لا تعمل لعدم وجود أطقم التمريض الكافية، مما يدفع الأهالي لرحلة طويلة شاقة للبحث عن حضانة خاصة. وفقاً لبيانات نقابة الأطباء، في نوفمبر 2016 بلغ معدل المواليد في مصر سنوياً نحو 2.5 مليون طفل، 20% منهم يحتاجون للحضانات، وأصبحت تلك الخدمة أساسية ولا يستطيع أن يستغنى عنها المواطنون. ولن تستطيع المستشفيات الحكومية بمفردها أن تلبي جميع متطلبات تلك الأعداد الغفيرة التي تتوافد يومياً على الحضانات. وتشير الأحصائيات والتقديرات إلى أن عدد الحضانات في جميع المستشفيات المملوكة لوزارة الصحة وللمستشفيات الجامعية لا يزيد عن 4000 حضانة فقط، وأن ما يقرب 40% من الحضانات تابعة للهيئات الخيرية. نسبة الأطفال المبتسرين تصل في دول العالم الثالث من 8-10% من الأطفال حديث الولادة سنوياً، من بينهم 260 ألف طفل يولدون ناقصين نمو، نحو 250,000 طفل منهم بحاجة للحضانات، نحو 26 ألف طفل سنوياً يولدون مصابين بعيوب خلقية في القلب، من بينهم 6,000 طفل يحتاجون حضانات. وبحسب متخصصون، فإن نقص الحضانات ليست المشكلة الوحيدة، وأن الأزمة الكبرى هو تشغيلها وتوفير ممرضات للعناية المركزة قادرات على العمل مع الأطفال المبتسرة. فبحسب آخر إحصائية في 2013 حول عدد الأطباء والتمريض التي أجراها جهاز التعبئة العامة والإحصاء، رصد وجود نقص في الأطباء بحوالي 50% والتمريض 75%، ويتفاقم ذلك في التخصصات القليلة. جهود حثيثة تسعى الحكومة جاهدة لإغلاق ملفات مزمنة ومستمرة منذ سنوات، ويعول عليها الكثيرين آمالاً كبيرة في الفترة المقبلة. وربما ساعد في هذا التفاؤل تصريحات المسؤولين في الحكومة، والتي سبقها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ منظومة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى لمدة 3 سنوات قادمة، والتي ساهمت في علاج نحو 7,000 مريض. وقال الرئيس عنهم خلال كلمته بالجلسة الأولى: تطوير منظومة التأمين الصحي ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب السادس الذي استضافته جامعة القاهرة في شهر يوليو الماضي. اللي انتوا بتسمعوهم دول 9,000 من 12,000، وزي ما الدكتورة قالت كده، قالت ان ده يتكلف مليار جنيه، يعني كل حالة من دي في المتوسط كده 100,000 جنيه. القصة كلها اللي عندنا في بلادنا، هتلاقوني بلح كتير في الموضوع، الخدمة ممكن تتقدم جوه مستشفيات وزارة الصحة او داخل اي مستشفى تانية، حتى لو كانت احسن مستشفى خاصة في مصر. المهم مين يسدد التكلفة، مين يحط 100,000 جنيه دول. الفكرة مش ان الرئيس حل المسألة، احنا بنحل المسألة بس بنوريكم ان حلها هو قدرات، هو امكانيات. انا لو تخيرني بين ان انا اكل ولا اعالج دول، لا اعالج دول. لو تخيروني بان انا اخلي الام والاب والجد واللي كان والطفلة حتى انها تبقى سعداء وأسرهم مطمئنة، ده ولا ناكل؟ أنا عبد الفتاح بقول لا، دول واللي زيهم. دعوات ومطالب بضرورة تضافر جهود المجتمع المدني ورجال الأعمال مع المستشفيات لتوفير تلك الحضانات. فهل من صدى لتلك الدعوات وانفراجة لتلك الأزمة في القريب العاجل؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم.
محضنات الأطفال طبعا هي مشكلة حقيقية ومشكلة بقالها سنوات طويلة معانا، والمشكلة ربما تكون حتى بتتفاقم. في اتجاه من الدولة مؤخرا لإغلاق وحل كتير من الملفات المتعلقة بصحة المواطن، من ضمنها ربما ملف الحضانات، فاحنا عايزين نعرف لأي مدى الدولة ماشية جديا في هذا الملف. هنتكلم إن شاء الله على موضوع حضانات الأطفال، هنعرف دور المجتمع المدني ورجال الأعمال ودور الدولة بالأساس إيه، وهيكون معنا كمان ربما مداخلة تعبر عن صوت من أصوات المجتمع المدني اللي كان ليهم تجربة بالفعل مع فكرة الحضانات في الأقصر تحديدا، وهنتكلم عن بعض مشاكل المرضى مع العلاج الحر يمكن كمان اللي بتتمثل في مستشفيات خاصة وعيادات وحضانات، يعني دي كلها حاجات وحالات موجودة قدامنا. في أرقام كتيرة عندنا هنناقشها وهنتكلم فيها بالتفصيل مع ضيفي الكريمين، سيادة النائب الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان وأستاذ طب وجراحة العين بكلية الطب. أهلا بحضرتك يا فندم. والدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بطب جامعة عين شمس وأمين صندوق نقابة الأطباء الصادقي. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. سيادة النائب اسمح لي أبدأ مع حضرتك كده، وحضرتك طبعا داخل هذه المنظومة ولك رؤية رقابية كبرلماني، بزاي بتشوف وبتقيم المنظومة الطبية النهاردة في مصر مع الدعوات اللي موجودة ان احنا ننهي قوائم الانتظار بصفة عامة مش الحضانات بس، مع سير الدولة في عملية فيروس سي، لكن في نفس الوقت ما زال عندي سوء الخدمة الطبية في أماكن كثيرة جدا، ففي المجمل بتشوف المنظومة الطبية ازاي يا فندم؟ شوفي حضرتك، يعني أنا بشوف المنظومة الطبية أو الصحية من الفترة اللي فاتت، وبشوفها ابتداء من نقول الفترة الثانية لتولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، هي الفترة اللي ابتديناها من شهور قليلة. الحقيقة برضو في تغيير كبير قوي، بمجرد ما أفاد أو أدلى في يوم توليه في البرلمان في خطابه أن هذه المرحلة هي مرحلة بناء الإنسان، اهتمام بالصحة، اهتمام بالتعليم، اهتمام بالثقافة. الحقيقة الصحة بدأت تبقى فيه حاجات واضحة المعالم كاهتمام، زي اللي حضرتك أشرت إليها، قوائم الانتظار ومحاولة تقليل مدة قوائم الانتظار في 9 تخصصات مختلفة، طبعا ليس بينها الحضانات، الحضانات ما لهاش علاقة خالص بقوائم الانتظار. والجزئية الثانية ممكن سؤال هنا ليه؟ لا خليتش للحضانات، لا لأن قوائم الانتظار هي قوائم انتظار لتدخلات جراحية وعمليات جراحية، مش لحالات، يعني احنا بنعتبر ان دي حالة علاجية ما هياش تدخل جراحي. فقوائم الانتظار لتسع تخصصات او لتسع انواع من العمليات الجراحيه اللي كان بينتظر بالسنه والسنتين والثلاثه، بنحاول نقلل هذه المده، والحقيقه بتقل وقلت، وكل منهم كان مسجلين بدا العدد يقل قوي بشكل ملحوظ، واتعملت عمليات كتير. ليه؟ لان كل المستشفيات، شوفي حضرتك احنا تقريبا كدوله لما بيبقى في هدف قومي بنتحرك، يعني لما يبقى قدامنا حاجة واضح ان كل الجهات تتضافر وتتحرك بنتحرك كويس. فبدأت كل المستشفيات بغض النظر عن انتماءاتها للصحة، للجامعة، للشرطة، للجيش، كلها تشتغل على قائمة الانتظار. حتما هننجز، لان ده اصبح تكليف، واصبح نقدر نعتبرها نوع من الحملة القومية لتقليل مدة القوائم الانتظار، فأصبح الكل بيشتغل عشان يقلل، وبالتالي النتيجة احنا شايفينها ملحوظة وملموسة، وفي ناس كتير جدا من المواطنين حاسين بيها. لكن طبعا لسه في ناس كتير ما سجلتش نفسها، في ناس كتير مش عارفة تسجل نفسها، في ناس كتير مش عارفة الآلية، في كتير لسه وحدات صحية ما فيهاش طبيب. لا ده قصة أخرى، لا ده موضوع الريف، الموضوع الريف ملف لوحده، لابد أن يكون له الأولوية في أي كلام عن الصحة. صحيح. هنيجي بعد كده الحقيقه برضو للخطوه الثانيه اللي هتتعمل، وهي انشاء 48 مستشفى نموذجي في المحافظات، بحيث ان انا ما ابعتش كل حاله تعبانه على معهد ناصر، ما ابعتش كل حاله تعبانه على مستشفى عين شمس وعلى الدمرداش وعلى الدكتور خالد، لا يبقى عندي في الشرقيه حد بتاع قلب يشتغل جراحه قلب، في كفر الشيخ حد بتاع قلب يشتغل، وهكذا، يعني يبقى عندي مراكز في كل 27 محافظه نسميها مستشفيات إحالة أو مستشفيات مرجعية، اللي هي هتتعمل 48 مستشفى. دي خطوة على فكرة هيلة، وبتقابل منظومة التأمين الصحي الشامل اللي احنا هنبدأ نشتغل، أو الحلم بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه. نرجع بقى للنقطة اللي احنا، ففي طفرة، في تقدم، في محاولة لسه حرق. عندنا مشكلات، لكن في حاجة حقيقية على الأرض ان احنا نمشي لقدام. عندنا مشكلات واضحة جدا، مشكلات في ال 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 الطاقة البشرية طبعا، او القوى البشريه، دي مشكله واضحه لابد من وضع استراتيجيه لحلها.
مشكلة كبيرة جدا في العناية المركزة. وعلى فكرة الحضانات هي نوع من أنواع العناية المركزة أو العناية للأطفال، يعني ده نوع من أنواع العناية، إن أنا باخد طفل محتاج عناية خاصة بحطه في الحضانة عشان يعدي مرحلة فيها خطورة عليه، فدي فترة عناية للطفل. فسراير أو حضانات الأطفال هي نوع من أنواع العنايات. إحنا عندنا أزمة واضحة المعالم في العنايات بوجه عام، ومشكلة نواب مصر كلها ومشكلة أطباء مصر كلها مشكلة هي العناية. يعني كل واحد بيعرف حد يتصل بيه، أرجوك سرير عناية، أرجوك حضانة، عايزين حضانة، عايزين سرير. ده الطلب تقريبا اليومي لمعظم نواب مصر ولمعظم العاملين في الصحة، وأعتقد أيضا للوزارة طول النهار. وده طلب مشكلة مؤلم قوي يا دكتور، وطلب مؤلم يعني إلى حد أي حاجة فيه. متعلقة بالصحة طبعا صعبة ومؤلمة، لكن هذا بس الأمر، بس أنا فكرة أن أنا أشوف طفل رضيع ده حياته متوقفة على توفير حضانة منتهى الألم. وده اللي عمل ايه، هي الحقيقه برضو ما بتكلمش على انها في المرحله دي، ده مرحله متراكمه من مده طويله جدا. احنا عندنا هذا النقص، عندنا تقريبا تلت احتياجنا كحاجات حكوميه، لكن عندنا كتير قوي، اتاخرنا قوي عشان عندنا كتير قوي خاص. وانا حضرتك يعني دايما يقولك ان طبيب الاطفال او المدرس او كل ما يتعلق بالطفل او الابن ده كسبان كسبان، يعني لا يمكن هتبخلي على ابنك او طفلك بحاجة، إنما ممكن أنا استحمل على نفسي. وبالتالي ده اللي خلى في جمعيات شرعية كتير، جمعيات خيرية كتير، صحيح، جمعيات عايزة تكسب كتير، صحيح، مستشفيات خاصة كتير تخش في الحضانات بشكل يمثل 40% من الحضانات الموجودة في مصر جاية من المجتمع المدني. ده جاية من المجتمع المدني، جاية من الجمعيات الخيرية، جاية من الناس الهادفة للربح، المستشفيات الخاصة اللي عايزة تكسب تكسب، لأن احنا وصلنا الألف جنيه النهاردة في اليوم في الحضانة. ده كله نتيجة ايه؟ ده في أكتر طبعا، في أبهات بيكلمونا يقولوا لنا 2000 جنيه و 3000 جنيه أنا بتكلم على الأفرج اللي هو بتاع الناس. ده نتيجة ايه؟ إنه ممكن يكون حاجة، يعني التقصير حدث من فترة طويلة، وبعدين بدا يبقى في تعويض نسبي بالمستشفيات دي. والجمعيه الشرعيه كان عندها عدد مهول جدا زمان من الحضانات في كل البلاد وفي كل الاماكن، فبدات الوزارات المتعاقبه زمان تحس ان دول بيعوضوا شويه، فبداوا تقل كمان الحضانات لما وصلنا لما نحن عليه من ازمه. يعني احنا 40% من الحضانات اللي عندنا دي جايه من المجتمع المدني، من المجتمع المدني، او يعني تعتبريها حضرتك بره الحكومه المنظومه الحكوميه. عندنا حاجتين، يا اما تابعه لوزاره الصحه ودي في حدود 3000 وشويه حضانه، اما تابعه للجامعات المستشفيات الجامعيه دي في حدود 2600 2700. طيب يعني توتال احنا بنتكلم في 6000 وشويه. محتاجين قد ايه؟ احنا محتاجين 25 ل 35 الف، لانه حضرتك الحضانات دي احنا عندنا تقريبا 250 الف طفل بيولد. المشكله مش في الحضانات كمان، ده المشكله عندنا في اللي بيشغلوا الحضانات. أيوة. انا عندي ازمه في التمريض، في الاعين، التمريض. لا انا عندي ازمه في الاعين خطيره جدا جدا، وهتلاقي عند الدكتور خالد اكيد ازمات في القلب. انا عندي الحضانه بتطلع لي احيانا الاطفال مصابين بما يسمى اعتلال شبكي نتيجه الاكسجين الزياده اللي بياخدوه في الحضانه. هذا الاعتلال الشبكي علاجه في الدرجه او في المرحله الرابعه منه تقريبا لا امل ان الولد يشوف او الطفل يشوف. كل ده بسبب الحضانه؟ لا، بسبب من يقوم على هذه الحضانه، الكفاءه، الممرضه بتاعه الحضانه او بتاعه العنايه المركزه دي ممرضه ذات طابع خاص، ذات مواصفات خاصه، وقليله جدا ونادره جدا ومش موجوده. دي لازم تبقى دارسه قوي وفاهمه قوي نسبه الاكسجين في الحضانه يبقى قد ايه. والطبيب اللي هيشتغل على الحضانه ويتابع الطفل ده لازم يكون عنده المعرفه والمعلومه والخبره الكافيه انه يعمل نوع من، لان زياده الاكسجين هي اللي بتسبب لي هذا. اعتقاد ان زياده الاكسجين ممكن تفيد، لا، ده هي ممكن تسبب لي عمى. ففي حاجات عمى على هذه المرحله، يعني المرحله الرابعه والخامسه منها علاجها بيبقى صح. الاولى والثانيه والثالثه جاهز نتدخل وندي نتائج جراحيه، لكن الرابعه والخامسه بتبقى الحالات صعب جدا جدا جدا. فالحضانات الحقيقه يعني ملف مهم جدا. عشان كده بنناقشه النهارده، في خطوات يمكن بعد ما نسمع وجهه نظر هنسمعها طبعا. دكتور خالد، في اسئله كثيره جدا لحضرتك بحكم طبعا مجالك، عملك وخبرتك في النقابيه، وحضرتك في المقام الاول طبيب قلب. الكلام اللي قاله طبعا دكتور مجدي اعتقد بتتفق عليه في حته الحضانات قد ايه مهم توافر الكفاءه البشريه فيها وكده، بس انا سؤالي برضو هنا على نقطه ذكرها سياده النائب عن العلاج الحر والمستشفيات الخاصه. دي بتسبب مرارة حقيقية للمواطن، فكرة انه يضطر يبيع بيته في يوم ولا اتنين عشان يقدر يوفر 1000 و2000 و3000 جنيه في الحضانة وما عندوش حل تاني غير كده.
انا عارفه انه مش دي الحاله العامه، لكن ده بيحصل. احنا بنعمل ايه يا فندم بمواجهه ده وحوكمه المستشفيات الخاصه والعيادات الخاصه في موضوع الحضانات؟ قبل ما اجاوب على سؤال حضرتك هوضح شويه للساده المشاهدين حجم المشكله داخل مصر. احنا عندنا طبعا في تصنيف منظمه الصحه العالميه مصر معدل المواليد اللي هم قبل الميعاد، اللي هو بيعتبروا ان اي طفل بيتولد قبل اول يوم من الاسبوع 38 من الحمل ده طفل مولود قبل الميعاد، اللي هم الاطفال المبتسرين. نسبتهم حوالي 11%، يعني من 2.5 مليون اكتر من ربع مليون بيتولدوا كل سنه اطفال مبتسرين. ينضم اليهم من 50 إلى 100 ألف طفل أطفال مولودين في الوقت الطبيعي لكن مصابين بأمراض أخرى تستدعي دخولهم حضانات، فأصبح عندنا 150 ألف تقريبا، حوالي 100 ألف كمان، يعني دخلنا 350 ألف ممكن نوصل 400 ألف طفل بيحتاجوا حضانات. إزاي بنحسب احتياجنا من الحضانات؟ الحضانة في حاجة اسمها متوسط الوقت اللي بيقعده الطفل على الحضانة. في مصر المتوسط حوالي أسبوعين، في أطفال بتقعد أكتر كتير وفي أطفال بتتوفى بدري، لكن بناخد المتوسط. السنة فيها 52 أسبوع، لو قسمناها على 2 يبقى كل حضانة ممكن تشيل في السنة 26 طفل فقط. فإحنا لو ضربنا عدد الحضانات الموجود في مصر 4000 دول 4000. في 26 يبان أن إحنا بنقدر نشيل كام؟ 24 ألف طفل من 350 ألف طفل. من 350 ألف طفل. فشوفي حضرتك الجاب قد ايه اللي موجود، فجوه كبيره جدا. المشكله الثانيه اللي هي مشكله التكلفه. ليه وصلت تكلفه الحضانات في القطاع الاهلي ما بيسموش الخاص؟ لان الدستور عندنا بينص على تشجيع الاستثمار في القطاع يعني غير الحكومي في الصحه، وده المستقبل في ظل قانون التامين الصحي اللي هيتعاقد مع الجميع بنفس السعر، فمش هيبقى في فرق مين اللي بيملك المكان، ولكن الخدمه جوهرها ايه وبتقدم بجوده ولا لا، توفرها ووجودها. النهارده الحضانه بالاساس ما هياش جهاز الانكيوبيتر الحضانه فقط، الحاضن الحاضنه اللي هو جهاز بيحتفظ الطفل بجو مشابه لجو رحم الام حيث درجه الحراره ونسبه الاكسجين الى اخره. لكن المهم جدا يكون عندي مونيتور، جهاز بيوريني الوظائف الحيويه بصوره انيه، وده ثمنه النهارده قد يصل الى ربع مليون جنيه لوحده الجهاز الواحد. ده غير ثمن الحضانه اللي هي ممكن توصل ربع مليون جنيه هي كمان. ربع هذه الحضانات او يعني اكثر من 20% بيحتاجوا جهاز تنفس صناعي معاهم، ده ممكن يوصل ثمنه من 500,000 إلى 1,000,000 جنيه اللي بيشتغل على الاوزان القليله. فبرضه الناس لازم تعرف هذه التكلفه قد ايه، يعني فدي اسمها وحده الحضانه. تكلفه الحضانه الواحده يا فندم قد ايه؟ ممكن تتعدى 1.5 مليون لو يعني حاجات جيدة جودة مش يعني مش هتتكلف حوالي 1.5 مليون ولها عمر افتراضي حد أقصى 10 سنوات. فلو عرفنا أن 26 طفل في السنة في 10 سنوات 260 طفل في الحضانة بيتكلفوا هذا المبلغ، إضافة إلى الكهرباء والمية إضافة إلى الأجور وأجور العاملين اللي هي سبب أساسي في رفض الناس العمل في هذا المجال. والمفروض أن الحضانة زي الرعاية المركزة أساسها التمريض. لا ثانية واحدة يا فندم، يعني إيه الأجور سبب رئيسي في رفض الناس للعمل في هذا المجال؟ لأن المفروض زي ما بقول حضرتك يكون في هناك ممرضة لكل سريرين. إحنا النهاردة بنقعد ممرضة لكل 8 و10 سراير، فمجهود كبير جدا. المفروض الممرضة تشتغل لمدة 8 ساعات فقط وتاخد أجر على 8 ساعات، ده أجر عادل. النهارده بنقعدها بال10 وال12 وال24 ساعه وما بنديهاش اجر في معظم الاحيان. اغلبهم يا دكتور او جزء كبير منهم بصراحه بيعملوا في يعني في حاجات خاصه، يعني بيروحوا الناس احنا بنخش بدايره مفرغه، الاجر قليل، بتقدر تشتغل في كذا مكان وفي عام وخاص وتضارب مصاري حتى في يعني عطائها في مجال التدريب والى اخره. يعني هو كله برضو نقول ان هي خدمه مكلفه جدا اكتر من الرعايات المركزه اللي احنا عندنا فيها مشكله مشابهه. احنا عندنا النظام الصحي اكتر حاجه فيه بتبقى حساسه هي علاج حالات الطوارئ والرعايه الحرجه، دي اكتر حاجه اللي هي الحالات اللي فيها حياه او موت في ظرف ثواني او ساعات. الرعايات المركزه الحضانات والطوارئ والنقل ده الاسعاف، والدول بتقاس يعني النظم الصحيه بتقاس جودتها بالكلام ده، معدل وفيات الاطفال تحت 5 سنوات، معدل وفيات الامهات، وقت انتقال المريض من مكان الحادثه الى المستشفى، دي معاملات قياس جوده النظام الصحي في اي دوله. طيب عايزه برضو اتكلم مع حضرتك، ذكرنا كده مع حضراتكم التمريض، كفاءه العمل نفسه، الحضانه نفسها محتاجه ايه، الادوات، المونيتور، كل الكلام، تكاليف، الاجور، كل الحاجات دي. بس عايزه كمان اتكلم على التحاليل.
برضو معامل التحاليل يا فندم تحس انها بقت النهارده مهنه حضرتك مهمه جدا جدا لان حصل مشكله كبيره في مصر في العشرة 15 سنه الاخيره مهنه ملا مهنه له لا ده بدات الحضانات تتفتح كوحدات منفصله صحيح. لا مع تحاليل ولا اشعه ولا موجود تخصصات اخرى في حاله زي ما انا بطمن بس الام والاب اللي ابنهم قاعد في حضانه اشار ان انا ممكن طفل يحتاج استشاري رمد استشاري قلب استشاري كلى لازم يكون في اشعه مقطعيه قريبه ما بقاش في العالم كله حاجه اسمها انتجريشن ان ايوه ان حاجه تتفتح وحده منعزله بتخصص واحد من غير ما يكون لها تواصل مع وحدات اخرى قريبه وسهله بدات كل المستشفيات تكون فيها كل الوحدات بحيث ان انا نمره واحد اوفر الخدمه تاني حاجه اقلل التكلفه ان انا لما اشتري جهاز اشعه مقطعيه بيخدم 3 4000 واحد غير لما اشتري لكل مستشفى لوحدها جهاز اشعه مقطعيه صحيح زي القصر العيني عامل تجارب مماثله كده وكل كل التطوير ومشروع القصر العيني للتطوير هيعمل تكامل راسي بين الاقسام بحيث المستشفى تكون الطوارئ كله موجود في مستشفى واحده بكل التخصصات بتاعتها ما بقاش في الفصل بتاع زمان طيب. فدي نقطه هتواجهنا برضو في المستقبل التحاليل إيه؟ هنقدر نشتغل عليها ازاي معامل التحاليل فيها جداً. مشكله كبيره طبعا أنا عايزه ظبط وعايزه رقابه عليها وعايزه زي ما حضرتك قلت ما فيش حاجه اسمها يبقى حضانه منفصله عن الاشعه وعن التحاليل ما هو انا هحكم الدكتور مجدي يعرف طبعا ان احنا عندنا مشكله قانون التحاليل الطبيه من سنه 54 وبيسمح لازم يتغير من اول خريجي كليه الزراعه لغايه خريجي كليه الطب والطب البشري والبيطري والصيدله والعلوم ومحدش عارف مين يعمل ايه وازاي فالدنيا عندنا محتاجه انضباط وتشريعي في الاول وبعد كده رقابي زي ما حضرتك بتقولي العلاج الحر يقدر ان هو نعرف كلية إيه بتخرج مين لازم يكون هناك برنامج تدريبي واحد في الجامعة حتى قانون الجامعات بنص على كده عدم تكرار البرامج التدريبية كل برنامج يعني تدريبي يخرج حد بتوصيف معين يشتغل حاجة معينة يعني ما ينفعش اللي أدربه على مثلا التحاليل في جامعة أدرب بمنهج تاني في جامعة تانية ما ينفعش إن أنا عشان أطلع صاحب معمل تحاليل إما أخش كلية الزراعة أو أخش كلية الطب ما ينفعش يدخل مفيش طب دولة في العالم كده صحيح. مش لازم تكون في طب ولا في زراعة في كلية أخرى مسؤولة عن المعامل بس لازم يكون برنامج واحد هو اللي بيؤهل للعمل في تخصص واحد طب ده سيادة النائب على طول رد قال ده قانون لازم يتغير طبعا. لازم يتغير طبعا متفقين على هذا الكلام في أربع مشاريع قوانين لتغيير قانون المعامل الطبية موجود. طب ده هتناقشوه في الدور القادم الجاي يا فندم محطوط على الأجندة محطوط إن شاء الله قانون التحاليل الطبية في أربع قوانين هرجع مع حضرتك الرقابة بقى الرقابة احنا دلوقتي من المسؤول عن رقابة الهيئات غير المملكة للدولة التي تمارس الطب في مصر هو إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة النقابة طبعا النقابة لا بتاع وزارة الصحة النقابة ليس لها علاقة خالص بالمراقبة النقابة بتسجيل دايما السؤال اللي بنسأله لو دكتور مع كل احترامنا وانا عارفة حضرتك من المتحمسين جدا للطبيب وده شيء بنحترمه فيك بس لو الطبيب أخطأ وده وارد يحصل في العالم كله أعاقبه ازاي يا فندم أشتكي لمين في مصر الدولة الوحيدة في العالم التي يتم شكوى الطبيب فيها في وزارة الصحة العلاج الحر وفي النيابة العامة وفي بعض الأحيان في نقابة الأطباء وفي بعض الأحيان في النيابة الإدارية ممكن. في نفس الوقت هل الشكاوى دي بتجيب نتيجة يا دكتور خالد ما هو دلوقتي الرد اللي في أغلب الأحوال بنسمعه إن دي مضاعفات العملية شوف حضرتك ما هنا في دايلما لا ما طبعا بيبقى في برضه يا فندم احيانا في حاجه اسمها المسؤوليه الطبيه لازم نعرفها المسؤوليه الطبيه دي بتحدد بالظبط هذا الخطا خطا فني مضاعفه ولا اهمال وتقصير ده جنايه ده جنايه وده مسؤوليه ده مين اللي بيحقق فيه المفروض النقابه اللي تفصله ولا مين إيه؟ النقابه اللي تفصله لا بصدد عمل لجنه خاصه عليا هو موجود دلوقتي الطب الشرعي اللي بيحدد فيها يعني الطب الشرعي دايما ففي قانون احنا مقدمينه مسؤوليه طبيه بتتحمل زي العالم كله ده جديد ولا ده موجود لسه لا ده جديد في طور النقاش في قانون المسؤوليه الطبيه تحديد الخطا احنا بنحاول ننقل النظم اللي موجوده في الدول انا مقدم ايه هو اللي مقدم في ثلاث او اربع قوانين متقدمه بنفس في انا مقدم قانون الدكتور ايمن ابو العلا مقدم قانون والدكتور اليزابيث الشاكر مقدمه قانون ثلاث قوانين مسؤوليه طبيه مقدمة. احنا بنحاول فض الاشتباك اللي حضرتك بتقول يعني مفيش النهارده لصالح المواطن والطبيب الاثنين المواطن ليه فايدتين هنا نمره واحد ان هو لما يكون ليه حق ياخده نمره اتنين ان هو ما يتحرمش من الخدمه الطبيه نتيجه خوف الطبيب من اجراء عمليات خطيره او شيء خوفا من اللي بيحصل النهارده هناك عشرات السنين
من استعداء المجتمع على الأطباء اللي هو بيسموه مسلسل إهمال الأطباء. ده ما فيش أي دولة في العالم فيها برامج بتطلع وصفحات كاملة في الجرائد بتطلع بأن الأطباء مهملين وإلى آخره. هناك هيئات معروفة لم يكن حد ليه شكوى بتبقى لجان محايدة أغلبية أعضائها مش أطباء علشان ما يتهموش إن هم يعني بيحابوا الأطباء وهم دول اللي هم بيقرروا وجود أربع واحدة من أربع حاجات اللي ممكن تكون موجودة. هل كان هناك جريمة طبية؟ لأن يعني في جرائم تجارة الأعضاء، الإجهاض غير الشرعي، ختان الإناث النهاردة مجرم في القانون، كل ما هو مجرم في القانون. في حاجة اسمها أخطاء بشرية اللي هي حاجات لازم تحصل بنسب معينة في أي حتة. سنة فاتت في الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف حالة. في حاجة ألف حالة إيه فندم؟ أخطاء بشرية اللي هي غير مقصودة ولازم تحصل لأن ده عمل بشري. في حاجة اسمها مضاعفات زي ما حضرتك ذكرتي وده جزء من المرض موجود في الكتب العلمية. هنا في مصر ما أنا بقول لحضرتك يعني أغلب القضايا اللي بتجينا حتى إحنا في الإعلام بنسمع الرد من الطرف الآخر إنه ده مضاعفة العمل. ما هو مش المفروض القضية تروح الإعلام، المفروض القضية تروح اللجنة المحايدة. أنا قلت لحضرتك عليها مش المفروض تيجي للإعلام بس بتجيله. طيب نوع المضاعفات بالذات لازم تتوضح. طيب كل النقاط اللي ذكرها دكتور خالد دي مشاريع لقوانين هتطرحوها يا فندم؟ معلش اشرح. لا هو اوريدي مشروع القانون المسؤوليه الطبيه بدانا نقاشه في دور النقاد ده وهنكمله ان شاء الله في دور النقاد الجاي، يعني قاب قوسين وادنى من الانتهاء منه. ده بيحدد ان في الخطا الطبي فعلا ولا ما فيش خطا طبي. ده قانون المسؤوليه الطبيه والمعامل ومرفق مع هذا القانون ايضا جزء لتعويض المريض عندما يثبت ان وقوع المسؤوليه الطبيه على الطبيب، فالمريض ده له تعويض كذا. هنتفق مع شركات تأمين عشان تعوض إجباري على الأطباء عشان لما يحصل خطأ من الطبيب يبقى شركة التأمين هي اللي بتتكفل هذا الأمر تلقائيا، مش محتاجة بقى مماطلة ما بين الطبيب والمريض فيحصل المريض على حقه المطلوب. لكن لازم نفصل ما بين مضاعفات معترف بها في كل المراجع العلمية ولها نسب مئوية في كل دول العالم وأخطاء ارتكبها العنصر البشري من أي من العاملين في الفريق الطبي أيا كان طبيب أو طبيب والتي تستوجب التعويض وليس الحبس ولا جرم، لأن دي مش جريمة. الحبس للجرائم الحبس للجرائم اللي قلنا أنها مجرمة عملت عملية وسرقت حاجة، إجهاض تجارة في الأعضاء البشرية أو الإهمال المتعمد. واحد سب مكانه ومشي ولا ما اتخذ إجراءات مكافحة العدوى بصورة جيدة ونطع عنه خطأ جسيم ده يتحبس. ده لكن خطأ بشري انه عمل عملية بدل ما يفتح هنا فتح هنا لا برضو فتح هنا وما فتحش هنا لو تتفق مع الاعراف العلمية بالنسبة للمعرفة يعني ما فتحش بمزاجي حضرتك فتحة الزايدة بنفتحها من ناحية اليمين، ما يجيش جراح يفتح لي من الشمال ويقول انا دخلت ادور على الزايدة ناحية اليمين وطلعتها، لا ده جرم فهنا يتحبس خلاص. ده مش مسؤولية الطبية بالنسبة برضو عشان اوضح للسادة المواطنين ما بيشتغلش يفتح يعني ازاي ده ساعات بيتفتح لها بعض الاحيان الزايدة الدودية في بعض الاحيان بتبقى موجودة تحت الكبد بتفتح من فوق في نسب معروفة عالمية. انا اديت مثال طالما بنراقب الطبيب ونشوف ان هو يعني داخل هذه النسب وان ما حصلش منه اهمال او تعمد تقصير في اداء الخدمه بيكون هو خطا بشري. يعني في حالات لحبس الاطباء لكنها مقننه هتكون مقننه ومشروطه ما تبقاش مشاع. يعني حضرتك قول لي حضرتك هو مشاع ايه يا فندم؟ لا 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 لا, 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 لا انا عندي طبيب يا فندم انا عندي طبيب عيون طبعا باستثناء شبكه الاعضاء. هرد على حضرتك بعد كده. لا انا عندي طبيب الميكروفون وقع او حاجه مش عارف الصوت شغال. طب الصوت دكتور مجدي شغال يا شباب؟ صوتي موجود تمام يا فندم. موجود عندي طبيب اعين حصل على يعني ربنا اكرمه وحصل على سنتين سجن وتعويض على مضاعفه معترف بها في كل كتب الاعين اللي في العالم كله، وهي حدوث تلوث ما بعد عمليه جراحيه داخل العين. دي نسبتها 2% او اكتر في مورفيلد اللي هي اعلى مستشفى اعين في العالم، في لندن موجود، في كليفلاند في امريكا موجوده، في اي مستشفى بيشتغل اعين موجود. فالمريض عمل العمليه وحصل له التلوث ده طب والطبيب حصل يعني ما شاء الله حصل على سنتين سجن وهو الان في السودان بيمارس بيشتغل معرفش بيشتغل ايه بقى هرب هو زي يعني الراجل لم يرتكب جرما ولم يخطئ فنيا وما عملش اي غلطه، لكن وارد جدا ان يحدث تلوث لهذا من بره. طب تلوث دي لينا احنا اللي مش اطباء زي حضراتكم مش فاهمين، ما اقولش انه بسبب التعقيم من الممكن من الوالد المفروض بقى ندرس حصل التلوث بعد مثلا شهر او شهرين من خروجه من غرفه العمليات
ما حدش فيها. طب الحكم ده صدر عليه بناء على ايه؟ مش كان في تقرير طبي يا دكتور مجدي؟ بناء على عدم وجود قانون يحمي الطبيب الان. ايوه ما فيش قانون يحمي. هو الطبيب يحاسب جنائيا كأنه تسبب في عاهه للمريض او قتل المريض. لكن العاهه دي مضاعفه ولا عاهه ولا جهل ولا اهمال؟ انا عايز اقول لحضرتك بس لابد ان يكون في جهه. يعني انا ادخل اعمل عمليه اطلع مش بس العمليه بايظه وعندي عاهه او عندي اصابه ثانيه يا فندم؟ مش ده جزء بتعمل عمليه وتموت وما بيطلعش حاجه على الطبيب؟ بتعمل عمليه بره في امريكا في انجلترا في كل دول العالم بيعمل عمليه وبيحصل حاله وفاه، بيشوفوا اسباب حاله الوفاه ايه والطبيب ما بيطلعش عليه حاجه خالص، واحيانا الطبيب يطلع مهمل ويحاكم. انا عايز اقول حاجه يا دكتور مجدي، لازم نفصل في هذا تماما. لازم الناس يوصل لها ان الطبيب مش هو اللي بيشفي المريض. الطبيب مسؤول عن اتخاذ الاجراءات، حتى في القانون يقول لك عليه بذل العنايه وليس عليه ادراك الغايه. لازم الاعلام يساعدنا والتعليم يساعدنا في وصول هذه الفكره للمرضى. ما يتم تسويقه الان ان الطبيب مسؤول عن احياء المريض في حاله انه او ان هو شفاؤه من الارض الموجود بالنسبه التي يريدها. حضرتك سالتي على اذا كان هناك احكام بالحبس. كل عام هناك عشرات الاحكام بالحبس. يمكن الاطباء ما بيتحبسوش لان بيتم ابتزازهم وبنلم من بعض فلوس وندفع للناس تعويضات ليتم التنازل عن الحق المدني حتى لا يحبس الطبيب، لكن ده بيؤدي الى حاجه، الاطباء يمتنعون الان عن عمل العمليات الخطيره ودي مشكله والمريض هيدفع ثمنها في الاخر. انا غرضي من هذا القانون طمانه المريض والطبيب، المريض ستعلم حقوقك وواجباتك واذا حدث خطا بشري فالتعويض خلال 6 اشهر موجود على طول دكتور مجدي. 6 اشهر حقق هيوصل لك في 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 النسخه دي. طمني كمواطن يا دكتور خالد انه قانون المسؤوليه الطبيه ده اللي البرلمان هيناقشه ان شاء الله دور العقد القادم بدأ ده بدا في مناقشته. طمني كمواطنه انه هيبقى فيه نص على انه في تقرير فني طبي هيفصل بيني وبين الطبيب بكل نزاهه. ده جوهر القانون بدون اي مجاملات او محاباه للطبيب. اللجنه اللي هتفصل ويديني حق كمواطن، اللجنه اللي هتفصل في الامر فيها ممثلين لحقوق المرضى من الجمعيات معترف بها، فيها ممثلين للقضاء، فيها ممثلين للمحامين، فيها ممثلين للشرطه، وفيها ثلاث ممثلين فنيين. يعني الاغلبيه ليسوا من الاغلبيه العظمى ليسوا اطباء، الأغلبية العظمى أهل قانون وأهل حقوق مرضى ومدافعين عن حق المرضى. طبعا الفنيين هيقولوا رأيهم واللجنة هتصدر قرار، واللجنة مع عرض قضايا يعني متتابعة، يبقى عندهم حد أدنى من المعلومات اللي هي مش موجودة دلوقتي، هيساعدهم من فهم الموضوع وهيطلعوا على المراجع والنسب ونتائج الدول الأخرى. مصر ليست يعني بالسوء الذي يتم ترويجه خالص من ناحية الخدمة الطبية. احنا مش بنخترع على فكرة، هو ده موجود في دبي وموجود في السعودية وموجود في كل دول العالم اللي هي قانون المسؤولية الطبية. واحنا كمان نقلنا احنا يا فندم عندنا مشكلة في التعامل في المستشفيات. يعني لا سمح الله ندخل بحد مصاب في حادثة ولا بتاع، طب سجل بياناتك، طب ادفع تأمين، طب الدكتور هينزل يشوفك. في برضه عندنا شوية حاجات كده يعني ليه علاقه مع يعني ده علاجه حضرتك. التامين الصحي التامين الصحي يلغي هذا. احنا بنضغط للتطبيق، لكن هل ايضا دكتور خالد ربما حضرتك محق، الخدمه الطبيه في مصر ليست بالسوء اللي بيصدر. حضرتك معاك حق، ولكن حضرتك لا انا هقول المعلومه لازم المشاهد يسمعها. انطباع الجمهور ده او المواطنين ده ما جاش من الفراغ يا فندم. يعني ترتيبنا يا فندم على العالم وفقا لتقارير منظمه الصحه العالميه ال 63 من 145 دوله لا يسبقنا من الدول العربيه الى الكويت والامارات ولبنان، واعتقد ان واللي الاطباء المصريين هم القائمين على النظام الصحي برضه لا يسبقنا من الدول العربيه. يعني العيب مش في الطبيب المصري، الخدمه الصحيه المقدمه في مصر تفوق دول كثيره جدا. احنا ما نعتقدش انها تفوق. طيب انا عايز ادخل احنا الحقيقه دلوقتي لما المريض بيموت ورحمه الله عليه، الاطباء بتحطم والمستشفى بيحطم والتمريض بيحطم. يعني انا النهارده في حد مات، انا اتضرب ليه كطبيب؟ هو انا يعني هل انا من يحدد موعد الموت؟ لا 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 يعني هل انا من يخطف الارواح؟ يعني المساله وصلت لمرحله من 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 زي ما كان دكتور ان في نوع من التصيد ونوع من التعنت ناحيه الاطباء، لدرجه انه مجرد ما يحصل حاجه قد تحدث في الدنيا كلها، الاهانه اللي بتحصل للطبيب. طب الطبيب بيشتغل ازاي في هذا الجو؟ يعني ازاي طبيب يشتغل وهو عارف ان اللي بره مستنيه لو حصل اي حاجه هيعتدي عليه ويفتك بيه، وهو عارف انه ممكن يفقد حياته وممكن يتحبس لا الحبس سهل، المهم يطلع من المستشفى يروح بيته. وده المجتمع بيدفع ثمنه، لان في حاجه اسمها دلوقتي الممارسه التحفظيه. انا لما اكون عارف ان انا ممكن يترفع عليا قضيه واخش السجن واسرتي تتشرد او اتضرب او اعمل،
كل قراراتي بتبقى حتى يعني حتى لو انا شجاع لكن عقلي الباطن جواه بيحاول ان هو ياخد الحاجات اللي تبعدني عن الحاجات دي، فما اعملش عمليات صعبه، ما اعملش عمليات خطيره. هقول نقطه قد تخوف ناس كتير، في حالات كتير بنقعد نلف بيها على المستشفيات وبترفض المستشفيات جميعا دخولها، وبيفضل يروح من المستشفى 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 لغايه ما ما ما, ما تذهب روحه الى بارئها بسبب حاجه واحده بس، ان مفيش مستشفى حتى لو حكومي عنده استعداد يدخله يتحمل المسؤوليه يتحمل مسؤوليته. عارفه لو هو حاسس انه محمي اول مستشفى هيقابله هيدخله، انما هو عنده خوف يقول عندي ليه خليه بره، وانا عندي مسؤوليتين هنا، لازم الناس تتفهمه في مسؤوليتين، لازم المريض يشعر بامان. عندنا يا فندم انا كنت بقول حالا ان انا الف بالمريض على كذا مستشفى لهذا لهذا الطبيب او الرعاية بيحس ان الحاله يعني طاب قوسين او ادنى من الانتهاء، فاذا انتهت عنده هو هلأ. ده طبعا موضوع مهم وموضوع ومشروع موضوع مهم جدا، لازم مسؤوليتين يا فندم، فيهم جزء قانوني اللي احنا اتكلمنا عليه وفيهم جزء مادي. انا النهارده لما استقبل عيان في حادثه مثلا وانا عارف ان هو متكلف ممكن يكلف في الليله الواحده 150 او 200 الف جنيه، هيخش رعايه مركزه ويتركب له شرايح ومسامير او وممكن يتعمل له عمليه قلب مفتوح طويلة. لا ده انا بكلم لك في ليله واحده ليلة. وبعدين اجي ادور انا طالع لي قرار رئيس وزراء ان انا اعالجه مجانا وان نفقه الدوله هتدفع لي التكلفه، اروح بعد كده بعد ما دفعت هذا المبلغ نفقه الدوله تقول لي لا ده انا عندي اليوم ب 3000 جنيه، طب وال 120 الف جنيه اللي انا دفعتهم دول مين هيدفع؟ دي المشكله الثانيه. انا موضوع الفلوس برضو موضوع الدعم وموضوع المجتمع المدني ده كله بيخليني اروح برضو لمحور ثاني، ازاي ممكن المجتمع المدني يساهم في ده؟ وحضرتك قلت مجتمع اهلي والقانون نص على كده وجود المجتمع الاهلي ومشاركته. الحقيقه ان كان في تجربه محترمه جدا من مؤسسه صناع الخير دخلوا في موضوع الحضانات، واعتقد ان هم عملوا بالفعل انجاز في الاقصر وجمعوا مبالغ ماليه وقاموا بانشاء حضانه هناك. انا التجربه دي الحقيقه تهمني قوي ان احنا نسلط الضوء عليها، مع انه في الاعلام الحقيقه احنا ناقشناها كتير، لكن لما اتكلم على دور المجتمع المدني هنا لازم نشير لهذه التجربه ونفكر بها الناس ونعرف ازاي ممكن بقى نكتر منها، يعني زي ما بيقولوا هاو تو ماكسمايز التجارب دي. خلونا ناخد هاتفيا الاستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسه صناع الخير. يا اهلا بيك يا استاذ مصطفى. اهلا وسهلا بحضرتك من بنشيد الحقيقه بتجربه الحضانه اللي عملتوها في الاقصر، عايز اعرف بس التجربه دي كانت الياتها ايه، اخذتوا وقت قد ايه عشان تشتغلوا فيها، ليه اخترتوا الاقصر انكم تبداوا بيها، وهل انتم مكملين في موضوع الحضانات؟ انا عارفه ان ليكم انشطه تانية طبعا ليها علاقه بالعيون وعمليات اخرى، بس عايز اعرف يعني موضوع الحضانات ده اشتغلتوا فيه ازاي يا فندم وصلتوا فيه لايه؟ حقيقه خليني اشكر حضرتك على فتح الملف ده، لان يمكن احنا كمجتمع مدني كنا نعاني من بعض العجز دايما في الحضانات في اقليم او جنوب الصعيد بالتحديد، كان في بعض الاسر بتقطع مسافات كبيره جدا من الاقصر او انا الى جامعه اسيوط او في بعض الاحيان الى اسوان، وده كان احنا بنلف القرى دايما بنشوف في حملات العيون وحملاتنا في الفيروس وكل الانشطه اللي كنا بنحاول نقضي على قائمه الانتظار فيها لبعض الامراض من كل الجمعيات الاهليه اللي كانت بتتعاون معانا، فوجدنا ان كان في ازمه كبيره جدا في محافظه الاقصر بالتحديد، وتعاوننا مع وزاره الصحه تم تخصيص مكان لانشاء مركز حضانات في المحافظه نفسها ومدينه الاقصر بالتحديد. الحمد لله بدانا ب 20 حضانه والمركز دلوقتي يمكن 20 حضانه؟ اه 20 حضانه والمركز دلوقتي يمكن اكتمل في 20 كمان تم تخصيصهم من صندوق تحيا مصر بعد عرض الموضوع على السيد الرئيس، ومساهمه من القوات المسلحه ب 20 اخرين، فيمكن المركز وصل لاكثر من 60 او 70 حضانه حتى الان. كان في اشراف من المحافظ بشكل مباشر على كافه الاحتياجات. المشكله الكبيره كانت بتواجهنا هو نقص التمريض، مش فكره الحضانه، يعني دايما عندنا الحضانات الحمد لله بنعرف نوفر من اهل الخير او من الشركات او من المسؤوليه المجتمعيه القطاع الخاص بيقدروا يشاركوا ويساهموا معانا، والحقيقه اتنقلنا لمحافظه سوهاج فيما بعد ثم اتنقلنا لمحافظه اسوان وبدانا انشاء ايضا مركز اخر للحضانات، لكن الازمه الكبيره كانت بتقابلنا دايما انك تقدري توفري التمريض اللي بيتم تدريبه بشكل جيد، الاشراف الطبي المتخصص. انا لسه ضيوف الكرام كانوا بيتكلموا في الجزئيه دي محدده، التمريض المتخصص اللي فاهم يتعامل ازاي مع الحضانه، مش اي ممرضه ممكن تكون مشرفه على حضانه. اه لازم بيكون لهم تدريب معين ومتخصص، وده الحقيقه كانت الازمه الكبيره اللي بتقابلنا وبنحاول نتغلب عليها. بعض المتخصصين من الاساتذه في الجامعات المصريه بيشاركونا في ده وبيحاولوا يدربوا ويوفروا لينا الكوادر المدربه بشكل متخصص في
رعايه الاطفال اللي في الحضانات، لكن الامر كمان يمكن شويه في الصعيد كان بيمثلنا صعوبه اكبر. يعني كل ما بندخل في جنوب محافظات جنوب الصعيد كانت المشكله عندنا اكبر في توفر العناصر ديت. الحقيقه بدانا نتكلم مع السيد وزير التعليم العالي، وكان الدكتور احمد عماد لما كان فتره وزاره الصحه ان نبدا نشوف برامج تدريبيه متواصله طول العام، يعني على قدر الامكان بنحاول نعمل ده الفتره ده ثاني ونعيد الصياغه مع الساده الوزراء سواء وزيره الصحه ان شاء الله او السيد وزير التعليم العالي، نوفر ده من خلال الجامعات المصريه ويكون ده الشراكه اللي بين المجتمع المدني وبين الجامعات المصريه. في حاجه في تشريعات البرلمان يا استاذ مصطفى محتاجينها؟ في اي حاجه قابلتوها طول فتره عملكم دي حسيتوا ان في قانون محجمكم شويه في التعامل مع فكره الفاندنج او الدعم المادي او انشاء الحضانات دي؟ لا، هو الحقيقه كان ده بخصوص بشكل عام قانون الجامعات الاهليه، وده خلاص تم يعني الموافقه عليه او اتخاذ القرار، واللائحه اظن بتتنفذ دلوقتي او بيتم تطبيقها الفتره الحاليه من خلال النظام الاجتماعي. انما ما فيش عائق بيقابلنا ولا من الدوله بشكل عام يعني كحكومه. الامر بس يبقى عندك عكس في العنصر البشري المدرب بشكل كفء اللي يقدر يقوم على رعايه الاماكن. انا ممكن اجيب اكثر من 1000 حضانه، ما عنديش مشكله دلوقتي كمجتمع مدني ان احنا نوفر، لكن للاسف الشديد هتوفر الحضانات تشغيل توفريها في كل القرى او النجوع او المحافظات، ومش هنلاقي العنصر اللي يحافظ عليها او يشغلها بشكل فيه كفاءه وفيه احترام حتى للطفل اللي موجود داخل الحضانه دي. للاسف الشديد عندنا حضانات كانت موجوده في هذه المحافظات وتم اهدارهم او عدم الصيانه بشكل في امانه وفي حفاظ عليها، وده بيفقد يمكن للدوله موارد كبيره جدا. يعني اكتشفنا ان كان في مراكز فيها حضانات في بعض المحافظات ديت ومفيش اهتمام ولا صيانه ولا تدريب ولا اي نوع من الاهتمام بيها، وده شيء احنا كنا حزينين جدا ان احنا نبدا نعمل نفس المشروع تاني وبيحصل نفس المشكله. فده اللي احنا بنوجه الرساله دايما لكل المسؤولين في الدوله، ان احنا عاوزين تكاتف من كل الجهات سواء التعليم العالي او الصحه، ان يكون عندنا عناصر مدربه بشكل كفء. ده اللي هيفيد المحور ده او النشاط اللي بنشتغل فيه. انا الحقيقه ما كنتش متخيله ان انا في كلامي معاك يا استاذ مصطفى هعرف منك انه فكره توفر التمريض والعماله البشريه اصعب بكتير من توفير الفلوس نفسها. يعني ده ما تخيلتش الحقيقه ان الصعوبه والتحدي الكبير هيبقى هنا في المنطقه دي. لا الحقيقه ده التحدي، يمكن حضرتك نزلتي معانا بشكل شخصي في مبادره عينيك بعينينا لمكافحه الكفاءات العامه، وشفتي قد ايه لما توفر معانا عنصر بشري الاطباء النمط في مصر الحمد لله على اعلى الكفاءات. الاطباء والفنيين التكنيشنز الناس دي كلها كانت متوفره الحقيقه، كانوا عاملين شغل هايل. مابقاش عندنا مشكله هنا في العنصر البشري، فكان اجهزه كنا معانا او طبيه عملنا حمله في العيون بالذات مستشفى كامله في منطقه حلايب وشلاتين، ما كانش عندنا اي ان معايا عناصر طبيه على اعلى مستوى بتدرب اطباء في افريقيا. ولحد دلوقتي انا عاوز اقول لحضرتك ان احنا في كينيا وتشاد وبعض الدول الافريقيه معتمدين اعتماد كلي وجزئي على الاطباء المصريين وعاملين اسم كويس جدا في مجال الرمض بالتحديد في افريقيا. فاحنا ما عندناش ازمه في الاطباء مثلا في تخصص زي الرمض على سبيل المثال، ويمكن بيلجا لنا بعض الدول الخليجيه دلوقتي وبعض الدول الافريقيه ان احنا يعني بيطلقوا على مصر المركز الاول في العلاج بامراض العيون. يعني فانا بديكي مثل بالجزئيه بتاعت مثلا العيون مقارنه بمشكله الحضانات في مصر. بالظبط، انه انت ماشي في الطريقين بس عندك طريق فيهم متوفر فيه العماله البشريه فمسهل لك الدنيا جدا. صحيح. وعندك موضوع الحضانات ده اللي عندنا فيه ازمه طبعا. صحيح مظبوط يا فندم. بشكرك جزيلا. ثواني يا استاذ مصطفى، اتفضل يا دكتور. ان زي ما كل ما بتكلم مع سياده النائب قبل الهوا ان احنا في وزاره التعليم العالي ابتدت لكسر الحلقه اللي موجوده في العامل البشري عن طريق المستشفيات الجامعيه. قانون المستشفيات الجامعيه الجديد البرلمان طلعه، لائحه تنفيذيه تم الانتهاء منها تقريبا، توجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وبنشاط ملحوظ من الدكتور حسام عبد الغفار امين عام المساعد للمستشفيات. دي هتكسر الحلقه عن طريق الثلاث حاجات الاساسيه. المشاكل اللي عندنا في مصر ان توافر الخدمه البشريه ودي محتاجه اجور، ظروف العمل من ناحيه التفرغ وعدد ساعات العمل الى اخره، والمستلزمات والامكانيات. الثلاثه دول حلولهم موجوده عن طريق
توأمة ما بين النظام الجديد وبين قانون التأمين الصحي. ولسه كنت بتناقش مع سيادة النائب. يعني نقدر ناخد العمالة من هنا لهنا يا فندم؟ لا، هتبقى احنا هنتعاقد وهنبتدي بنفسنا نظام جديد للصحة في مصر مشابه لما هو موجود في كل الدول الغربية. عشان الناس تدخل اكتر وبنكلم سيادة النائب ولجنة الصحة ان هي تبتدي تكلم المؤسسات الاخرى في وزارة الصحة زي التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية تغير من نفسها بنفس النمط بحيث يكون هناك تفرغ للأطباء والتمريض ويكون هناك تخصص ويعني تعاقدات مع التأمين الصحي بأسعار فعلية توفر العامل البشري اللي الهيئات أشكرك يا أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى زمزم مصطفى ده مهم قوي. بشكرك، هو فعلا موضوع مهم والتجربة اللي عملوها الحقيقة كانت هايلة. لا هي مش تجربة واحدة، هي تجارب كثيرة. بس يعني فكرة العمل على الحضارات، أنا الحقيقة في مبادرة ابتديتها قبل العيد بيوم. كنت كلمت السيدة الفاضلة الدكتورة هالة زايد وزير الصحة على أنه مشكلتنا كلها الريف، ومشكلتنا كلها في المستشفيات التكاملية اللي لم تكتمل ولم تؤدي دورها لغاية النهاردة في القرى الأم. يعني كل قرية أم كبيرة فيها مستشفى تكاملي محترم أصبح مهجور. الدور الأول واللي احنا فكرنا في لجنة الصحة في 9 حلول للمستشفيات التكاملية، مفيش حل منهم وصلنا له أو اشتغلنا فيه، إنما الحل الأمثل والوحيد هو أن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والكلام ده تتولى هذه المستشفيات. انا عرضت الفكره على الدكتوره هاله زايد، الحقيقه يعني بمنتهى الترحاب قالت بص حضرتك اعمل اللي انت عايزه. هي متعاونه قوي جدا، بس بتسمع الافكار بس يعني. بس حاجه واحده بس، مش هقدر اجيب لحضرتك اطباء، مش هقدر اجيب لحضرتك تمريض عشان ده نقص يا فندم. تمام. ابتدينا في قريه اسمها مزوره، اتفقت مع روتري، نادي روتري جيزه كرنك. رحنا القريه زرناها، هيحتاجوا 6 وحدات غسيل كلوي، ماكينات، هيحتاجوا 4 حضانات هنوفرها لهم، وبرضو بالتعاون مع الناس هناك هنخلص كل هذه، شوية بنيان، شوية حمامات، شوية أبواب، المبنى موجود لكن مبنى ما فيش، فهيتم إصلاح هذا كله. وهنعمل زي مجلس أمنا، ده وفقا برضو الاتفاق مع الوزيرة، مجلس أمنا أو جمعية شرعية، جمعية أهلية مشهرة هناك تدير هذا المكان، تتعاقد مع الأطباء، تشغل الحاجات دي كلها بأجر، لأنه الطبيب لو لقي فيه أجر هيروح يشتغل، وهيبقى بعد فترة دوامه أو بعد فترة شغله في المستشفى الحكومي ممكن يروح يشتغل ويتناوبه على تشغيل. لو أنا حليت مشكلة القرى دي كلها وعملت 377 مستشفى تكاملي في مصر كلها، لما أجي أطبق بقى التأمين الصحي الشامل في الشرقية والغربية والمنوفية والبلاد اللي فيها قرى، مش هلاقي المشكلة اللي هتقابلني من انعدام الرعاية الأساسية لو جيت التأمين الصحي فجأة ما لقيش عنده خدمة في الريف. خدمة الريف هي 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 البيز لاين، هي الأساس لبدء التأمين الصحي. هي المشكلة اللي بتواجه المجتمع المدني. فدي مبادرة تانية مع المجتمع المدني. هو زي ما قال الأستاذ مصطفى، هو عنده فلوس لكن لما يجي يحاسب الدكتور ما يقدرش يزود سعره كتير عن اللي موجود في وزارة الصحة، لو ما فيش، لأن عليه رقابة. ده اللي الوزيرة اتفقت على فلازم هاي. الأسعار تتغير في المستشفيات العاملة، هي صانعة السوق. يعني إيه يا فندم؟ 3 جنيه كشف 3 جنيه يعني كشف 3 جنيه لو سؤال. أنا عندي مبادرة ومعايا الفند تمام، الاستمرارية، وعايز أجيب ماشي سستينبل. أيوة فندم. أنا جبت المكان وعايز أجيب أطباء وتمريض. حضر وعندي المقدرة إن أنا أدفع لهم زيادة. لا ما يقدرش، لازم بقى حد يعني. أنا أكشف ب 10 جنيه، 5 جنيه للدكتور و5 جنيه للمكان. طب ادي الطبيب والتمريض ما يقدرش يا فندم، هو عنده قوانين بتحكمه في الصرف مقارنه بالاسعار اللي موجوده. ده قانون ايه؟ ده قانون الخدمه المدنيه، ده قانون قانون الجمعيات الاهليه. الجمعيات الاهليه فهو يعني حتى يكون صانع السوق اللي هو المستشفيات العامه. زي عشان كده انا قلت لحضرتك احنا ابتدينا بالمستشفيات الجامعيه، واملنا ان هي تكون قاطره تجر معاها كل المستشفيات التابعه للدوله، وهيكون في هيصدر خلال شهر هيئه المستشفيات العامه التابعه للدوله، هتوحد كل المستشفيات، يبقى عندنا هيئتين، المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه وهيئه المستشفيات التابعه هيئه المستشفيات. مين اللي بيراقب على الهيئتين؟ نعم، مين اللي بيراقب على الهيئتين؟ يعني ايه بيراقب على الهيئتين؟ الاداء. لا هو في حد في هيئه رقابه وجوده، ده بعد كده هتراقب على الكل، والبرلمان بيراقب. البرلمان هيراقب على الجميع. طيب يعني ان شاء الله. كلمه اخيره من حضراتكم، ويا ريت حضرتك يا دكتور خالد تكون الكلمه دي لها علاقه بالعلاج الحر، ما تكلمناش برضو على حكامتها، تكلمناش على الرقابة الكاملة عليها. لو في طبيب عندي مشرف على حضانة وهو عنده حضانة تانية برة، المشكلة اللي أثيرت طبعا بشأن تضارب المصالح في أن بعض الأطباء والإداريين لديهم أو شراكات موجودة في مؤسسة صحية، دي طبعا لازم
القرار التعيين في العلاج الحر يعني يكون في هناك ضمانة أن عدم وجود تضارب في المصالح، أن أنا لا أمتلك وحدة خاصة يمكن يعني إيه أن أنا أكون في نطاق الرقابة بتاع العلاج الحر بصفة عامة، مش لازم يكون في المكان. العلاج الحر برضو مظلوم، أنا برضو مش عايز يعني الميزانية بتاعته، عدد الناس اللي موجودة أنا عندي في مصر أكتر من 90,000 منشأة صحية، كل واحدة فيهم لازم تزار كل شهر مرة، لو ضربت حضرتك 12 في 90,000 هنجيب منين ناس تزور للناس دي كلها؟ يبقى لازم برضو نقول ان قانون التأمين الصحي هيوفر جزء من التمويل هيكون للرقابة، وهيكون في هيئة كاملة مستقلة، هيئة الجودة هي دي، يعني هيكون في رقابة ذاتية لان كل مستشفى هتروح تطلب الجودة، وهتيجي تفتيشات، في تفتيشات مفاجأة وفي تفتيشات عشان خطر تعتمد يعني، فهيبقى في حراك طيب مختلف تماما عن النظام الحالي. في الحراك المختلف اللي احنا بننشده واللي شايفين ان فعلا في خطوات على الارض عشان نوصل له، هل فعلا يا فندم هنوصل انه ما نلاقيش طبيب او اداري زي ما حضرتك قلت عنده تضارب مصالح، عنده هو مشرف على حضانة وهو عنده حضانة تانية برة خاصة بيه؟ شوفي حضرتك ربنا خلق الدنيا في 6 أيام، ولو ده حصل احنا عندنا ميراث عشرات السنين مش هيتغير في يوم وليلة، لكن احنا بنسعى بقوة للتغيير، واعتقد ان قدامنا سنوات هنقدر فيها نحقق يعني مدى جيد من التقدم في المجال الصحي. بشكرك يا دكتور سيادة النائب. اعتقد ان احنا بادئين فعلا في تغيير، واعتقد ان في حملات كثيره جدا في الفتره الاخيره للعلاج الحر على اماكن كثيره من المنشآت الخاصه والكلام ده كله، وفي شكوى حتى بدات تظهر، وطالما الناس بدات تشتكي ان العلاج الحر مركز عليهم يبقى في حمله الحقيقه في الفتره، لكن المشكله كلها في تضارب المصالح، ان يبقى في العلاج الحر نفسه حد بيشتغل وده لابد او ما بياخدش مرتب كافي او ما بياخدش مرتب، ده موضوع لا بس انا الحقيقه برضو حتى لو ما كانش بياخد مرتب كافي حتى لا يا دكتور خالد لا معلش لا لن ابرر له لن ابرر لا يا فندم لا يبرر لا يبرر له نهائي، هو ارتضى بهذا المرتب ما يعملش بقى نوع من انواع الفساد باي شكل من الاشكال، هيفسد يخرج من هذه المنظومه. الحضانات هل يعني على فكره بشرى برضو عندنا روشته فيها نقاط سريعه بس لعلاج الازمه دي، في 2300 حضانه من خطه الحكومه الحاليه مستهدفه في المستشفيات الجامعيه، مش كفايه في 2000 لا اوريدي لا في 2000 حضانه الحقيقه انا علمت كده ان تم الاتفاق عليهم وهينزلوا في المستشفيات الحكوميه، يبقى عندنا دلوقتي 6 و2000 و2000 هيبقى عندنا حوالي 10,000 حضانه وهتزيد، لكن ده كله في سنه فهنبقى مقربين احنا بقى لنا 40 سنه 40 سنه عندنا 4,000 حضانه، لما السنه دي يبقى 10 عظمه، لو وصلنا 10,000 حضانه فاحنا بنتكلم ان شاء الله على ان احنا بدانا نقرب من ال 25 لل 35 السنه اللي بعديها 10 السنه اللي بعديها 10 اللي احنا محتاجينها باذن اعتقد الله. ان احنا ابتدينا خطوات محتاجين هو ال 15 سنه بتوع التامين الصحي نقدر فيهم نغير النظام نوصل لمرحله عظيمه يعني في امل ولادنا ان شاء الله على شريطه يشوفوا مستقبل شريطه طب احنا ما اي حد اي حد يرتضي باي مرتب والا يمشي لا صح النقطه دي مش هيسيبها لك لا لا ولا الدستور بينص على ان كل عمل مقابل اجر ولن يتفق عليه لازم يكون احنا ارتضينا دكتور خالد انا بشكر حضراتكم جزيل الشكر سياده النائب الدكتور مجدي مرشد عضو لجنه الصحه بالبرلمان واستاذ طب وجراحه العين وليس العيون بكليه الطب ودكتور خالد سمير امين صندوق نقابه الاطباء السابق واستاذ جراحه القلب بطب جامعه عين شمس شكرا لحضراتكم بعد هذا الفاصل مقترحات برلمانية بفرض ضريبة على الشقق المغلقة وما يقال أنه عندنا 12 مليون وحدة سكنية في مصر مغلقة هل إحنا فعلا عندنا أزمة سكن ولا ما عندناش بعد هذا الفاصل الشقق المغلقة هي مشكلة قديمة تستعصي على الحل منذ عشرات السنين حيث كشفت بيانات تعداد سكان 2017 والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان بنسبة 29.1% من إجمالي عدد الوحدات في مصر ما يعني أن هناك ثروة عقارية تقدر بمئات المليارات معطلة لا يستفيد منها أحد ها
هذه المشكلة التي تسببت في أزمة سكن وهمية على مدار عشرات السنوات في مصر. فقد حرم المستأجر من الاستفادة من كثرة المعروض من الشقق وبالتالي انخفاض الأسعار، وحرم المالك من تحقيق الاستفادة المالية من تأجير وحدته في الوقت الذي تسعى الحكومة جاهدة ممثلة في وزارة الإسكان في شق الصحراء وإنشاء مدن جديدة يتخللها آلاف الوحدات السكنية. وهذا الأمر يتطلب ميزانية ضخمة كان من الممكن توفيرها في أغراض أخرى تنعكس على حياة المواطن مثل الصحة أو التعليم. إغلاق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يعد استثمار معطل الوضع الذي فتح باب المطالبات والاقتراحات بسن تشريع عاجل ينظم قطاع الإسكان في مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقاري المصري حفاظاً على ثروة مصر العقارية والتصدي بكل حزم لهذه الظاهرة التي تعد فوضى سكنية وهو ما لمسناه ونعيشه الآن على أرض الواقع. ملف الوحدة السكنية المغلقة سيكون أحد الملفات المهمة والعاجلة في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب. فعلى الرغم من أن هذا الملف مفتوح في مجلس النواب منذ بداية دور الانعقاد الثالث في أكتوبر 2017، وتقدم عددا من أعضاء البرلمان بمشروعات قوانين تقضي بفرض ضريبة قدرها 10% من القيمة الإيجارية للوحدة في حالة إغلاقها وعدم الاستفادة منها، إلى أنها لم ترى النور حتى الآن. يأتي ذلك وسط تأكيدات من جانب أعضاء البرلمان بضرورة التعامل مع الشقق المغلقة وإعداد حصر دقيق لها وفقاً لقاعدة بيانات صحيحة حول العدد الفعلي والوقوف على أسباب الغلق تمهيداً للتعامل مع هذه الأزمة. على الجانب الآخر، حذر بعض خبراء القانون والدستور من وجود شبهة غير دستورية تحيط بمقترح فرض ضرائب على الشقق المغلقة، حيث أنه لا يجوز فرض ضريبة على الوحدات التي لم تدر دخلاً، وهذا يعني أن هناك شبهة عدم دستورية تلحق هذه التعديلات في حال خروجها للنور. ولكن يبقى السؤال، كيف يتم الاستفادة من تلك الوحدات السكنية المغلقة والثروات المعطلة في وقت يعاني فيه مجتمع من أزمة سكن؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم. موضوع الحديث فيه بيتجدد من فترة لأخرى، يمكن كان من الأسباب الرئيسية لظهوره مرة تانية على الساحة الفترة الأخيرة دي هو نتائج عملية التعداد اللي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود ما يقرب من هكذا يعني كتب في التقرير 45 مليون وحدة في مصر، منهم 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان. يعني النسبة هنا بنتكلم على 29.1% من إجمالي عدد الوحدات في مصر. طبعا الرقم كبير جدا، خصوصا ان احنا بقالنا سنوات طويلة قوي بنتكلم ان احنا عندنا أزمة سكان، أزمة يعني سكن، ما عندناش أزمة سكان الحقيقة، ما شاء الله السكان عندنا عددهم كبير، عندنا أزمة سكن. ولكن في النهاية ربما البعض بيرى أنه كانت دي أزمة وهمية لا وجود لها مع وجود 12 مليون وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة. هنتكلم على هذا الموضوع، وهل المقترحات اللي بتتكلم على فرض ضريبة على هذه الشقق المغلقة ده كلام منطقي ولا لأ؟ لأنه في النهاية الرجل في الشارع يقول لك يعني ايه، انت عايز تدفعني ضريبه شقتي وانا حر فيها، انا عايز اقفلها، عايز اسكن فيها، عايز اعمل اللي انا عايزه، دي شقتي، بتفرض عليا ضريبه ليه؟ بنتكلم على 10% تقريبا من القيمه الايجاريه للشقه، وازاي هتحتسب هذه القيمه الايجاريه؟ كل دي حاجات هنتكلم فيها مع ضيفي الكريمين، المهندس معتز محمود رئيس لجنه الاسكان بالبرلماني، اهلا بحضرتك. والمهندس طارق شكري رئيس غرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعاتي، اهلا فهم بحضرتك، منورنا. سياده النائب، موضوع الشقق المغلقة مش أول مرة نتكلم فيه ولا يظهر على السطح، بس رجع تاني وفي مقترحات بفرض ضريبة 10%، والناس في الشارع في المجمل كده قالت لك لا ده مش عدل، و
شقتي وانا حر فيها؟ طبعا حضرتك يعني لازم نكون واضحين ان مفيش حاجه اسمها ان انا عايز افرض ضريبه او اقطع في البرلمان ان انا افرض ضريبه على الشقق المغلقه. حضرتك احنا بنقول احنا في مصر اتفضلتي وقلتي ان انا عندي ازمه اسكان. هو حضرتك انت ما عندكش ازمه اسكان ولا حاجه؟ سكن. سكن ازمه السكن ما عندكش ازمه سكن. المشكله ان دخل المواطن لا يتناسب مع تكلفه انشاء الوحده او ايجارها. بمعنى انت الحد الادنى للدخول عند حضرتك 1200 جنيه. المتعارف عليه دوليا ان حضرتك بتاخدي 25% لماكسيمم 30% الايجار. ف 30% حضرتك من ال 1200 400 جنيه اما قارنيها بتكلفه بقى انشاء الوحده او ايجارها مش هتجيب حاجه. يبقى دي المشكله. لكن انت معاكي فلوس بكره الصبح هتسكني في احسن حته وتاجري في احسن حته. يبقى انت الوحدات دي متوفره. عشان كده حضرتك الحكومه بتعمل الاسكان الاجتماعي. ليه؟ لان الاسكان الاجتماعي بيبقى ايه؟ بتدفع 40-50 ألف جنيه وبتدفع لك 400 جنيه 600 كل شهر، يبقى متناول طبقات كتيره من الشعب. عشان كده دايما لما بيتم طرح وحدات اسكان اجتماعي بتخلص هوا. يبقى المشكله ايه حضرتك بقى؟ كتير. ان مش الشقق المغلقه، هي المشكله ان دخل المواطن ده مش متناسب مع الايجار. يبقى مهما فرضت من ضرايب على الشقق مش هتجيب نتيجه. تمام؟ طيب احنا بنقول ايه بقى حضرتك؟ موضوع الضريبه العقاريه في حد ذاته المفروض طبعا طبقا للقانون الحالي ان سنه 2018 هيتم اعاده تقييم الوحدات تاني. هتنزل لجان تقيم وتعمل تقييم للارض وتقييم للمبنى وتعفي 30% وتاخد 10% من القيمه الايجاريه في السنه. الحقيقه هحسبها ازاي دي يا سياده النائب؟ ما انا عشان كده بقول لحضرتك هحسبها ازاي. عشان كده انا تقدمت بقانون جديد هيتم مناقشته في دور العقاد الجاي لمجلس النواب. اسمه ايه؟ قانون العوائد. العوائد وليس الضريبه. انا ضد حضرتك ان نفرض الضريبه على سكن. حضرتك قانون العوائد كان زمان بيمثل 20% من دخل الموازنه بتاع مصر. وممكن احنا قانون العوائد ده لو احنا عملناه صح اقدر اجيب فيه من 15 ل 20 مليار كل سنه من غير ما نجد الناس ومن غير ما نتعب الناس ومن غير ما نغالي. ازاي هجيب العوائد دي منين؟ من الناس. هقول لحضرتك ازاي. حضرتك الهدف من القانون اساسا ايه؟ ان اي دوله في العالم فيها قانون خاص بالعوائد. ده هدفه يا حضرتك ان انا بعمل صيانه للمرافق وبجمل الحي اللي انا فيه. يعني حضرتك ساكنه في حي المفروض بتدفع ضريبه العوائد دي عشان تعمل لك شان الصف الصحي والميه والغاز والطريق تعمل الجنينه او القمامه والكلام ده كله. تمام؟ حقيقة قانون العوائد كان موجود سنه 1884 وتعدل عليه 20 مره. ده اللي هو الخدمات المنفصله اللي بدفعها؟ بدفع غاز وبدفع كهرباء وبدفع نظافه. ايوه دي تدفعيها. لكن احنا عايزين نقول تجميل المنطقه والصيانه اللي موجوده. تمام؟ دي ملهاش مواد. لازم نعترف حضرتك ان احنا في مصر عندنا عجز ضخم في الموازنة. عد حك مثال بسيط قوي. انا عندي في الصف الصحي والمية انا بحتاج في السنة عشان اعمل صيانة للشبكات اللي هي مكلفة الدولة 250 مليار قبل كده بحتاج 5 مليار. انا متوفر بالنسبة لي مليار. عشان كده اللي بيحصل ايه؟ ما بتتم الصيانة. الصيانة بتتم اول ما المصوات فاحنا بتتم نغيرها. وده مش الصيانة. هو الصيانة المفروض حضرتك ان انا قبل العمر الافتراضي خلص ابتدي اغير. لكن ضعف الموارد الماليه حضرتك في البلد ايه الكلام ده موجود. المفروض طيب. ان قانون العوائد بقى حضرتك في اي دوله هكلم حضرتك بالتفصيل فيه لان انا هجادلك فيه الصراحه اول مره اسمع عنه بس هجادل حضرتك تمام. فيه تمام. يعني هقول لحضرتك برضو هل ده ممكن يفتح لي باب؟ حضرتك بتقول ده للتجميل، تجميل المناطق والاحياء وصيانه المنطقه. ايوه يا فندم ده ممكن يفتح لي برضو ابواب ثانيه لا يعني هدفع فلوس يا فندم عشان الحي بتاعي يتجمل، لو ما تجملش يا فندم ده معناه ايه؟ لا وحضرتك انت المفروض الحي بتاعك تعمل لك صيانه. وهحاسب الحي ازاي؟ اقول لحضرتك هو ده الهدف من القانون. يعني قانون الضريبه العقاريه الحالي هو الهدف قانون العوائد ده حضرتك هو تجميل المنطقه اللي انت فيها. وجزء منه يخش لصيانه الشبكات وجزء يخش منه العشوائيات وجزء يخش منه لدعم الاسكان الاجتماعي. ده اساس الهدف من المشروع. طيب حضرتك انا دلوقتي عشان اجي اقول لحضرتك ان انا افرض ارقام كبيره
يعني حق اللي تم تحصيله في الفتره اللي فاتت حوالي 3 او 4 مليار تقريبا يعني. جميل. ده على على فتره زمنيه قد ايه؟ السنه اللي فاتت واللي قبليها كل سنه 16 و17. اه 16 و17 وده رقم لا يتناسب لا يتناسب مع حجم الثروه العقاريه الموجوده في مصر. السوق نفسه العقاري اللي في مصر يعني عندي 45 مليون وحده حضرتك. ده انا شويه وعايز اتكلم مع حضرتك عن تصدير سوق العقارات. ما انا هقول لحضرتك اللي هيتم نشتغل عليه ولا لا. هو حضرتك اللي انا بقوله ايه؟ ان انا عايز ايسر الموضوع. حضرتك ما فيش حاجه اسمها اللجان تطلع. عندما وجدت اللجان وجد الفساد. تمام؟ طيب احنا حاجه ضربة عوائد الاقتراح اللي انا مقدمه ان يتم تطبيقه ان شاء الله بعد يعني 2018 ان لو قبل في المجلس نحسب بالمتر المسطح. تمام؟ حضرتك انا هحط على المتر المسطح للسكنه جنيه. جنيه معناه حضرتك انك هتدفعي 100 جنيه في السنه. تمام؟ حضرتك الجنيه ده بالنسبه للسكنه. الحتت المتميزه هيبقى مثلا 3 جنيه. الحتت الراقيه 5 جنيه. بحسبه بسيطه كده لو انا اعتبرت ان انا عندي 45 مليون وحده سكنيه تمام؟ منهم 4 مليون خدمات وحوالي 40 مليون سكني. عندي 20 مليون ناس غير قادره او يعني امكانياتها ما تقدرش تدفع ارقام كبيره. فده ما تقول له ان انا حضرتك ومعظم الحاجات دي حضرتك اماكن مخالفه. عشوائيات. عشوائيات. انا حضرتك هاخد الفلوس دي عشان اعمل لك صرف صحي صح، اعمل لك ميه، اعمل لك غاز، اعمل لك الكلام ده. اما اقول للراجل ده ادفع لي 1000 جنيه ولا ادفع لي 500، ما هو مش هيدفع. لكن لما يدفع 100 جنيه في السنه في 20 مليون وحده جابوا لنا كام حضرتك؟ 2 مليار. اما يكون عندي حضرتك 6 مليون وحده في الاماكن الراقيه وكل واحد في السنه يدفع لي 500 جنيه. دول جابوا لي كام حضرتك؟ نبي يا فندم اتكلموا عن المناطق الراقيه ده، سكان التجمع بيشتكوا بقى لهم 3 ايام ميه مقطوعه عنهم يا فندم. ما هو ده بقى ليه بقى حضرتك؟ بيقول لك يعني انتوا يعني بتتعبونا تقعدوا تقولوا لنا انتوا التجمع التجمع احسن حاجه الميه بتقطع عندهم اكتر ما بتيجي يا فندم. بس معلش اسباب قطع الميه في التجمع ان ده ليه مشكله سابقه قبل كده ان كان في خط اتعمل غلط. صحيح. وده جاي التحقيق في النيابه وفي القضاء عليه وكان مش عارفه كان فيها ده تم تغييره وكلف الدوله 2 مليار مش عايزين ناخد فيها دلوقتي. وده شغال بنصلح فيه. لكن اللي بقول لحضرتك ان احنا عشان نعمل صيانه صح التجمع مثلا حضرتك اما يجي للواحد يقول له ادفع الفيلا اللي انت ساكن فيها 20 و30 الف جنيه. تمام؟ لكن لما اقول له ادفع البيت 5 جنيه ويدفع حضرتك مثلا 2000 او 3 في السنه ما هو هيدفع، واخد بال حضرتك؟ فلو حسبنا الكلام ده بنتكلم في 5 مليار. لو انا عندي 4 مليون منشاه حضرتك انا بقول انا بشجع الصناعه وبقول بشجع الاستجاره وبشجع السياحه. تمام؟ اما اجي افرض على المصانع 13 مليون جنيه ضريبه عقاريه. لا طبعا ولا بشجع استثمار ولا بشجع اي حاجه كده. اللي يفكر يفتح مصنع كده لو لقى الضريبه دي قدامه هيقفل. مش يبقى معنى كده حضرتك ان انا لما اقول ان عندي 4 مليون منشاه اعتبرت ان في مليون منشاه و2 منشاه للحكومه دول هيبقوا معفيين و2 مليون منشاه تانيين ضربتهم في 5000 جنيه في السنه يدونا كام حضرتك؟ 10 مليار صح؟ 10 مليار وخمسه هناك بقينا كام؟ 15. والناس هتبقى مبسوطه ومفيش ضغط عليها ومفيش مغالاه. تمام؟ التحصيل بتاعها هيبقى عامل ازاي حضرتك؟ طب انا هسال برضو عن طرق التحصيل وامكانيه تطبيق الافكار دي. بس باشمهندس طارق، السوق العقاري في مصر وحضرتك طبعا خبير في هذا المجال، والسؤال يمكن الابرز اللي بنطرحه النهارده، احنا بجد عندنا ازمه سكن ولا موضوع ال 12.5 مليون وحده سكنيه مغلقه ده يجب ان يعالج؟ ولا حضرتك مع الراي، واحنا بعد شويه هنعرض كده بوبس سريع نشوف في راي الناس في الشارع، مع الرأي اللي ممكن بيقول شقتي أنا حر فيها أقفلها أفتحها مش من حقكم تفرضوا عليا ضريبة؟ طيب خلينا حقا نبدأ من الرقم 12.5 مليون. احنا اتناقشنا في أكتر من منصة إعلامية قبل كده أن هذا الرقم مش محلل، وبالتالي ال 12.5 مليون دول قد يكون أو أنا متيقن أن في من ضمنهم الوحدات المغلقة نتيجة سفر وانتداب صحاب هذه الوحدات في دول عربية أو أجنبية، فدي ما تعتبرش وحدة مغلقة وبالتالي غير مستفاد منها. ده راجل بيشتغل في السعوديه او الكويت او الامارات وهيرجع، مش معنى ان وحدته مغلقه معناها ان الوحده دي يمكن واحد اخر يستفيد منها، دي وحدته اللي هو انتقل لفتره مؤقته في مكان تاني. ده رقم واحد. رقم اتنين، الوحدات المغلقه اللي نتيجه ان صاحب الوحده
حاجزها او محتجزها لزواج ابنه او بنته. ده معناها ان هو من حقه ايضا ان هو يقدر يعمل خطه لمستقبل اولاده، ويبقى هذه الوحده ستشغل بعد سنه او سنتين او ثلاثه. فبالتالي تقدير قيمه ال 12 مليون اللي انا شايفه رقم مبالغ فيه جدا، ولا اجد له مش دقيقه وملهاش مصدر وملهاش توزيع جغرافي. يعني 12 مليون دول فين؟ كام قد ايه في القاهره، كام في الجيزه، كام في القليوبيه، كام في الصعيد، كام منهم ناس في الدول العربيه، وكام منهم بالفعل الحاجات دي محجوزه الاولاد هيتجوزوا في السنوات القريبه الراهنه. فبالتالي الرقم ده ما اقدرش ابدا اعتبره مرجعيه، ما اقدرش ابني عليه البيز خالص. واحنا طلبنا تفسيرات وتحليلات لهذا الرقم منذ صدوره من سنه وشويه وما ظهرتش. وبالتالي احنا تقديرنا ان هذا الرقم لا يعول عليه. ده الجزء الاول. تمام. الجزء الثاني فيما يخص وجود ازمه سكن من عدمه. هو الحقيقه السكن شرايح. ما يخص الاسكان الاجتماعي واللي قدراتهم ماليه ضعيفه، تقديرنا ان كان هناك ازمه كبيره لغايه الحكومه الاخيره اخر اربع سنوات. الحقيقه واجهت هذا الامر بجديه شديده، واعتقد ان احنا حققنا نجاح من خلال انشاء 550 الف وحده سكنيه اسكان قومي، اتبنى منهم 250 الف في 3 سنين. ممكن سؤال يا فندم؟ تفضل. فعليا محتاجين كام وحده تابعه للاسكان الاجتماعي عشان نحل ازمه حقيقيه لاكبر عدد ممكن في استطاعتنا كدوله بالامكانيات طبعا اللي عندنا، نحل بيها ازمه محدودي الدخل اللي محتاجين فعلا لهذا الدعم للمسكن؟ محدود الدخل ينقسموا لاثنين، الاسكان العشوائي اللي بيحصل لهم احلال وفي الحاله دي الدوله بتدفع وبتدعم الوحده وفرشها وبتديهم يعني قيمه رمزيه للايجار زي اللي حصل في المشروع بتاع الاسمرات. وتقديري ان هم حققوا يمكن 50% او 40% من المستهدف فيه على مستوى القاهره الكبرى. الوحدات الاسكان الاجتماعي اللي هي بتبقى باقساط من 400 ل 600 جنيه في الشهر، اللي هي 550 الف وحده اتبنى منها 250، تقديري ان مع انتهائها يمكن السنه اللي جايه او اللي بعديها هيبان الاحتياج. بس انا شايف ان المنحنى بينزل. ليه؟ يعني لما كان لان الناس خلاص خدت الوحدات. يعني الاول كان في عجز كبير جدا مع يعني الطلب منحنى الطلب طبعا 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 يعني عدد ده موجود في وزاره الاسكان مسجل رسميا. عدد المتقدمين بالمقارنه بعدد الوحدات المتاحه كان الاول لما يطرحوا 10000 وحده يتقدم 50000، دلوقتي لما يطرحوا 10000 وحده يتقدم 20000، لان في جزء كبير عندي خدوا اوريدي وحدات، ولان في شروط وقواعد. بس 500 وشويه يا فندم. ال 500 وشويه 1000 550 الف وحده. طيب نص مليون وحده. طيب على فكره دي اكبر نسبه بناء حصلت في تاريخ مصر. ايوه يا فندم، في ال 30 سنه اللي فاتوا ما اتبناش الرقم ده ابدا. يقدر ينكر احنا بجد في موضوع الاسكان الاجتماعي ده عملنا شغل هايل ما اتعملش قبل كده اصلا. طبعًا. من اي حكومات سابقه. بس بتكلم انه احنا محتاجين برضو تاني. تقديرنا ان يمكن 200 الف بعد ال 550 الف وصولا 750 الف في هذه الشريحه اللي هو الاسكان الاجتماعي 63 متر او 90 متر هيبقى حقق توازن كبير جدا. بتتكلم على تمليك ولا ايجار؟ لان الايجار كمان هايل الحقيقه. الايجار اللي نازل في الاسكان الاجتماعي في تبع الاسكان الاجتماعي برضو 300 جنيه او 400 جنيه في الشهر، اعتقد دي قيمه ايجاريه هايله. هم بيعملوا الاثنين، هو بيعمل في ناس لها رغبه في التمليك وبيدي له تمويل عقاري على 20 سنه. أيوة. وبيبقى القسط رقم بسيط جدا من 550 ل 650 جنيه، وده رقم مقبول. هو بيتملك شقه قيمتها حوالي مليون جنيه دلوقتي، بيدفع فيها حوالي 500 600 جنيه قسط في الشهر. هي قيمتها مش مليون جنيه، هو قيمتها بيسعروها في حدود 250 الف جنيه. مش مليون. قيمتها 63 قيمتها السوقيه ايه؟ هما طبعا مدعومه، هذه الوحده مدعومه لصالح يعني لو شلنا الدعم والوحده دي لوحدها كده تبقى كام تقريبا؟ تقديرنا ان هي ممكن توصل 350 400. ده بغير ثمن الارض ولا بثمن الارض؟ بثمن الارض. لا ما اعتقدش يا فندم. لا لا هو هو الأرض. هو الايفالويشن الحقيقي لهذه الوحدات بدي ان في مشاريع قطاع خاص بتبيع نفس هذه الوحدات بسعر ده. انا سمعت ارقام اعلى من كده يعني، يمكن مش مليون صح، بس سمعت ارقام اعلى. القطاع الخاص بيبيع ذات الوحدات دي من 300 ل 400. فهم بيبيعوها 250 ويبقى سطوها على 20 سنه. بس في المخالفه طب لا 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 في النظامي. لا مش مخالف، لا 6 اكتوبر وبدر وفي كل المدن الجديده. فبالتالي مواجهه هذا الطلب الحقيقي اللي كان مفقود لسنوات طويله تقديرنا ان هو بيتغطى وفي يعني خطوات الانجاح، لان الوزاره قايمه بمجهود يعني حقيقي وفعلي في هذا الامر. الاسكان العشوائيات بيواجه بالنموذج بتاع الاسمرات. فبالتالي هي الفجوه اللي موجوده بين الاحتياج وبين القيمة الحقيقية للوحدات أصبحت قدرة، ما أصبحتش المشكلة مشكلة طرح. يعني زي ما معتز بيه بيقول إن اللي عنده قدرة مالية هيلاقي الوحدة. هي المشكلة إن مع الديفالويشن وانخفاض سعر الجنيه أصبح إن التلاقي بين البائع والمشتري هو الأصعب. الحل في تقديرنا لهذا الأمر هو التمويل العقاري. مبادرة التمويل العقاري اللي قايم بها البنك المركزي كانت ليها ثلاث مستويات، بتدي ب 7%
و6% و10.5%. طب كلمني بقى عن الشروط يا فندم. ماشي دي النسب، كلمني عن الشروط. لغايه 300,000 كانوا بيدوا ب6% بشروط معينه اللي هي الوحدات اللي لا تتجاوز 300,000 جنيه. تمام. وبالتالي حقق رواج قوي جدا التمويل العقاري، جزء كبير جدا منه تمول في هذه الشريحه. لو حد متوسط الدخل يا فندم لغايه يعني 500,000، يعني حد متوسط الدخل وعايز ياخد شقه بس مش 300,000، يعني هو اكتر من كده. هكلمك عن النقطه دي عشان دي اهم نقطه، ودي يا فندم شريحه مش قليله. صحيح. دايما صحيح. نقول الطبقه المتوسطه يا جماعه منسيه، الطبقه المتوسطه عماله بتضمحل كل شويه. دكتور مصطفى مدبولي كان مجتمع بينا من حوالي اسبوعين ثلاثه لهذا الشان. ايه هو هذا الشان؟ هو ان هو شايف ان المنطقه المتوسطه اصبح فيها عجز، يعني المنطقه الفاخره متغطيه بالقطاع الخاص. صحيح. والاسكان الاجتماعي اتغطى كويس قوي بالحكومه. صحيح. فبنتكلم عن المنطقه المتوسطه. فكان بيناقش ان هو عايز يغطي هذه المنطقه بمنتج في حدود 120 متر مربع ثلاث غرف كامله التشطيب بمستوى محترم في مشروع قد يكون جيتد كوميونتي، يعني برضه كومباوند ساكني لسور وزراعات وخدمات وخلافه، بحيث تكون هذه الوحده قيمتها تحت 1,000,000 جنيه، 800,000 750,000. لان مبادره البنك المركزي ويقسطها على 20 سنة. لان مبادره البنك المركزي اعتقد ما فيهاش سقفها 950,000 جنيه. واحنا كغرفه تطوير طالبنا اكثر من مره واخرهم الاسبوع اللي فات ان احنا عايزين ال 950,000 دي بالمكافئ بتاع الدولار قبل التعويم كان حوالي 55,000 دولار. فاحنا عايزين ال 55,000 دولار دول يستمروا يفضلوا بقيمه، فهيطلع منهم 950,000 جنيه بعد ما الدولار ب 18 جنيه. فاحنا شايفين ان المبادره عايزه تترفع من 950,000 الى 1,900,000، فبالتالي هتخلي الى مليون و900 نفس نفس قيمه الديفالويشن، يعني التحرير. ده هيخلي قدره الناس، لان الشريحه المتوسطه زي ما انت قلتي قد يكون مش مناسب بالنسبه لها اجتماعيا او شكليا، او هي مش من ضمن احلامها. الفايده بتاعت التطبيق قد ايه؟ الفايده 10.5%. 10.5% مقبوله جدا بالمقارنه. هو بس هو هيبقى باصص لل 6% ويتحسر. لا لا معلش، بس ده كويس قوي. لا مش هيتحسر خالص، هو متمني يكون 10.5%، لان البديل الاخر التمويل العقاري الحر 18% و19%. صحيح. 10.5% مغريه جدا. صحيح. اذا تم رفع الكلام ده اعتقد ان الوزاره بتتمنى انه يوصل ل 10%، لان المبادره الثانيه ولو خد الوحده اللي هي 120 متر وكامله التشطيب وفي كومباوند سكني وبقى ب 800,000 900,000 جنيه وقدر يقسطها ل 20 سنه. 600. نعم؟ تبقى 600. لا هيبقى عندنا فرصه، هيبقى ساعتها عندنا فرصه نرفع ال 120 متر دي ل 150 متر كمان. وده الاحسن. يبقى عندك شريحه أحسن. متوسطه اللي عايز 120 متر ثلاث غرف متشطب يلاقي تحت 1,000,000 جنيه وعلى 20 سنه، واللي عايز 150 متر بمساحه اكبر برضه ثلاث غرف ومتشطب يوصل لغايه 1,500,000. انتوا ده مقترح بتقولوه يا فندم؟ ده الدكتور مصطفى رئيس الوزاره بيحاول يغطي المنطقه دي من خلال ان هو يقدم افكار بين الحكومه والقطاع الخاص في حل هذا الامر. هو الصراحه هايل في الحته دي. اكيد. يعني هو برضه العمل في الاسكان في الحته دي الملفات كلها هو اغلق ملفات كبيره جدا خاصه بالاسكان الاجتماعي، وحاليا بيتعامل مع الاسكان المتوسط بعمق شديد جدا، وفي رايي ان احنا الافكار اللي متداوله في هذا الامر هتحل المشكله دي. طيب عشان نبقى برضو فاهمين ومتفقين، براجع مع حضرتك الارقام دي، محتاجين كم وحده توتال عشان نغطي احتياج الاسكان الاجتماعي؟ احنا حاليا بنعمل 550,000 وحده على 3 سنين حضرتك. مظبوط. محتاجين نوصل لكام؟ متخيل 750,000، وبعديها هيشوفوا كميه الطلب والاحتياج ايه، لان انت في الاخر بتدي بشروط، الوحدات دي بتديها بشروط معينه، ما يكونش خد وحدتين، يكون مستوى دخله لو عازب برقم معين ولو متزوج رقم معين. فبالتالي الفحص ده ما تقدريش تعرفيه بالاستنتاج، انت بتقدري انك تطرحي عدد من الوحدات وتشوفي المتقدمين ايه. انا شايف بعد 200,000 على 550 هيبقى العدد مش كبير. مش كبير خالص، هيبقى متوازن، هيبقى غطوا، هيبقى غطى خلاص الاحتياج، هنغطي الاحتياج. ورغم ذلك اعتقد ان الوزاره ماشيه في الخطه دي طالما في احتياج. يعني طول ما هي بتطرح وبتلاقي ان في احتياج في السوق هي بتغطيه. طيب عايز ارجع بقى للنقطه كمان اللي بدانا الكلام فيها، العواهد اللي طرحها سياده النائب والضريبه برضو تاني. لا مفيش ضريبه، انا ضد الضريبه على اي سكه. انا هعرض عليك. يعني حضرتك مع موضوع العوائد؟ انا عندي ردين. رد الضريبه الحقيقه انا معترض عليها، لان زي ما انت شفتي وانا معترض عليها معاك ومعتز بيه رايه زي لان زي ما انت شفتي الراي المجتمعي كله مش قابلها. يعني الاحساس بان تفرض عليا ضريبه على وحدتي قد اكون انا غير قادر عليها. خلي بالك ان في بعض الكثير من الاسر المحترمه اشترى وحده وما عندوش قدره كمان ان هو يدفع ضريبه بالالافات بهذا الحجم، غير ان هي فيها مشكلتين مباشرتين. المشكله الاولى ان هي قايمه على التقييم، والتقييم ده عمليه ستريتش ممططه خالص جدا. يعني انا هقيمها ب 2000، انت هتقيمها ب 2500، في واحد هتقيمها ب 1500، ففيها باب كبير قوي للفساد. ده رقم واحد. رقم اثنين، هيبقى كل الناس هتروح تعترض
وتشتكي وتروح المحاكم، فهيبقى العمليه التنفيذيه ليها او الوصول للهدف منها ان انت تحقق الايراد بتاع الدوله مش هيحصل. انت في الاخر عندك نقطه كده عايز توصل لها انك توجد ايراد للدوله، الايراد ده مش هيتحقق، ده رقم واحد. فانا معترض على الضريبه. هل انا اقدر احقق الايراد ده باي طريقه؟ بالعوائد. بالعوائد دي فكره جيده جدا. العوائد دي انت بس يمكن هو ما شرحهاش يعني بشكل سهل. العوائد ده قانون قديم موجود في الدوله المصريه بقاله 200 سنه، المصريين متاقلمين عليه ومتكيفين عليه وقابلينه، ومبلغه صغير جدا. كل وحده من اللي احنا ساكنين فيها حتى من ايام الستينات بيدفع عليها عوائد. العوائد دي كانت زمان 5 جنيه و10 جنيه و12 جنيه. مع تغير قيمه الجنيه والتطور هيحصل ارتفاع منطقي. ما زال لغايه النهارده الوحده لو دفع عليها 100 جنيه او 80 جنيه او 150 جنيه في السنه, امر مقبول جدا، كما لو كان 10 جنيه في الشهر. الناس مش هتجد ازمه ولا غضاضه ولا هتقاوم هذا الكلام. ومن المعلوم ان كل الحصيله دي يا فندم هنعمل بيها ايه؟ الحصيله دي عشان العوائد. عشان المواطن على فكره عنده استعداد يساعد ويساهم بس يلاقي نتيجه. أيوة. يلاقي نتيجه ويفهم العوائد. احنا الكلام ده هنشتغل كذا. العوائد دي منطقها كذا حاجه، جزء منها حصيله للدوله و20% منها بتوجه نحو تطوير الحي. يعني لو انا ساكن في حي مصر الجديده، لو انا ساكن في حي مدينه نصر، 20% من قيمه العوائد دي ما تفتحش ابواب فساد دي بصراحه يا فندم. خالص، لان الحي ده عنده خطه تطوير، اسفلت، بس ما فيش اعتماد، كهرباء، زراعه، بس ما عندوش ايرادات، ما عندوش مصادر دخل. فاحنا نجيب له لو جبنا له 20% من العوائد دي هيتيح له فرصه قوه ماليه ان هو يعمل التطوير. هنحاسبه ازاي يا فندم واحنا عارفين ان الاحياء فيها ما فيها؟ يعني خلينا نتفق، ما بنعممش طبعا، بس فيها ما فيها. خلينا نتفق، هنحاسبه ونراقبه ازاي يا فندم؟ خطط تنفيذيه. المحافظ ورئيس الحي بيتعمل خطه تنفيذيه على صيانه المياه والكهرباء والصرف والاسفلت والزراعه وخلافه. ده بالعكس، ده يمكن يكون الحجه اللي هي موجوده حاليا، عدم وجود سيوله ماليه هتنعدم، لان خلاص بقى عندي مصدر 20% من دخل العوائد. دايما معروف ان كل ما انت تخلي الضريبه او الرسوم منطقيه الناس تدفعها وتحصل اكتر. القانون اللي اتعمل في الضرايب سنه 2005 في هذا التاريخ، الوزير يوسف بطرس غالي قال انا هخفض الضرايب عشان ازود الايراد. وده اللي حصل. هو خفض الضرايب عشان ازود الايراد. عشان ازود الايراد. ده اللي حصل. هي فلسفه تبدو صعبه في الفهم في الاول. لا، هو فعلا خفض الضرايب ل 20% وكانت نتيجه ان الايراد اتضاعف 3 مرات. ليه؟ لان طول ما في منطق ان الضريبه منطقيه او رسوم معتدله، المواطن هيقبلها ويروح يدفعها. عشان حتى كل ما انت هتحط له رقم كبير جدا، كل ما هيدور بقى على وسيله ازاي ما يدفعوش، على وزيره يروح المحكمه يقعد فيها، وهكذا. بنعاني منه لغايه دلوقتي. ففكره العوائد باللي بيقوله معتز بيه تقديري هي اقرب نفسيا للراي المجتمعي، ثانيا هو مبلغ مقدور عليه، فبالتالي الناس مش هتكافح فيه ان هي ما تسددوش، ثالثا الايراد العام بالتحليل اللي هو بيقوله مقبول جدا انه يكون يا اما زي اللي مطلوب في الضريبه العقاريه او اكتر. فيبقى ليه ما نلجاش للحل التاني؟ طب احنا طبعا زي ما بنتكلم مع خبراء في مجال التطوير العقاري والسوق العقاري، وطبعا البرلمان، وبنعرف المشروعات المقدمه فيه، كمان بيهمنا ان احنا في الشارع نعرف راي الناس ايه. ده الاهم. وشافت ده ممكن يبقى الاهم. انا اشكرك طبعا، يعني اشكرك على الكلمه دي. ده الأهم فعلا. رجل الشارع كلمته هي الاهم. ده الأكيد. طبعا. هنطلع فاصل سريع ونسمع بعدها كده رأي الناس في الضريبة وفرض ضريبة أو اقتراحات بفرض ضريبة 10% من القيمة الإيجارية على الشقق المغلقة، ونرجع نتابع هذا الحوار. انتظرونا. في ظاهرة الشقق المغلقة اللي بقت منتشرة حاليا في مصر؟ هي الحقيقة ظاهرة غريبة جدا، لأنه احنا النهاردة بنعاني من مشكلة عدم متواجد الشقق، وفي شباب مجبرين على الزواج، مش لاقيين حاجات زي كده، شقق سكن وكلام من ده. وهي الدولة فعلا بتواجه ده بالمدن الجديدة اللي بتنشأها، ولكن في داخل القاهرة الكبرى في بعض الأشخاص يمتلكون أكثر من عين أو شقة، فده طبعا بيسبب ازمه كبيره جدا في البلد. يعني انا رايي واخد بال حضرتك، انت واحد دلوقتي باباه سايب له ورثه وكلام زي كده، هو عنده اولاد، فهو قاعد في شقه ومستني الشقه الثانيه، واخد بال حضرتك انت لما ابنه يكبر عشان يتجوز فيها، دي يعني تعتبر حاجه عاديه ومكفلها القانون، ما فيهاش اي مشكله. يعني هي مساله ضمير، يعني انا لو عندي ضمير او حد عنده ضمير متهيألي مش هيقفل شقه ناس ثانيه محتاجاها وسايبها معاه. غير بقى يعني هو يقول لك مثلا موضوع برده فلوس، هي ماديه قوي يعني صراحه. هو دلوقتي الايجارات غلت،
والشقق غليت اسعارها غليت فيقول لك لا انا استفيد بيها احسن. في شباب اولى بيها المفروض يعني هم بدل ما غلقينها في شباب اولى بيها يسيبوها لغيرهم ما دام هم مش عاوزين يسيبوها لغيرهم. دلوقتي بقى في اكتر من 12 مليون شقه مغلقه غير مستغله، ازاي لو وفرنا الشقق دي ممكن تحل في ازمه السكن؟ اكيد طبعا لو الشقق دي موجوده متاحه هتحل ازمه السكن، هتحل مشكله كبيره في السكن، واسعار الشقق السكنيه القانون الجديد هتقل طبعا، بدل الشقه مثلا ب 2003 تبقى مثلا ب 1900 800 على حسب المنطقه اللي هي موجوده فيها. بالتنظيم بقى يعني انا اشوف التنظيم فعلا لو الحكومه تعمل مثلا حاجه زي كده يعني مركز تنظم فيه الموضوع ده تشوف فعلا الناس اللي واخده الشقق وقافلاها دي الاحقيه في مشاريع الشباب اللي الناس خدت الشقق فعلا وقفلتها. فاحنا نحاول نعمل نوصل للتوازن ده، هنوصل بالتوازن بالتواصل المجتمع لو في تواصل ما بيننا وما بين بعض كطبقات كاشخاص كافراد، عملتك زي ما عملتني بمنتهى الموده والرحمه هنعرف نخلق جو ان انا فعلا هحب لك الخير. حضرتك مع ولا ضد فرض الضريبه على من يمتلك اكتر من شقه وقافلها؟ لا طبعا انا ضد الضريبه خالص. فرض ضريبه على الشقق المغلقه؟ هو عنده شقتين ثلاثه قافلهم ليه؟ انا عندي شقه ملكي يفرضوا عليها ده هي ملك يفرضوا عليها ضريبه ليه؟ انا ضد ده. المفروض نفرض عليه عشان انتوا قافلينها ليه؟ مع فرض الضريبه. مع فرض الضريبه. مع فرض الضريبه طبعا. لا مع فرض الضريبه طبعا عليه، لازم يدفع فلوس. حضراتكم من جديد، لسه بنتكلم على مقترحات بفرض ضريبة 10% من القيمة الإيجارية على الشقق المغلقة. فكرة الحصر انه هي 12.5 مليون وحدة سكنية، فضيوف الكرام يعني البعض منهم بيقول انه لا هي مش الرقم ده لا يمكن يكون دقيق جدا ولا مصدر محدد ليه. والحقيقة انه ضيفي الكريمين اللي بجدد الترحيب بيهم مرة تانية، حضراتكم رافضين موضوع الاقتراح بفرض 10% على القيمه الايجاريه للشقق المغلق؟ لا، افرض ضريبه عوائد على المغلق، واخد بال حضرتك، في حدود المعقول الناس كلها هتدفع. ليه بقى حضرتك؟ انا راجل دلوقتي الدوله وصلت لي الموافقه العامه. كون ان انا ما سكنتش دي مشكلتي انا مش مشكله الدوله. تمام. لكن لما اجي افرض عليك اما اقول لك ادفع 100 جنيه في السنه 150 جنيه في السنه هتبقى مقبوله، لكن لما اقول ادفع لي 5000 و10000 مش هيدفع. بالتالي هنقدر نحصل فلوس. مش كده بقول ايه؟ نرجع لقانون طيب. العوائد. معلش يا فندم، قانون العوائد ده كان موجود في مصر من زمان قوي. أيوة. والغي واستبدل. أيوة. بقانون الضريبه العقاريه. تمام. معلش ده هيخليني اسال حضرتك ايه الثغرات اللي ممكن تبقى شايفها في قانون الضريبه العقاريه اللي مش محققه لك اللي حضرتك بتشوفه فيه؟ اولا تحصيل الضرائب وزياده شريحه اللي هم المستحقين للضرائب. علشان ابدله بقانون العوائد. ارجع تاني قانون العوائد. اولا حضرتك ان القانون اسلوب تقدير القيمه بيختلف من مكان لمكان، فالناس حاسه انها مظلومه. يعني ممكن انا اكون ساكن في عماره، اوكي، وواحد ساكن في عماره جنبي انا ادفع 50% منه. صحيح. تمام. ممكن واحد ساكن في فيلا حسب اللجنه اللي بتطلع او المنطقه، كومباوندات في التجمع، تلاقي كومباوند اسعار فيه غاليه جدا، كومباوند تاني اسعار فيه ارخص. واخد بال حضرتك؟ المفروض حضرتك الاسلوب نفسه، انا اساسا لغايه دلوقتي متلخبط عشان احسب. انا هو مهندس عشان احسب قيمه الارض زي ما بيقولوا، قيمه المباني، واقف 30% واقدر ان انا هاجر الكلام ده واخد منه 10%. 30% ليه؟ هو الاليه بتاعت الاليه بتاعت حساب كده. اليه الحساب البيع في 30% وياخد 10% على الباقي، 10% من قيمه الايجار الباقي. طب حضرتك جمال لو كان استخدام عشان انا كمان اتلخبطت تاني. انا حضرتك متلخبط لغايه دلوقتي. طب لما رئيس لجنه الاسكان متلخبط فطبيعي ان انا متلخبط. طيب تاني معلش، حضرتك اديت مثل عقار في التجمع مثلا كومباوند خلينا نقول. طيب بحسب ازاي قيمه الارض؟ قيمه الارض السوقيه. تمام كده حضرتك. وبحسب قيمه المباني السوقيه. السوقيه اللي هو الوقت الحالي. تمام. مش من التاريخ اللي انت اشتريتي بيه. يعني انت حضرتك مثلا كنت واخدي فيلا
في 2008 مليون ونص. لما كان المتر بكلام قيمتها دلوقتي 5 مليون، هيحسب لك على 5 مليون مش عامل نص. ليه؟ هو كم كده؟ كل 5 سنين الضريبه العقاريه. أيوة. كل 5 سنين كمان، كل 5 سنين حاجه. بس كده بقول لحضرتك كل 5 سنين يعاد التقييم المفروض تاني. في 2018 هيعيد التقييم تاني. اه يا فندم ثانيه واحده، لا انا هو كم كده. ايوه يا فندم، هي دي الثغره اللي احنا بنعقب يعني عليها سلبا. يعني انا فندم شاري عقار بستثمره لاولادي او ساكنه فيه بس، او ساكنه فيه بس انا ده ساكني الوحيد، مش عامله فيه حاجه ولا قافلاه ولا مأجراه ولا أيوة. اي حاجه، عايش فيه وعايشه فيه مثلا. السكن الاول هم هنا بيقفلوا، ولادي يتجوزوا فيه يا فندم. لا بيقفلوا لغايه 2 مليون جنيه، 2 مليون بس يا باشمهندس. تدفعني عليه ليه كل 5 سنين بقيمه برقم السنة. جديد برقم جديد. هو هي دي اللي هي دي نقطة اللي اعتبرها. يعني اللي انا شاريها بمليون جنيه كاني في النهايه شاريها ب 2 مليون جنيه او ب 10 مليون بعد ما اوصل بقى. أيوه. وبالتالي قد يكون ويحدث فعلا ان تبقى ناس عايشه في بيوت قيمتها مرتفعه جدا لقدرته الماليه مش موجوده. مفيش. انا اشتريت البيت ده من 10 سنين لما كنت قادر، بعد كده طلعت المعاش قدرتي الماليه قلت، انا مش قادر ادفع هذا المبلغ اللي عمال يزيد عليا من غير ما انا اكون بستفيد. انا لا بستنفع من هذا البيت انا عايش فيه. طب يا فندم دي ثغره كبيره قوي في القانون. ايوه عشان بقول لحضرتك احنا ثغرات واحده كبيره قوي. عشان بقول لحضرتك ايه احنا ايه احنا لسه فيها معانا رئيس لجنه الاسكان. السياسه هو يقدم اقتراح. انا عاجب بالفعل يقدم على قانون الضريبه او استبداله بقانون العوائد. لا ما هو ده اللي هيحصل حضرتك. اولا هيحصل اكتر بكتير من الارقام اللي تم حصلها، هيريح الناس. تمام. انا يهمني حضرتك لازم نبقى كلنا مقدرين ان في عندي عجز في الموازنه، صحيح، وان انا لازم اقف مع الدوله واساعدها. تمام. في سياسه اللي قالها طارق بيه اللي هو التاجر الشاطر، ابيع كتير بسعر قليل اكسب اكتر. صح. ده اللي انا عايز اعمله في القانون الجديد. ونجرب. حضرتك انا لو انا متوقع لو هم لموا 5 مليار، انا بقول لحضرتك مش اقل من 15 مليار لو رجعنا لقانون العوائد، بس الناس كلها تدفع مش عارف في حد. واخد بال حضرتك؟ تاني حاجه في الموضوع ده حضرتك ان انا عندي اليه التحصيل. تمام؟ قواعد البيانات. طب قواعد البيانات حضرتك ازاي هو هيلم قواعد البيانات وانا عندي 1,800,000 مبنى في مصر من غير رخص؟ دول اللي هم ايه العشوائيات؟ ايوه 1,800,000 مبنى بدون تخ... ده داخل الاحوزه. غير حضرتك المخالفات على الاراضي الزراعيه. هل الضريبه، هل حضرتك الضريبه العقاريه عندها القدره انها تنزل الشارع وتلف لي على 18 مليون وحده تقول لي دي قيمتها كام وتعمل لجنه؟ لا. انا الثغره الاكبر يا معتز. ما انا بقول لك الثغره الاكبر هي التقييم. تقييم هنا احنا العنصر الاولاني اساليب التقييم او معايير التقييم. هيلف ازاي يا فندم الكلام ده؟ انت كده خليتيه في ايد واحد، يبقى انا في اللجنه عضو في اللجنه اقدر اقيم هذا البيت بانه عليه ضريبه 1000 جنيه. دلوقتي التوجه الجديد في الدوله عموما بكل قوانيننا دلوقتي الجديده ان احنا نقلل العنصر البشري والاحتكاك ما بين مقدم الخدمه ومتلقي الخدمه. عشان كده الثغره اللي بقول لك عليها. ما ده اللي بقوله بقى حضرتك. يبقى اللي هو بيقترحه ان هو يحول الامر الى متر مسطح، فبالتالي يبقى ما فيش فيه تدخل. انا مش هقدر اقابل عضو اللجنه واقول له المتر ده انا هحفظ لك ولا هجاملك، وهو كمان يكون رقم منخفض فمنطقي منطقي ما يخلينيش اتشغل بالمكافحه فانا عايز اخفضه. انما لما في ناس جالها عفوا 30,000 و40,000 ضريبه طبعا راحت اعترضت وبدا يشوف محامين ازاي هيقعد يعمل طعن. وده لو انت حسبت النسبه للناس اللي اتحسب لها ضريبه معتز لا معلومات اللي عندي ان اكتر من 80% منهم اعترضوا على القيمه. ايوه. طب ده رقم بيشير مؤشر. طب احنا في الاخر عايزين هدف، هم هدفين، الدوله تاخد ايراد مقبول. ايوه. وده حقها، وده احنا واقفين مع الاتجاه ده في هذا الاتجاه وحصل اكتر كمان مش معترضين عليه. والجزئيه الثانيه ان المواطن كمان ما يبقاش تحت الضغط ان هذه قيمه كبيره عليه. فالعوده الى قانون العوائد بتقديرات بسيطه ولكن باعداد ضخمه هتحقق الهدفين. الايراد العام يتحقق للدوله، المواطن يشعر ان هو بيدفع قيمه معتدله وهياخد خدمه قصادها، هياخد خدمه تحسن قصادها، فالمثلث بتاع الاطراف الثلاثه هيتحقق. ده تقديرنا للامر. طيب قانون العوائد ده هينتقل للايجار القديم سريعا. قانون العوائد ده هيبقى استبدال الضريبه العقاريه؟ ده اقتراح مني انا. ده اقتراح من حضرتك وانا هقدمه في المجلس. هيبقى القرى في ملعب المجلس، ممكن المجلس يوافق عليه ممكن يرفضه. يا فندم ده احنا لسه مطبقين قانون الضريبه العقاريه يا فندم. لا احنا تعبنا قوي في الاعلام عشان نشرحه يا فندم للناس. قانون الضريبه العقاريه يا فندم اخذنا وقتنا كتير قوي. ده من 2013 في الاعتراض عليه. انتوا شايفين الاعتراضات عليه ده من 2013. القانون ده من 2013 يا فندم. هو المفروض القانون ده حضرتك ان في 2018 تبتدي لجان تنزل تاني عشان تعمل تقييم. تمام. انا عايز اعمله حاجه
ان 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 لغايه 2018 يطبق القديم بحذافيره. تمام. بعد 2018 لو تم الموافقه على قانون العوايد عندي من المجلس، واخد بال حضرتك، يدفع من بعد 2018. يدفع من بعد 2018 القديم هيدفع لازم. انا مش هلغي القانون القديم، في قانون ساري هيستمر فضل لغايه 2018، فلغايه نهايه 18 هيستمر قانون الضريبه العقاريه. تمام. القانون اللي بيقوله معتز بيه هو تحويله الى العوائد يبدا من 2019. ايوه. بحيث حضرتك من 1/2019. ده لو تم الموافقه ما تشجعيش عليه، ده مشروع قانوني عشان برضه ما تشجعش الناس ما تدفعش. لا ولا لو سمعت كده هيقول لك لا انا ما ادفعش دلوقتي، ده في قانون تعديل. يعني هيجب الدفع للضريبه، ومش هيسقط المديونيه اللي عليك لغايه 2018. كلامي واضح تاني؟ لم يعني تصدر المديونيه عليك لغايه 2018. لغايه 2018 ده يعني قانون ساري. ده قانون ساري. الثاني لن يطبق باسرار ربعي. طيب الايجار القديم. تمام. وكل ما بقول سيره الايجار القديم بحس انه في عندي طرفين بيتصارعوا، وللاسف الاثنين غالبا مش عايزين يسمعوا بعض. المالك اللي بيقول لك حرام ان انا يبقى عندي عقار قيمته ملايين باخد فيه 7 جنيه في الشهر او 10 جنيه في الشهر. طبعا. وده ظلم وما يرضيش ربنا. والمستأجر اللي بيقول لك انا ذنبي ايه، انا واحد عشت حياتي في العقار ده وظروفي لا تسمح ان انا اسيب المكان واقعد في الشارع او اجيب عقار تاني. الحل ايه؟ انا رايي حضرتك رايك العملي ايه من واقع السوق، وبعدين نعرف من المهندس معتز بقى خطوتين وغزلتين مباشرتين. فعلا الراجل اللي قاعد في الوحده قد يكون قدرته ما يقدرش يدفع اكتر من القيمه اللي هو الف واعتاد عليها لعشرات السنين، لكن كمان على الجانب الاخر صاحب الملك يقع عليه ظلم بين وواضح. يبقى الحل هو دايما في الامور الشائكه اللي بهذا الشكل ان يحصل الوصول لمنطقه وسطيه وتدريجيه. وتدريجيه. ايه الوسطي فعلا؟ الوسطيه هو ان لازم القانون ده، يعني اسمح لي ان انا اقول بصراحه، الصوت بتاع الجانب بتاع عدد حائز الوحدات اللي هم مستاجرين اكبر من الصوت بتاع الملاك لنتيجة العدد. عدد الملاك طبعا هيبقى 1% من عدد المستاجرين، فدايما صوت المستاجرين اقوى شوية. بس النظرة الى الظلم انت عارفة ان ده كان السبب. بعد من سنة 50 الى الان بقى العمارة فيها الاحفاد. صح. الجيل التالت. فبقت حك مثلا نقول بقى الجيل التالت. برغم ان القانون دلوقتي برغم ان القانون ما بيسمحش كده. انه في يعني لغاية جيل واحد. القانون دلوقتي بيسمحش غير بالانتقال لجيل واحد. بس من 2001. يعني من الاب للابن بس. من 2001. القانون من 2001 يعني. صح ولا هو صح. من 2001 القانون ما بقاش بيسمح الا للانتقال لجيل واحد بعديه. يعني لو الشقة باسمي ممكن تنتقل لابنائي. لكن ما تنتقلش للاحفاد. تمام. يعني الابن ما يقدرش يديها لابنه بقى. ده من بعد 2001. من بعد 2001. بس اللي ما قبل كده لو كان في جيل تاني اتنقل ده مش محسوب. طب ما هو اغلب الايجار القديم يا فندم اللي عامل مشاكل النهارده القديم. لا ما هو عشان كده بقول لك، عشان كده 2001 دي ما حلتش مشكله الموضوع. ابو 5 جنيه في الشهر. أيوة. يبقى 2001 دي على ما يبدا يبقى في جيل تاني فيها. نتكلم في 2030 2040. فعشان كده المشكله مطوله. انا تقديري ان لازم يحصل حاجتين. لازم يحصل حل زياده وسطي تدريجيه. معتدل وتدريجي. وتدريجي. زياده تدريجيه زي اللي حصلت في الحياه. هو نفس المستاجر الوحده ده مش اتعرض لزياده في الاكل والشرب والبنزين والمواصلات واتعامل معاها بشكل او باخر؟ لازم يحصل نوع من انواع الزياده المنطقيه في مواجهه للحاله. طب المنطقيه اللي هي ازاي يا فندم؟ يعني عقار قيمته شقه قيمتها 1,000,000 جنيه او 2 مليون جنيه بيدفع 7 جنيه ايجار في الشهر. يصعب في الاول انك تقارني بالقيمه السوقيه للوحده. هو تقارني بالقيمه الاجراءيه الفعليه. لو كان الراجل بيدفع 10 جنيه يبقى ايه لازم يكون في نسبه تترفع ل 30 جنيه، تترفع ل 50 جنيه مرحله، ثم ترفع الى مرحله اخرى تبقى 100-150 جنيه، ثم بعد عدد معين من السنين لازم تتحرر العلاقه. العلاقه مش تفضل مدى الحياه، مش الراجل اللي بنى العماره سنه 40. يعني حتى فكره التوريث للابن بس دي كمان المفروض ان هي ما تبقاش. لا التوريث للابن منطقيه وهي قانونيه. طيب هو مدى الحياه اللي هو ايه؟ لا انا بقول انه مش هينفع يستمر القيمه الايجاريه مدى الحياه بهذا الرقم. لازم تتغير برضه. لازم القيمه الايجاريه زي ما حصل تغير في قيمه الجنيه لازم يبقى في مكافئ. انا رايي الشخصي ان اسهل معادله هي قيمه مكافئ الجنيه. يعني اللي كان بيدفع 7-8 جنيه لما كان الجنيه من 30 سنه قوته اكس، ثم النهارده اصبح هذه القيمه لازم تتضرب في 20 او في 15 بنفس مكافئ الجنيه. هي دي المعادله العادله، ان هو بيدفع ذات القيمه المكافئه للجنيه. ده من وجهه نظر برضو طبعا. هو طبعا حكى الكلام اللي بيقوله البرلمان بقى. عشان قانون الايجار القديم ما بناخدش عقد نافع من اي حد في البرلمان لما نساله على قانون الايجار القديم. بص حضرتك انا حضرتك متقدم في كذا مشروع متقدم بخصوص قانون الايجار القديم وهيتم مناقشته في دور الاعقاد الجاي. تمام.
احنا عايزين نفهم ان المشكله ان الملاك والمستاجرين احنا كنواب بنمثل الاثنين. مفيش اختلاف حتى من المستاجرين ان الملاك وقع عليهم ظلم مبين. تمام. طيب المعادله في النص ايه حضرتك او اللي احنا عايزين نوصل له؟ حضرتك انا عندي حصر باجمالي الايجار القديم كله 3 مليون وحده. تمام. عندي 1,260,000 وحده الناس قافلاها. 1,260,000 وحده الناس قافلاها مغلقه. ده منين بقى حضرتك؟ يعني ده مش 12 مليون؟ لا لا ده الايجار ده من ضمن ال 12 مليون. ده الايجار القديم. الرقم القديم ده من ضمن ال 12 مليون. ايوه يا فندم. ايا مكان سواء 12 مليون او اقل شويه. في 1,260,000 منهم ايجار قديم. ايجار قديم. يعني معناها ان صاحب الناس قافله. طب وده يرضي ربنا يا فندم؟ انا بدفع 10 جنيه و5 جنيه تمام. يعني لو هو ربنا كرمه وعنده شقه ثانيه او مكان ثاني او مسافر بره مصر يرضي ربنا يفضل قافل الشقه ويدفع فيها 5 و7 و10 جنيه الشهر؟ مش كده بقول لحضرتك ايه؟ وربما صاحبها اصلا اللي هو بيمتلك شقه بملايين مش لاقي ياكل. مش كده بقول لحضرتك ايه؟ ان احنا دلوقتي بنشتغل عليه الايداعي والتجاري والمغلق. هتيجي تقولي لي طيب تثبت ان ده مغلقه ازاي؟ هنشوف اخر 3 سنين كهرباء ميه غاز مقارنه بجاره. صحيح. فاقدر اثبت على طول ان ده كان مغلق. صح. دي موجوده في مشروع القانون؟ ايوه. تمام كده حضرتك؟ طريقه البحث دي موجوده. طريقه البحث دي موجوده. تمام. ونفذ على طول حضرتك في ساعتها. تمام. اثنين التجاري والاداري. طب ما انتوا كده نبهتوا الناس تعمل ايه؟ على ايه؟ اللي قافل شقته تسيب النور قاعد بيتفرج علينا. حاجه هيسيب النور. قلت هيسيب النور والغاز والكهرباء ولا عين؟ هيسيب النور والغاز والكهرباء. احنا بنقول 3 سنين اللي فاتوا. طب ما يدفع الايجار بقى وخلاص. في حاجه يدفع قيمه ايجار اكتر بدل ما يدفع كهرباء وميه. ما يدفع كهرباء وميه يدفع ايه؟ يدفع ايجار. هي هي هو لو سابهم الفكره صح هيدفع جامد. ما هي هي في الاخر هيبقى يدفع ثمن اكتر الايجار. طيب الحاجه الثانيه الايداعي والتجاري. تمام. هيبتدي حضرتك الايداعي والتجاري نرفع الايجار يوصل للقيمه العادله خلال 4 سنين. تمام. وتحال علاقه بعرض وطلب. يبقى حضرتك الجزء اللي احنا اشتغلنا فيه ده يمثل 50% من المشكله من غير ما تزعل حد. زعلنا الملاك. تمام. بس الملاك بقول لهم ايه؟ انت دلوقتي واحد كده جه دخل بقوه وقعد في شقتك بقوه ما بدفعلكش فلوس. تمام. انا جاي بقول لك هديك نص الشقه. تقول لي ياخد الشقه كلها يا مش عايز حاجه. ما ينفعش. فابتدي الاول ان انا اديك الحل اللي هو النص الاولاني مع رفع الايجارات القديمه. بس هو حاجة ايجار مثلا موضوع تجاري ده يا فندم كمان قاسي جدا. يعني ان انا ابقى شايفه او ان انا مثلا ابقى شايفه ان شقتي اللي بتسوى ملايين وما باخدش فيها الا ملاليم في الشهر بتتاجر كمان مثلا او تجاري شغاله تجاري شغاله شركه او ايا كان. ما هو ده يحرر طبعا صعبه جدا يا فندم. ده يحرر اللي بيشتغل في ده يحرر فورا ولا أيوة. بعد جيل لا لا عايز القانون يحر يبدا الاول بالاداري والتجاري بان هو يحرر الايجار والتجاري ثم يتعامل مع السكن زي ما بقول لك مرحلي مرحلي. اعمل ايه بقى حضرتك؟ اداري وتجاري الاداري والتجاري والمغلق. اداري والتجاري والمغلق. والمغلق عرفنا هنعرف ازاي انه مغلق. تمام. فيها تلاعب. فيها ايه تلاعب ممكن صعب قوي التلاعب فيها. صعب قوي التلاعب فيها. تمام. اما اجي اقول لحضرتك بقى بالنسبه للسكن السكني. تمام. السكن السكني هنرفع الايجارات بعد ما اخلص الايداعي والتجاري. هيطلع معاه رفع الايجار. بس حضرتك بقى واحد بيدفع 10 جنيه. حلو. لو جه زي ما طلب بيه قال نحسبها بالقيمه ساعه قيمه ال 10 جنيه ساعه الايجار كانت بكام ودلوقتي لو انا حسبتها طبقا لجنيه الذهب كان الجنيه الذهب سنه 50 بجنيه مصري. دلوقتي يعني هضربه 5000. يعني اقول ادفع لي ارقام كبيره قوي فده غير منطقي والناس مش هتدفع. لكن انا هقدر ارفع زيادات ال 10 جنيه مثلا حضرتك يبقى 100 جنيه ال 50 جنيه يبقى 100 جنيه وهكذا. واخد بال حضرتك؟ دي ارقام الناس مستنيه تسمع رقم. لا صعب دي عايزه الجان. لا دي عايزه الجان وعايزه دراسات ما هيش يعني هتبقى شرايح يا فندم. تقريبا قول لي الشرايح. هنقسم العمله من سنه 50 لسنه 60 هتبقى الزياده بتاعتها مثلا ممكن تبقى 1000%. تمام. ليه؟ لان الايجار بقى حكم ب 5 و6 جنيه فال 1000% دي هوصله ل 100 جنيه. واخد بال حضرتك؟ العمارات مثلا من 70 ل 80 كان الايجار فيها ب 20 جنيه فهتبقى شرايح طبقا لقيمه الايجار. بحيث حضرتك ان انا ارفع بس الرفع ده الشقه اللي هيدفع فيها 100 جنيه راجل ليه؟ تمام؟ دي تمنها في السوق 2000 جنيه ما حلتش مشكله المالك برضه عشان برضه اقول لحضرتك ابقى امين معاك بس انا حليت 50% من المشكله الجزئي يعني الجزئي. في اقتراح كان من النواب متقدم ان انا ارفع الايجارات
لمده 10 سنين وبعد ال 10 سنين العلاقه تحرق. واخد بالك؟ دي كلها اقتراحات. بس انا شايف ان المرحله اللي احنا فيها تمام الملاك اتحملوا 70 سنه يعني في ظلم بين. انا بقول لحضرتك اجيب لك 50% في حقك وخلال سنه او سنتين تمام هيكون العلاقه الاتحاديه دي جابت دخل للدوله عني اقدر اساعد بيه الناس الغير مقتدره ادعمه في السكن بتاعه كايجار. الغير مقتدر انه يدفع ايجار. يدفع ايجار. يعني حضرتك يعني حضرتك انا ما حضر مليون ونص دول. ده هيجيب لي ضرايب عوايد. لو انا خصصت الضرايب بتاعت العوايد دي حضرتك حطيتها في صندوق والدوله ما خدتهاش. يعني مليون ونص اللي هتحرروا دول ناخد فلوس العوايد بتاعتها تتحط في صندوق لمده 3-4 سنين. والغير قادر انت عارف حضرتك برضه المليون ونص دول بعد كده هتلاقي في مليون غير قادر ونص قادر. النص القادر ده هتقدر تحرير بسهوله لان تطلب منه ايقاف ذمه ماليه. اوكي؟ ولو ثبتت ان عنده مثلا واحد عنده فيلا في مراسي. اوكي؟ واخد لي شقه ب 10 جنيه. ده ما ينفعش. ده لازم تحرر العلاقه على طول. بس هل هتطلب مني ان انا اجري واثبت واصور وابعت واعمل؟ هنطلب من المستاجر ايقاف ذمه ماليه. ايقاف ذمه ماليه. هيتهرب يا فندم. ما يقدرش. ما يقدرش. ما يقدرش يتهرب. ليه؟ لانه هيتسجن. حضرتك ده بيقول حاجه اسمها كسب الغير المشروع. طيب ايقاف ذمه ماليه ده جنايه ما يقدرش يزور فيه. جال حضرتك اقرار ذمه ماليه وزي ما حضرتك اديت مثلا يعني لقيت ان عنده فيلا في مراسي او مش او فيلا في سيدي عبد الرحمن او شقه باسمه او شقه باسمه وعقار باسمه. أيوه. وعايش في سكن ايجار قديم بيدفع فعلا زي ما حضرتك قلت مثلا 10 جنيه في الشهر. لا خلاص هنعمل معاه ايه؟ لا ده تحرر العلاقه على فورا. واخد بال حضرتك؟ لكن ده هتبقى مرحله ثانيه مش دلوقتي. انا برضه الثاني بقول ايه حاجه السكني مش هنيجي جنبه غير برفع ايجار دلوقتي. طيب خليني اقول لك مش هحرر علاقه دلوقتي في السكن. خلص. لسه قدام. لسه قدام. انا بتكلم على التجاري والاداري والمغلق. طيب خليني اقول لك على ده وجهه نظري الشخصيه. مشكله انا بس عايز اخد الحديث السابق ده واعمل له تطبيق على اللي احنا فيه. احنا بدانا الحوار بوحدات مغلقه ورجعنا على القيمه الايجاريه. ايه اللي خلى المشكله دي تصنع؟ خلى المشكله دي تصنع هي حاله مشابهه اللي احنا فيها. ظهور قانون في الستينات بيثبت القيمه الايجاريه. القانون ده زمان كانت الناس بتبني للايجار. يعني في الستينات الناس كانت بتبني عمارات للايجار، ما كانش في تمليك. بظهور هذا القانون اللي هو غير معتدل وغير عاقل وغير منطقي كانت النتيجه ايه؟ كانت النتيجه ان كل اللي بيبنوا للايجار نتيجه ان المعادله دي غير متزنه وغير مربحه وغير عادله بطلوا يبنوا الايجار وتحول الى التمليك. وشفناش الايجار ده لفترات طويله جدا. طيب عشان بس نبقى بننقل كل وجهات النظر بصراحه، ما هو برضه مستاجر النهارده يا باشمهندس هيقول لك طب انا دفعت خلو رجلي في الاول. لا خلو رجلي ايه؟ ده في ناس عايشه من غير خلو رجلي خالص، ده في ناس عايشه من سنه 60 ومن 65 ما فيش من مباشره مع المالك. الايجار القديم ده دفعت خلو رجلي فبيقول لك انا خلاص دفعت لك. خلو رجلي ده معناها ان كان في مستاجر. ده علاقه اكتر اسوأ. ده انت معناها ان كان في مستاجر شاري اليونت دي ب 5 جنيه المتر باجرها ب 5 جنيه المتر وبعدين عشان يغير الايجار فراح حصل اتفاق مالي بينه وبين المستاجر اساسا فاداله مبلغ مالي وقد يكون ادى جزء من المبلغ المالي لصاحب البيت عشان يغير الوحده. ايوه واقع 50%. فده يعني اولا برغم ان هي دي عدد ما هوش كبير مش هي الظاهره. بس انا عايز اكمل فكرتي. القطاع العقاري من المصلحه المحافظه عليه. القطاع العقاري مش بس الناس اللي بتسكن في الوحدات ومحتاجه تسكن فيها، كمان القطاع العقاري ده قطاع بيحافظ على القيمه الماليه للجنيه. كثير من المشترين في سنوات طويله في مصر في اخر 30 سنه قدروا يحافظوا على ثروتهم قيمه الفلوس بتاعتهم من خلال وجود قيمه وحداتهم اللي بتتنمى وتستثمر. وجود قوانين كل شويه بتتغير. خلي بالك ان ثبات القوانين ده جزء هام جدا في الاستثمار. وجود قوانين كل شويه بتتغير. وجود قوانين على القطاع العقاري اللي احنا شايفين ان هو حاليا هو القاطره الحقيقيه في السوق. يعني ما فيش قطاع فيه 20% نسبه نمو، 20% من الناتج القومي، 4 مليون عامل يشغل ورا 100 صناعه. القطاع ده مهم جدا. فما ينفعش ان كل شويه يصدر فيه قانون ويحصل فيه تعديلات على القوانين ويبقى انا لو انا كنت باني معادلتي الحسابيه ان انا بشتري الوحده دي عشان هعمل استثمار فيها وعشان اجوز فيها ابني او عشان احافظ على قيمه الجنيه ففاجئ ان بعد شويه طبعا اكيد هيفرمني هيربكني في ان انا ما استمرش استثمر في هذا القطاع. بشكرك يا باشمهندس. كلمه اخيره موضوع ستنين. موضوع الخلو حلينا ازاي؟ لو تم تغيير العماره دي من سنه 50 واتغير العقد بعديها ب 30 سنه مثلا سنه 30 اسبوع تاني
بنلزم المالك بيدفع 20% من القيمه السوقيه من ثمن الوحده. طيب. لان معناه انه خد خلوه يعني احنا سواء في محل او في شقه. طيب يعني احنا بننتظر ان شاء الله في دور الاعقاد القادم من لجنه الاسكان تقديم مشروع قانون ان شاء الله بالغاء الضريبه العقاريه، قانون الضريبه العقاريه واستبداله بقانون العوائد اللي حضرتك شرحته. انا لا مش كلجنه اسكان، انا كنائب بس عادي. كنائب بس مش كلجنه. مش كلجنه. بس معاك دعم من اللجنه؟ هنقعد عليهم لسه. باعتقادك هيوافقوا؟ والله دي ايوه بقى لسه بقى ان شاء الله. بشكر حضراتكم، بشكر حضراتكم. وقانون الاداره القديم هيتناقش برضو في الدور الاعقاد القادم، وهو وقانون 119 كمان. قانون المخالفات بناء الموحد، بناء الموحد وقانون المخالفات ده مهم جدا بقى. طبعا لسه بقى صعب بعدين ان شاء الله نفرد له حلقه خاصه. ده مهم جدا ده ان شاء الله. بشكر حضراتكم جزيل الشكر على وجودكم معانا. بشكرك سياده المهندس معتز محمود رئيس لجنه الاسكان بالبرلمان، شكرا لحضرتك. والمهندس طارق شكري رئيس غرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعات، شكرا لحضرتك. بشكركم على حسن المتابعه. غدا ان شاء الله لنا لقاءات مهمه جدا، ونتحدث عن الجامعات الخاصه. هل الجامعه الخاصه بتقدم النهارده التعليم اللائق المطلوب لاولادنا، ولا هي بزنس وبس؟ غدا ان شاء الله في تمام العاشره مساء. اشكركم على حسن المتابعه. تحياتي منى فاروق، اصبحوا على خير. هذا البرنامج برعايه